بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. حلقة النهاردة بالتأكيد جاية في توقيت مهم جدا، لأن بالتأكيد ليلة مباراة النادي الأهلي مع مصر المقاصة في الدوري العام، مباراة مهمة جدا، عودة من جديد لاستئناف المشوار المحلي نتيجة ارتباطات الأهلي الإفريقية خلال الفترة الأخيرة. ويبدو أن هناك الفترة القادمة إن شاء الله خلال الأيام القادمة كل 96 ساعة أو كل 72 ساعة تغيير مباريات ما بين مباريات محلية ومباريات إفريقية. عندنا مباراة مصر المقاصة، بعدها بأربعة أيام مباراة أخرى في الدوري، ثم السفر إن شاء الله إلى زيمبابوي لمواجهة فريق بلاتينيوم في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة اللسانية للبطولة الإفريقية. لذلك حلقة النهاردة هنتناول فيها أكتر من محور. كمان النهاردة معانا ضيفين مهمين جدا. الفقرة الحوارية الأولى هيكون معانا الكابتن علاء نبيل، طبعا مدرب منتخب مصر الأسبق والمدير الفني لفريق المولين العربي الأسبق وصاحب الخبرات التدريبية الكثيرة. ووجوده النهاردة معانا إن هنتكلم على حصاد عام 2019، وحصاد عام 2019 سواء بالنسبة للنادي الأهلي ونتائج النادي الأهلي خلال هذا العام، وأيضا كمان بالنسبة لحصاد الكرة المصرية سواء بالنسبة للمنتخب الأول المنتخب الأولمبي، ما جرى على الساحة الرياضية المصرية خلال عام 2019 سواء من إيجابيات وسلبيات، دوري كاس بطولات. بالتأكيد كانت في أحداث كثيرة جدا ومواقف رياضية كثيرة جدا مرت علينا في عام 2019. الفقرة الحوارية الثانية بيشرفنا بينورنا فيها زي ما أنتم عارفين كل يوم ثلاث معانا الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد عويس. والنهاردة أحمد عويس هيكون معانا لأن هنناقش موضوعات كتيرة وموضوعات مهمة وموضوعات بالتأكيد جماهير النادي الأهلي بتنتظر تسمع وجهة نظر الإعلام الرياضي، الكواليس، الأسرار، كل شيء متعلق بما يحدث في الساحة الرياضية سواء بشكل مباشر مع النادي الأهلي في البطولة المحلية أو البطولة الإفريقية، أو حتى بشكل غير مباشر فيما يحدث على الكرة المصرية وعلى ساحة الكرة المصرية بالنسبة للفترة القادمة. طبعا كل سنة والشعب المصري كله بخير وطيب يا رب. عام ميلادي جديد غدا إن شاء الله أو بعد ساعات قليلة بإذن الله بيطل علينا عام ميلادي جديد 2020، أو هيكون بقى الاسم المسمى الجديد 2020 طبعا عشان يبقى في يعني سنة إن شاء الله بإذن الله تكون سنة طيبة على الجميع، سنة طيبة على الكرة المصرية، سنة طيبة على الشعب المصري بإذن الله. وإن شاء الله كل واحد كان عنده أمنيات وأحلام ما حققهاش في 2019 إن شاء الله عام 2020 أو 2020 تكون فرصة طيبة إن يحقق كل أحلامه وأمنياته بإذن الله للفترة اللي جاية. بالنسبة للنادي الأهلي طبعا النادي الأهلي في صدارة الدوري العام، النادي الأهلي في 8 مباريات العلامة الكاملة 24 نقطة، حتى نسبة الأهداف نسبة جيدة جدا لم تتحقق منذ سنوات طويلة، أو حتى في الموسم الاستثنائي موسم 2005-2006 لما عملت انتصارات متتالية حوالي 17 مباراة نسبة الأهداف ما كانتش عالية للدرجة دي حتى الأسبوع الثامن أو حتى بعد مرور 8 جولات في الدوري العام. لكن مباراة المقصة استعداد مختلف، مباراة مختلفة، مباراة بثلاث نقاط، ننسى الثمان ماتشات، ننسى النتائج السابقة ونركز في هذه المباراة ونتعامل مع مباريات الدوري وكأنها مباريات كؤوس. المكسب والبداية الجيدة هيفرق معانا بشكل كبير جدا في المراحل التالية، خاصة بعد ضغط المباريات في الفترة الجاية أكتر من موجود دلوقتي، لأن ده هيساعدنا بشكل كبير جدا لما نلعب بطولة إفريقية وعندنا غمار منافسات إفريقية وأنت عندك أريحية في الدوري العام. بعد مباراة بلاتينيوم والفوز على بلاتينيوم بهدفين مقابل لا شيء وصدارة المجموعة بست نقاط خلال الفترة القادمة، الجهاز الفني على طول اشتغل على مباراة مصر المقصة، حضر اللعيبة للمباراة القادمة كمان في ظل في إصابات وفي يعني عدم جاهزية عدد من اللاعبين لمباراة مصر المقصة القادمة. طبعا الفريق بيستعد بشكل قوي لمواصلة مشوار الدوري، ومباراة مصر المقصة مباراة مهمة جدا وفي طموح بإذن الله في تحقيق الثلاث نقاط والتغلب على فقدان العناصر الرئيسية والأساسية في مباراة الغد، خاصة بعد ما الجهاز الفني أعلن القائمة اللي هتستعد إن شاء الله لمباراة مصر المقصة، واللي ريني فايلر المدرب السويسري اختار 19 لاعب لهذه المباراة. هنتكلم عن الإصابات وهنتكلم على اللاعبين اللي بنفتقدهم في الفترة الحالية نتيجة الإصابات، وفي إحصائية أو في متابعة لفرق عربية أخرى وفرق بتشارك في البطولة الإفريقية، هل بتفقد نفس العدد من اللاعبين للفترة الجاية؟ ده هيكون محور حديثنا برضو النهاردة وإحنا بنتكلم في فقرة الإنترو عن القايمة وعن الغيابات اللي موجودة في الفترة القادمة. لكن ده بشكل عام وصورة عامة وإحنا بنتناول بداية حلقة النهاردة في برنامج الأهلي الليلة. طبعا منذ قليل فايلر أعلن قايمة النادي الأهلي استعدادا لمباراة مصر المقصة، 19 لاعب فقط هي قوام أو هم قوام قائمة النادي الأهلي استعدادا لمباراة الغد أمام المقصة. في حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير،
خط الدفاع احمد فتحي ومحمد هاني، محمود متولي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم وعلي معلول. خط الوسط اليو ديانج، عمرو السليه، حسام عاشور، وليد سليمان، محمد مجدي قفشه، احمد الشيخ وجيرالدو داكوستا. خط الهجوم مروان محسن، وليد ازارو، صلاح محسن. صلاح محسن بيعود لقائمه فريق النادي الاهلي لاول مره منذ عودته للتدريبات في النادي الاهلي بعد انتهاء بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه. فايلر بيضم صلاح محسن لقائمه مباراه المقصه غدا ان شاء الله. وطبعا 19 لاعب معروف ان في حارس مرمى هيستبعد من القائمه غدا ان شاء الله قبل المباراه، فهيكون ده القوام الاساسي والرئيسي لمباراه الغد، سواء في ال 11 هيبداوا اساسي او سبعه على دكه البدلاء. طبعا الاصابات والغيابات، اصابات مؤثره وغيابات مؤثره. بنتكلم في حسين الشحات، جونيور اجاي، رمضان صبحي طبعا منذ فتره، شريف اكرامي مصاب ايضا، ايمن اشرف عنده انذار ثالث فمش هيكون موجود في القائمه، فبالتالي مع سعد سمير كمال اللي بتمنى له السلامه يا رب والشفاء، وخلاص خلال ساعات هيتوجه الى المانيا لاجراء عمليه جراحيه في وتر اكيليس. فحجم الاصابات وحجم الغيابات كبير جدا، وبنتكلم في قائمه فيها 19 لاعب او 18 لاعب بدون حارس مرمى ثالث، فدي القائمه المتاحه بالنسبه للجهاز الفني في التوقيت الحالي. وتشعر كده وانت خلاص على محك، لا قدر الله لا قدر الله لو في اصابه ثانيه لا قدر الله، هتبقى بقى ممكن تسبب لك ازمات نتيجه ان الغيابات هتبقى كتير او الغيابات هتبقى بعيده في الفتره اللي جايه. شوفوا احنا بنتكلم على اصابات وممكن الناس شايفاها ان هي اكبر معدل اصابات ما بين فرق الشمال الافريقي او ما بين الفرق اللي بتلعب في دوري ابطال افريقيا، لكن هفاجئكم واحنا بنتكلم في سياق الحلقه ان بالعكس في فرق عندها غيابات واصابات اكتر من قائمه النادي الاهلي. لكن لو بنتكلم عن القائمه اللي هتلعب مباراه المقصه غدا، لا يعني الحمد لله القوام موجود وكلهم عناصر اساسيه وان شاء الله هيكونوا جاهزين لمباراه بكره. قدامنا في الصوره احمد فتحي ووليد سليمان، لكن ان شاء الله باذن الله ال 19 يكونوا جاهزين ومش محتاجين الفتره الجايه ان شاء الله يعني اي اصابه ثانيه لا قدر الله. ربنا يبعد عن اللعيبه شر الاصابات في الفتره الجايه نتيجه زحمه مباريات وضغط مباريات انتحار بالنسبه لمجموعه المباريات اللي بتتلعب في الفتره الحاليه سواء على المشوار المحلي او المشوار الافريقي. امين عمر هو حكم مباراه الاهلي والمقصه غدا في الدوري العام. امين عمر طبعا من الحكام الدوليين وكان موجود في المغرب بيدير مباراه الرجاء المغربي وشبيبه القبائل الجزائري في البطوله الافريقيه، من الحكام المتميزين امين عمر، ومن الحكام اللي كان ليهم تاريخ كبير جدا في الفتره الاخيره، حكام الدوليين هو ومحمد معروف والحكام الدوليين الصاعدين في خلال السنتين الثلاثه اللي فاتوا. هيكون موجود في مباراه الاهلي والمقصه ان شاء الله، هذه المباراه اللي هتكون في الجوله ال11 للدوري العام. قدامكم طبعا لقطات حصريه من تدريب النادي الاهلي اللي بيستعد لمباراه المقصه، والنهارده التدريب كان مغلق من رينيه فايلر. النهارده فضل ان يكون التدريب مغلق ما يكونش فيه اي حضور لوسائل الاعلام ولا الزملاء الصحفيين، ودايما فايلر بيبقى حريص قوي وهو بيشتغل على اي مباراه بيختار تدريب او اتنين قبل اي مباراه بيقفل فيها التدريبات عشان يكون في تدريب على تكتيك معين او جزء معين قبل اي مباراه، وده طبيعي وده متبع في اي فرقه في العالم لما بتحب تشتغل مع اي فريق وبتحضر للمباريات بعيدا عن اعين وسائل الاعلام او حتى الحضور. طيب لمزيد من التفاصيل انا بينضم لي على الهاتف الزميل العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي، كان النهارده موجود في التدريب وبرضه يقدر يقول لنا الصوره العامه اذا قدر شاف في البدايه اول ربع ساعه حتى من حاله اللاعبين، كلام فايلر مع اللاعبين في المحاضره في ارضيه الملعب عشان برضه نشوف حاله المصابين. يعني هل النهارده حسين الشحات كان بيواصل تدريبات حول الملعب؟ اجاي نزل النهارده وكان بيعمل تدريبات خفيفه حول الملعب؟ اكرامي هل لسه في الجيم ولا موجود في ارضيه الملعب؟ لان اللاعب لما بيخرج من الجيم وبيبدا ينزل تدريبات في ارضيه الملعب بتبدا تستشف كده ان خلاص خلال ايام ممكن عنصر او اثنين او ثلاثه ينضموا للتدريبات الجماعيه، لكن ان شاء الله الفتره الجايه يكون في جاهزيه لكل اللاعبين ويقدر فايلر يختار من التشكيله الاساسيه ابرز اللعيبه اللي ممكن تكون معاه في الفتره الجايه بالنسبه للدوري العام. طبعا ما ننساش ان طبعا عندنا للاسف برضو اصابتين مؤثرتين غايبين منذ فتره وللاسف هياخدوا وقت شويه على ما يرجعوا، محمد محمود وحمدي فتحي، وانضم ليهم سعد سمير ايضا لان اصابته لغايه نهايه الموسم هيكون بعيد خلال ست شهور او الثمان شهور القادمه، لذلك حتى تم استدعاء محمد عبد المنعم قدامكم اهو في الصوره بجوار احمد فتحي موجود في تدريبات الفريق الاول. محمد عبد المنعم مدافع من فريق الشباب استعان بيه فايلر لتطعيم خط الدفاع في التدريبات خلال الفتره الحاليه، لكن مش موجود
في قائمة المباراة. فايلر استكفى بس بوجود محمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، مع الاستعانة بأحمد فتحي ومحمد هاني في الجبهة اليمنى وعلي معلول في الجبهة اليسرى. الأهلي طبعا بعد التمرين النهاردة دخل المعسكر مغلق استعدادا لمباراة المقصة غدا، وفي محاضرة بالفيديو للاعبين النهاردة في فندق الإقامة، يعني مجموعة حوالي 45 دقيقة زمن المحاضرة هيكون فيها شرح بعض الأمور الفنية والخططية وشرح طريقة اللعب اللي بيرغب المدير الفني في تنفيذها خلال المرحلة القادمة. الكابتن سيد كشف موقف أجايي خلال الفترة الحالية ومن مباراة مصر المقصة. بعض الصحف أو بعض المواقع ذهبت وقالت إن أجايي بعد ما أجرى الأشعة عنده تمزق في العضلة الخلفية، لكن الكابتن سيد قال إن الأشعة اللي أجراها أجايي أكدت عدم وجود أي تمزق في العضلة الخلفية للاعب، وإن الأشعة أثبتت إن في إجهاد قوي في العضلة الخلفية، وإنه هيخضع لاختبار طبي خلال الأيام الجاية عشان نشوف جاهزيته للمباريات. نفس الأمر بالنسبة لحسين الشحات وشريف إكرام. طيب بينضم لنا على الهاتف زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي. مساء الخير يا شريف. مساء الخير عليك زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي، وعم سعيد عليك وعلى كل مشاهدينا، وبإذن الله يكون القادم كله أفراح، القادم كله انتصارات، القادم كله بطولات بإذن الله. إن شاء الله يا شريف. طيب طبعا التدريب كان مغلق، لكن هل مغلق بعد أول ربع ساعة ولا مغلق منذ البداية؟ لا، النهارده الكابتن سيد فضل التمرين يكون مغلق من الاول الى النهايه من غير ربع ساعه خالص. ان الاصابات كثيره في الفرقه، والراجل ممكن يعمل تكتيك معين او بالفعل بيعمل تكتيك معين عشان يقدر يفاجئ بيه بكره ميدو. طبعا في مباراه المقصه لتكون في السابعه والنصف، فطبعا احتراما طبعا لرغبه مدير الكره، كل الاعلام امتثل لهذا القرار بما فيهم الاعلام الاهلاوي كان الموقع الرسمي او قناه النادي. يمكن اعلن منذ قليل القائمه اللي هتخوض هذه المباراه، يمكن لو قلناها مع بعض، في حراسه المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، يمكن في خط الدفاع احمد فتحي، محمد هاني، محمود متولي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، علي معلول، في خط الوسط اليو ديانج، عمرو السليه، اسام عاشور، وليد سليمان، محمد مجدي قفشه، احمد الشيخ، جيلاردو، في خط الهجوم مروان محسن، وليد ازارو، صلاح محسن. زي ما انت عارف زميلي محمد، طبعا الاصابات بتضرب الفريق، يمكن الدكتور خالد محمود حذر من فتره وقال يا جماعه توالي المباريات كل ثلاث ايام مباراه لازم يكون فيه اصابات، وبالفعل اجايي عنده شد في العضله الخلفيه، الحمد لله بعد اجراء الاشعه ما طلعش فيه مزق، طلع فيه شد يمكن شديد شويه، فتفضل طبعا الجهاز الفني اراحه اجايي. يمكن شريف اكرامي بيعاني بقاله ثلاث ايام من اجهاد في عضله السمانه، يمكن برضه فضلوا اراحه شريف اكرامي من هذه المباراه. يمكن حسين الشحات ايضا بيعاني من يمكن ثقل شويه في العضله الضمه، فبرضه فضلوا برضه راحته خوفا عليه من تفاقم الاصابه. يمكن الاصابات كثيره في النادي الاهلي من كثر توالي المباريات، فالجهاز الفني والجهاز الطبي والجهاز الاداري بيحاول يتعامل مع هذه المواقف باراحه بعض اللاعبين، باعطاء فرص لبعض اللاعبين، فممكن بكره باذن الله نلاقي وجوه فيها في التشكيله. يمكن يعني هنشوف بكره القائمه اللي اختارها مستر فايلر بكره باذن الله تكون قادره على جلب ثلاث نقاط جديده تضاف الى رصيد النادي الاهلي. لكن بطمنك زميلي محمد ان الامور بتسير بخطى ثابته، يمكن الجهاز الفني عنده الوعي الكامل في التعامل مع هذه المواقف الصعبه جدا. يمكن على ذكر طبعا سعد سمير لاعبنا سعد رجوله، يمكن سعد فعلا غادر الى المانيا، وبكره باذن الله هيجري العمليه في احد المستشفيات في المانيا. يمكن الناس كلها بتتكلم ان سعد هيغيب 8 9 شهور، ما فيش الكلام ده خالص. يمكن انا سالت وشفنا، وسعد كلم جنش طبعا حارس منتخبنا الوطني وساله على اجراء العمليه وعلى العلاج الطبيعي. اهم حاجه في اجراء العمليه العلاج الطبيعي. باذن الله بكره سعد هيعمل العمليه وهيقعد حوالي 10 ايام في المانيا ويرجع للقاهره، ومن بعد وبعد شهر من اجراء العمليه هيكون في العلاج الطبيعي، واهم نقطه في العمليه باذن الله يكون 5 شهور ونص باذن الله، ويكون سعد موجود 6 شهور بحد اقصى. خلاص بتتكلم في 3 4 ايام باذن الله وتلاقيه موجود في التمرين. رمضان صبحي شغال على برنامج الموضوع له، يمكن ماشي فيه بخطه ثابته جدا باذن الله، ايام قليله ونسمع عنه اخبار كويسه. بطمنك الامور بصفه عامه ماشيه كويسه جدا باذن الله. بعد مباراه المقاصه ممكن نلاقي شريف اكرامي موجود في التمرين باذن الله، نلاقي حسين الشحات باذن الله، نلاقي اجايي هتلاقي الفتره الجايه تباعا لاعب بطوله الاخر بيخش في المران، وباذن الله الاهلي يقدر يستفيد بالقائمة كلها. الناس كلها كانت بتتكلم عن ان ممكن يكون في فرصة الكهرباء غدا، ولكن طبعا هو مش موجود في القائمة. ممكن بكرة الاهلي هيبدأ في اجراءات
يمكن يعني قيد كهرباء على السيستم تاخد لها يوم او يومين بالكثير باذن الله، فباذن الله برضو يكون جاهز للمباراه المقبله هتبقى يوم 5/1 باذن الله يكون جاهز مع زملائه لهذه المباريات او مشوار الاهلي الكبير اللي هيكون. طبعا انت عارف الشهر كله مليان مباريات، كل ثلاث ايام مباراه في افريقيا، مباراه في الدوري، مباراه في الكاس، فربنا يكون في عون لاعبي النادي الاهلي وباذن الله قادم افضل قادم يكون كله انتصارات للاعبي النادي الاهلي. معاك زميلي محمد لو عندك اي استفسار. زميلي العزيز شريف شعبان بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاخبار وكل هذه المعلومات، وانت اتكلمت في جزئيتين هتكلم عليهم دلوقتي لان كمان عندي معلومات عن هذا الموضوع. بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز شريف شعبان وكل هذه المعلومات من تدريب فريق النادي الاهلي كان مغلق النهارده استعدادا لمباراه مصر المقص. بالحديث عن الاصابات، يمكن الناس في حاله اغلاق دايما كده على المعلومات ومحدش بيحاول يتابع ما يجرى في البطوله الافريقيه والاحداث في الساحه الافريقيه والفرق الافريقيه اللي بتعاني من ضغط ماتشات وتوالي مباريات واجنده ورزنامه فيها زحمه كبيره وزحمه غير طبيعيه. اولا عايز اقول لكم ان تونس اتخذت قرار بالانسحاب من بطولة الأمم الإفريقية للمحليين خلال الفترة الجاية نتيجة ضغط المباريات في الدوري المحلي، وفي تأجيلات كثيرة للفرق اللي بتشارك في البطولة الإفريقية، وبالتالي مفيش مساحة وقت عشان توقف الدوري نتيجة المشاركة في بطولة أفريقيا للمحليين. نفس الأمر في المغرب، رابطة الأندية مقدمة طلب للاتحاد المغربي أو الجامعة الملكية بخصوص برضو عدم المشاركة في هذه البطولة نتيجة ضغط المباريات والإصابات الكثيرة في فرق المغرب نتيجة المشاركات الإفريقية والعربية والمحلية. أنا مش هقول عنوان البعض ممكن يعتبره أنه غريب شوية، لكن نتيجة الإصابات اللي في الأهلي الناس بتقولك إحنا عندنا معدل إصابات غير طبيعي. عندنا محمد محمود رباط صليبي، سعد سمير وتر أكيليس، كمان حمدي فتحي غضروف في الركبة، نيدفيد قبل كده كان عنده غضروف في الركبة، إصابات عضلية رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجايي، حتى شريف إكرامي عضلة السمانة. انت بتتكلم في اصابات عضليه بتاخد مثلا ما بين اسبوعين اشهر ونص، وللاسف في ثلاث لعيبه عندهم اصابات طويله شويه ممكن يعني حتى نهايه الموسم بنسبه كبيره. لكن هل ده في الاهلي فقط؟ ما تيجي ننظر نظره عامه كده ونشوف الفرق اللي بتلعب معانا في بطوله افريقيا، على الاقل على الاقل فرق الشمال. اصابتين حصلوا في مباراه بلاتينيوم في اول 20 دقيقه والناس كانت مستغربه، هل ده حصل في الاهلي بس؟ لا. لو تابعنا مباراه الترجي التونسي امام فيتا كلاب الكونغولي، لاعب خط الوسط الغاني كواما بونسو اتغير بعد 25 دقيقة نتيجة الإصابة. بعد المباراة نادي الترجي التونسي أعلن إصابة ثلاث لاعبين وغيابهم حوالي شهر خلال الفترة الجاية، خليل شمام، سامح الدربالي، كواما بونسو اللاعب الغاني لاعب خط الوسط. إذا الترجي عنده ثلاث إصابات مؤثرة الفترة الجاية ممكن ما يستكملوش معاه دور المجموعات حتى أول فبراير، وإصابة حصلت في أول 20 دقيقة في بداية المباراة. طه ياسين الخنيسي الجهاز الفني لا يعتمد عليه هذا الموسم نتيجة إصاباته المتكررة والضغط الذي حدث خلال آخر عام ونصف مع الترجي في البطولة الإفريقية، إذا بيفتقد أهم عنصر ليه، وحتى الفترة الأخيرة بقى معين الشعباني يستعين به في الدقائق الأخيرة من المباراة حتى بعد الانتدابات اللي تمت في فريق الترجي خلال الفترة الأخيرة حتى بعد الاستغناءات عن حوالي 5-6 لاعبين. طب ده فريق الترجي. فريق الوداد المغربي، فريق الوداد المغربي عنده أبرز ثلاث لاعبين تعرضوا لإصابات بالغة واجروا عمليات جراحيه خلال الفتره الاخيره قد يبتعدوا حتى نهايه الموسم. اشرف داري لاعب خط الوسط المدافع، بابا توندي اللاعب الافريقي، صلاح الدين سعيدي لاعب خط الوسط الاساسي. ثلاثه ركائز اساسيه في فريق الوداد المغربي بعيدين عن المباريات الافريقيه في التوقيت الحالي، وغيابهم مستمر حتى شهر مارس وابريل من العام القادم او خلال الفتره اللي جايه. بالاضافه على ده، وليد الكارتي ابرز اللاعبين في وسط الملعب لأكثر من مباراة بيتم تغييره في الشوط الثاني نتيجة الإجهاد بإعلان الجهاز الطبي وبإعلان الجهاز الفني لفريق الوداد المغربي. إذا الإصابات موجودة حتى في فريق الوداد وإصابات مؤثرة. طيب، لقطة غير طبيعية وموقف غير طبيعي في البطولة الإفريقية. فريق حسنية أغادير المغربي هو بيلاعب فريق سان بيدرو الإيفواري في الكونفدرالية، في أول 25 دقيقة ثلاث لاعبين بيتعرضوا لإصابات عضلية وبيتم استبدالهم من قبل محمد فاخر المدير الفني في أول 25 دقيقة. يعني فريق حسنية أغادير في كوت ديفوار بيلاعب سان بيدرو، بعد 25 دقيقة استنفذ التغييرات الثلاث نتيجة الإصابات العضلية اللي تعرض لها فريق أو لاعبي حسنية أغادير في البطولة الإفريقية، بل ذهب إلى ساحل العاج بدون أبرز أربع لاعبين نتيجة أيضا الإصابات العضلية. بنتكلم في سبع إصابات عضلية لحسنية أغادير في البطولة الإفريقية، إصابات مؤثرة قد يبتعد اللاعبين حوالي من أسبوعين إلى شهر أو شهر ونص. إذا معدل الإصابات مش في الأهلي فقط، بل بالعكس لو نظرنا لمعدل اصابات الاهلي الاقل نسبيا او بشكل متوسط اقل من فرق اخرى، لان كمان في عمليات جراحيه لاكثر من 3 أو 4 لاعبين في فرق بيستبعدوا او مش هيكملوا الموسم الافريقي او الموسم المحلي مع هذه الفرق.
كمان ده خلى الفرقه وخلى الانديه في تونس تطلب ان هي ما تشاركش او لاعبتها ما تروحش بطولة افريقيا للمحليين، نفس الامر في المغرب. اذا المشاركات العديده سواء على المستوى المحلي سواء في الدوريات العربيه، لان كمان في المغرب وتونس بيشاركوا بطوله عربيه وبطوله افريقيه، فحجم المشاركه او حجم الضغوط اكتر من عندنا هنا في مصر في الكره المصريه في الموسم الحالي، بعد خلاص ما تم التنسيق ان لاعب افريقي ما يلعبش عربي. فبالتالي معدل الاصابات في مصر مش هقول اقل او متوسط، لا كمان اعتبره طبيعي نتيجه ضغط الماتشات وتوالي المباريات خلال الفتره الحاليه. ونفس الامر عندنا بيحصل في تونس وفي المغرب والجزائر. ولو نظرنا تحت حتى مع فريق سان داونز او فريق مازيمبي او فريق اول اغسطس، التشكيله اللي بتلعب المباريات لو قارناها بالتشكيله الاساسيه للمباريات الاخيره دايما بيتم تغيير من 2 ل 3 لعيبه نتيجه الاجهاد وتوالي المباريات، لان الفتره الجايه كل اسبوع و10 ايام مباراه. اكتر فتره فيها راحه في البطوله الافريقيه هي فتره شهر مارس بعد يوم 8 مارس حتى الاسبوع الاول من مايو، نتيجه طبعا ان اقامه بطوله افريقيا للمحليين في شهر ابريل. دي الفتره الوحيده اللي كل بلد او كل دوله عندها دوري تقدر تستأنفه بشكل متواصل دون توقف بسبب البطوله الافريقيه. لكن منذ انطلاق البطوله او دور المجموعات في شهر نوفمبر حتى شهر 2 او اول مارس ضغط غير طبيعي مع المباريات المحليه. اذا موضوع الاصابات لازم تكون عندنا نظره عامه، لازم نشوف الجو حوالينا عامل ازاي، الانديه حوالينا ايه اللي بيحصل معاها، اللعيبه حتى مش اللعيبه المصريه، اللعيبه المحترفين في شمال افريقيا او اللعيبه اللي بتلعب في الانديه اللي بتنافس الاهلي في البطوله الافريقيه، ايه اللي بيحصل؟ نفس الامر بالظبط، اصابات عضليه غير طبيعيه، غيابات غير طبيعيه، اصابه عضليه في فريق الترجي في اول ثلث ساعه، حسنيه اغادير ثلاث لعيبه بيغيروا في اول 25 دقيقه، ده وارد وبيحصل في عالم كره القدم، وضغط الماتشات الطبيعي للاسف هو ده اللي بيؤثر. دي كانت جزئية متعلقة بالإصابات. طبعا المهندس إبراهيم القفراوي هيكون هو رئيس بعثة فريق النادي الأهلي إن شاء الله في زيمبابوي، اللي متجه بإذن الله يوم 8 أو 7 يناير فجر 7 يناير إلى زيمبابوي إن شاء الله لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 يناير. المباراة بإذن الله هتكون في الجولة الرابعة من البطولة الإفريقية. صخرة الدفاع كابتن وائل جمعة احتفل بعيد ميلاد الفهد الأنجولي أمادو فلافيو. أمادو فلافيو أتم عامه الـ40 امبارح، وكابتن وائل جمعة كان ليه احتفالية خاصة كده بأمادو فلافيو على موقع انستجرام. عمل طبعا كان في صورة قديمة جمعته باللاعب في إحدى مباريات الأهلي السابقة، وعلق عليها وكتب عيد ميلاد سعيد صديقي العزيز. فلافيو لعب 163 مباراة أحرز فيها 58 هدف مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي شارك فيها مع النادي الأهلي في السنوات السابقة. طبعا نسبة الأهداف دي لو استثنينا فيها الموسم الاول اللي كانت فيه سوء حظ بيواجه فلافيو مع النادي الاهلي، ما احرزش هدف واحد في مرمى المحله، وكان هدف بالتاكيد عن طريق الصدفه، لكن بعد كده فلافيو كان قاطره بشريه قويه جدا في خط هجوم النادي الاهلي. فلافيو انضم للنادي الاهلي عام 2005 وكان مرتدي التيشيرت رقم 23، وكان بيلعب في فريق بترو اتلتيكو اللي واجه الاهلي في بطوله افريقيا عام 2001. طيب اتحاد الكوره هيفتح غدا ان شاء الله باب القيد الشتوي امام الانديه لمده شهر. فتره الانتقالات الشتويه معروف ميعادها من 1 يناير حتى 31 يناير. وبمناسبه كهرباء زي ما قال زميلي العزيز شريف شعبان، حسب المعلومات اللي قالها ان هيكون طبعا قيد كهرباء بدءا من الغد ان شاء الله استعدادا لقيده في القائمه المحليه والقائمه الافريقيه خلال الفتره القادمه او حسب ما يتراءى للجهاز الفني في الفتره القادمه. لكن ودي جزئيه انا ذكرتها في الفتره السابقه وباكد عليها تاني، اللاعب الحر تستطيع ان تقيده في اي فتره زمنيه على مدار الموسم دون التقيد بفتره الانتقالات سواء الصيفيه او الشتويه، لكن نتيجه ان القائمه عندك فيها 30 لاعب فبتنتظر ليناير عشان يتم الاستبدال، بتشيل اسم لعيب وبتضع اسم كهربا. طب قائمه الاهلي لو ما كانش 30 لاعب كنت تقدر تأيد كهربا في اي وقت منذ ان تم التوقيع والتعاقد في 9 ديسمبر الماضي، لانه لاعب حر وعلى السيستم تي ام اس هو لاعب فري، لاعب حر. اللاعب الحر بتضع العقد او بتضع كل شروط التعاقد مع اللاعب على سيستم التي ام اس بدون تدخل اي عنصر بشري سواء في القيد او عدم القيد. ده امور الاتحاد الدولي عاملها الكترونيه بيتم القيد فيها بشكل سهل وسلس وبسيط. بتضع العقد، العقد مؤرخ في الفتره الزمنيه الحاليه، بعد ما بتضع العقد على السيستم التي ام اس تقدر تأيد اللاعب، وبالتالي بترسل البطاقه الدوليه من النادي اللي كان مقيد في صفوفه في اخر فتره قيد، تصل البطاقه لتقيد في صفوف النادي الجديد في شهر يناير الجاري. هذه العمليه كانت ممكن تتم خلال اليومين اللي فاتوا او قبل انتقالات يناير لو ما كانش الاهلي مكمل قائمته ل 30 لاعب، لكن النادي الاهلي عشان قائمته 30 لاعب وهيتم
استخدام بند الاستبدال انتظر القيد حتى يناير، لكن لو ما كانش مكمل القائمة ال 30 كان كهربا يتقيد في قائمة الأهلي يوم 10 ديسمبر وقبل انتقالات يناير ب 20 يوم، لأنه لاعب حر لاعب فري، آخر تيم اس وترانسفير كان مع الفريق البرتغالي خلال الشهور القليلة الماضية. فترة القيد مستمرة حتى 31 يناير، والحالة الوحيدة اللي تمنع أي نادي من قيد أي لاعب لو النادي عليه مستحقات للاعبين. أي مديونية أخرى في أي بند آخر غير مستحقات اللعيبة لا يجرؤ أي اتحاد محلي أن يمنع قيد أي لاعب في أي نادي، لأن الأمور المتعلقة بالقيد تلغى فقط وتتوقف إذا كان النادي عليه مستحقات لأي لاعب. ده في شروط القيد معروفة، لكن أنت لو عندك مستحقات في بث فضائي، عليك مستحقات في أي أمر آخر، هذه المديونية لا تلغي القيد ولا تمنع القيد لأي لاعب في أي نادي خلال انتقالات يناير أو حتى في الانتقالات الصيفية. طبعا بند الاستبدال البند معروف واللائحة معروفة وما فيهاش أي تغيير خلال الفترة الجاية، والكل بيحترم بالتأكيد النظام اللي وضعه اتحاد الكرة منذ البداية، لأن ده شيء مهم جدا، لازم احترام اللوائح، لأن مبدأ تكافؤ الفرص مهم جدا لكل الأندية منذ بداية الموسم. طيب، لجنة المسابقات، وكان في تصريحات للسيد حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، قال خلال الفترة اللي جاية طبعا تطبيق رابطة الأندية المحترفة في الدوري ده شيء مهم جدا بالنسبة لعمل المسابقات القروية في الفترة اللي جاية، وده بيسهل عمل أي إدارة للمسابقات في الفترة اللي جاية. وقال الأندية اللي بتشارك في الدوري الممتاز لازم تطبق عليها معايير الأندية المحترفة عشان تشارك في هذا الدوري، إنه في النهاية هو اسمه دوري رابطة المحترفين أو دوري المحترفين. وقال إن البطولات المحلية خلال الفترة الجاية هو بيتمنى إن ينتهي الموسم في المنتصف أو 15 يوم الأولانيين من شهر 6 اللي جاية، فقال أتمنى إن الدوري يخلص إن شاء الله في أول 6 نتيجة طبعا استعداد المنتخب الأولمبي لتصفيات طوكيو، عندنا أولمبياد طوكيو إن شاء الله في شهر 7 القادم، فمهم جدا الدوري ينتهي مبكرا وفي شهر 6. بس عشان يحصل ده لازم الدور الثاني تكون مواعيده محددة وما يكونش فيه تأجيل لأي مرحلة، لأن الفترة الجاية هيكون فيها ضغط غير طبيعي مع تأهل ووصول الفرق المصرية للبطولة الإفريقية في الفترة اللي جاية. دي كانت جزئية متعلقة بلجنة المسابقات، وقال احتمالية إقامة السوبر المصري ممكن في النصف الأخير من شهر فبراير القادم، لكن لم يحدد تاريخ موعد لجنة المسابقات لمباراة السوبر، وقال هذا الملف هيكون مع الكابتن محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة اللي بتدير الاتحاد، هو المسؤول عن ملف السوبر ومباراة السوبر. غالبا التوقيت المقترح في النصف الثاني من شهر فبراير القادم. إذن اتكلمنا على موضوع الإصابات، اتكلمنا على انتقالات يناير والقيد بالنسبة للمرحلة اللي جاية، وبالنسبة لموضوع كهربا وفكرة اللاعب الحر والاستبدال بيسمح لك ايه، وكمان بنتكلم على البطولة الإفريقية والأهلي الحمد لله ماشي بشكل جيد جدا وفي الصدارة، والفترة الأخيرة كان في لغط كتير قوي كده. قبل طبعا ما اطلع لفاصل ويكون معايا الكابتن علاء نبيل، جزئية بس صغيرة اشرحها، كان في لغط في فكرة من متصدر المجموعة، ده بالتاكيد طبعا هتكلم فيها مع الناقد الرياضي والفقره الثانيه مع زميل العزيز احمد عويس، لكن في جزئيه مهمه جدا، ترتيب الفرق بيتحدد في المجموعات في الجوله الاخيره بناء على اللائحه اللي حددها الاتحاد الافريقي بخصوص ترتيب الفرق سواء في المواجهات المباشره او عدد الاهداف. حتى هذه اللحظه النادي الاهلي والنجم الساحلي والهلال السوداني في الصداره، اذا وصلنا للجوله الاخيره وعدد الفرق متساويه في النقاط حتى نهايه الجوله السادسه متساويين بيتم الغاء نتائج الفريق الرابع. والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره كنا اتكلمنا في هذه الجزئيه قبل الحلقه، قال لنا وده كلام مهم جدا، قال حتى هذه اللحظه بعد تساوي الفرق في عدد النقاط والمواجهات المباشره كل فريق فايز على الثاني بيتم احتساب فريق الاهداف في التوقيت الحالي بالنسبه للفرق، لكن في الجوله السادسه بتستبعد نتائج الفريق الرابع وبتبدا تشوف بعد ما تستبعد نتائج الفريق الرابع فريق الاهداف بالنسبه للفرق الثلاثه اذا تساووا في عدد النقاط. عموما المجموعه حصل فيها تشعب كبير جدا بعد ما فريق الهلال كسب النجم الساحلي في رادس، واصبحت المجموعه كلها عندها الحظوظ متساويه للتاهل الى دور ربع النهائي. الاهلي في المركز الاول او الثاني متساويه مع النجم الساحلي وايضا الهلال السوداني بست نقاط، لكن ده بيطلب من الجهاز الفني ان مباراه بلاتينيوم زيمبابوي ان شاء الله باذن الله لا بديل عن الثلاث نقاط، لان بعد كده عندك مباراه مع النجم الساحلي في القاهره، واصبح الفوز خارج الارض مطلوب من الجهاز الفني واللعيبه في الثلاث مباريات القادمه عشان تساعدك قبل ما توصل للجولة الأخيرة مع الهلال السوداني في الخرطوم إن شاء الله يوم 1 فبراير في ختام مباريات دوري المجموعات. ده هيكون محور حديثنا بالتأكيد مع الناقد الرياضي أحمد عويس في الفقرة الأخيرة، لكن أخرج إلى فاصل
وبعد الفاصل الكابتن علاء نبيل المدير الفني الأسبق لنادي المقاولين العرب ومدرب منتخب مصر السابق، وحديث عن حصاد عام 2019 سواء بالنسبة للأهلي أو بالنسبة للكرة المصرية خلال الفترة القادمة. اهلا وسهلا بحضراتكم، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله، واللي بيشرفنا وبينورنا فيها نجم كبير جدا. بصراحه انا بستمتع لما بقعد اسمعه وهو بيتكلم في الكوره، لانه بالتاكيد عنده خبرات كبيره، اشتغل مع شيخ المدربين الراحل الكابتن محمود الجوهري، وكمان اشتغل في الخليج او اشتغل في الاردن، واشتغل كمان مع انديه مصريه عديده، كان عنده تجربه قويه جدا ومميزه مع نادي المقاولين. برحب مش هقول ضيف، لان هو بالتاكيد احد نجوم الكره المصريه، الكابتن علاء نبيل. كابتن علاء منور الدنيا واهلا بيك. انا احمد الله يخليك. شكرا يا محمد، الله يخليك. اولا الف سلام عليك. الله يسلمك. كنت تعبان شويه الفتره الاخيره. ما خلاص بقى ناقص ساعات و2019 تروح بقى. على الله في السنه جاتب ان شاء الله خير يا رب. لا ان شاء الله الفتره الحمد لله الاحلام والامنيات كانت فتره صعبه، بس الحمد لله يعني ان شاء الله اللي جاي يكون احسن باذن الله. 2019 على مستوى الكوره بقى شفتها ازاي؟ لا مش قوي يعني، اللي نورها شويه يعني، طبعا احنا بنتكلم بالمصنف الاول منتخب مصر يعني. اللي نورها شويه المنتخب الاولمبي. اللي نورها شويه؟ اه المنتخب الاولمبي. لكن طبعا على مستوى الكوره المنتخب الاول، لما نيجي نقول احداث اللي حصل في امم افريقيا، حدث ينقسم الى قسمين، 50% اداء المنتخب والنتائج و50% تنظيم مصر البطوله. طبعا تنظيم مصر البطوله كان حاجه رائعه جدا، حاجه مبهره. نجحنا بامتياز في تنظيم البطوله من اولها لاخرها، لكن ما كملتش الفرحه باداء وخروج المنتخب، ودي كانت متوقعه، وانا من الناس اللي كنت متوقع هذا الكلام وقلته. في ناس هجمتني وانت متشائم وانت وانت وانت، والنتيجه في الاخر طلع كلامنا صح، لان الواحد بيبص برؤيه مختلفه تماما عن اللي قاعد في المدرج او اللي هو قاعد عايز يتفرج على منتخب مصر. فمنتخب مصر اعتقد اللي هو كان ده الحدث الاكبر في 2019 بخروج المنتخب من جنوب افريقيا في دور ال 16. بس لكن طبعا على مستوى الانديه وارد جدا الانديه تخفق ويبقى فيها اخفاقات وانجازات والحاجات دي كلها، لكن اللي يهم جمهور مصر ككل هو المنتخب الوطني يعني. منتخب الاولمبي عوض. عوض ده. منتخب الاولمبي عوض. وعايز اقول لك حاجه يا محمد برضو، الضغط اللي اتحطوا فيه جهاز المنتخب الاولمبي واللعيبه، وشافت اللي حصل بعد اللي حصل لمنتخب مصر الاول، كان اصعب على ما اعتقد. اللي هو ده كان حافز ليهم. حافز ولا كان اصعب؟ لا 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 حافز. اللي واحد لما بيشوف حاجه حصلت قدامه، اخفاق حصل، فبيقول لك ده احنا لو حصل لنا كذا ممكن يحصل كذا، واخد بالك؟ بس هو مطالب بتعويض الاخفاق. ما كانش مطالب، هو يعني برضو خلينا واقعيين، الكره في مصر منتخب اول، منتخب الاولمبي ممكن ينجح ما ينجحش، شباب ينجح ما ينجحش، لكن ال 70% تقول منتخب الاول، لكن 30% دول عوضوا 70% باللي انت نظمت بطوله على مستوى عالي. نمره 2 جيل، خلي بالك بقى جيل، انا في تقديري وقلت هذا الكلام برضو وهنا في القناه بتاعتكم، قلت انا كن يعني في تقديري ان جيل المنتخب الاولمبي ده هو مستقبل مصر. ساعة لما حصل الهوجة واستقال اتحاد كرة القدم، وكل الإعلام وكل الدنيا كلها اتجهت اتجاه مين جاي مين جاي مين هيمسك منتخب مصر، والناس كلها اتشتتت. طب ما هو الجيل ده متواجد من 2013 وانا كنت موجود مع كبشة وغريب ساعات. الجيل اللي هو مثل المنتخب الأول، المنتخب الأول الجيل ده موجود من 2013. ما هي إنجازات هذا الجيل؟ بالرغم عشان في ناس هتقول لك ما هو وصل نهائي افريقيا مع الكاميرون ووصل كاس عالم، لكن في نقطه مهمه جدا، ما كانش مقنع للجمهور المصري اداؤه، اداء المنتخب ما كانش مقنع. الناس تقول لك احنا كنا بنكسب ازاي، بنلعب كره دفاعيه، الناس ما حستش حتى لما رحنا كاس العالم كان كل الناس تقول احنا رحنا كاس عالم. لما شافوا الاداء في كاس العالم رجعت برضو الكره المصريه ورا، بالرغم ان احنا وصلنا كاس عالم ما كانش في اقتناع. وبعد كده برضو يكمل هذا الجيل في أمم أفريقيا اللي اتلعب في السنة دي في شهر 6 لما اتنظمت في مصر. فأنا قلت يا جماعة خلاص الجيل ده من 2013 ما شفناش حاجة. بس وجهة نظر تانية يا كابتن علاء تقول إن الجيل ده رجعنا أمم أفريقيا 2017
بعد ما كنا بعيدين تماما اخر ثلاث بطولات بعد 2010، يعني ما لعبناش 2012 ولا 13 ولا 15. الجيل ده اهلنا 2017 إزاي؟ مع كوبر. ما ده اللي بقوله لك ازاي مع كوبر. مع كوبر مع كوبر اه. هل انت النهارده ان بص الاحساس بالاداء ومتعه كره القدم اللي انت تبقى مقتنع بفرقتك، انت كنت بتكسب وناس بتفرح ونص ساعه لك احنا كسبنا ازاي؟ ما كانش مقنع. شيل محمد صلاح ما كنتش هتبقى مش فرقه بصراحه يعني. بس كانت فلسفه مدرب. معلش عشان احنا قلنا عشان اللي بعديه يجي وحش اللي هو اجيري. فدايما ايه يقول لك الله يرحمه كان كويس. دي سمات الشعب. لما تكون في ايدك حاجه ما تحسش باهميتها غير الله يرحمه كان كويس وعمل لنا وسوينا بتاع. لكن بصراحه لا ده ولا ده كان مقنع. ولازم دلوقتي نقتنع كلنا ان هذا الجيل هذا هو اخره. مفيش مش هيدي. فانا قلت يا جماعه عندنا منتخب اولمبي. منتخب اولمبي ده بسم الله ما شاء الله كلهم بيلعبوا في انديتهم. طب اقول لك حاجه. انا بشكرات النادي الاهلي. مظبوط. والنادي الاهلي اول الدوري. ومن الفرق السنه دي بصراحه يعني الفرقه الوحيده اللي عندها اداء وعندها نتيجه. تمام. لان ساعات في بعض الانديه يقول لك انا محتاج نتيجه. لا النادي الاهلي عنده الاثنين. النهارده مين اصغر لعيب بيلعب في النادي الاهلي؟ رمضان صبحي. رمضان صبحي. عايز اقول لك حاجه غيابه فارق في اداء النادي الاهلي. تمام. مصطفى محمد في نادي الزمالك هداف نادي الزمالك وراس حربه كل الناس بتقول لك ده راس حربه مصر. فانت النهارده عندك النجوم بتوع الانديه هم منتخب اولمبي. فهمت وجهه نظرك. فاهمني؟ النجوم الانديه النهارده مدى تاثيرهم اصبح بقى واضح للناس. ايوه. ايه المشكله اللي احنا نقول يا جماعه نعلن للراي العام احنا هدفنا وبتحصل في دول العالم كلها. الجزائر اللي خدت بطوله افريقيا ما حصل لها دروبات زي ما حصل لنا فتره كبيره. فتره كبيره عملت ايه بقى؟ جهزت 24 لعيب على مستوى عالي جدا. ولو تلاحظ في بطوله الامم الافريقيه الجزائر الاحتياطي زي الاساس بالظبط. لو تلاحظ في مباريات كان بيقعد مجموعه كبيره وبيلعب الناس اللي هو الماتش الثالث لا رايح مجموعه كامله ولا بتشكيل تاني خالص. والناس كلها كانت خارجه منبهره بادائهم. ليه؟ صبروا وعملوا يعني حصدوا بعد كده. فاحنا النهارده انت يعني الناس كلها شايفه ان الموضوع مفيش يعني لسه الامور خلاص هو ده. وبعدين دي حاجه بتاعت ربنا. ما ساعات بيجي لك جيل يعمل اي حاجه يكسب زي الجيل بتاع بوتريكا ووائل جمعه وزيدان وشوقي ومتعب وجيل العظيم ده واحمد فتحي. الجيل ده كان بيكسب اي حد. تمام. فانت حظك الجيل ده كده. احنا نبص بصه مستقبليه الجيل المنتخب الاولمبي ده ونحط عليهم خمسه من الفريق الاول ونكمل المشوار ونعلن الناس وقفوا معاهم والحاجات دي كلها وندعمهم نعمل لهم فتره كويسه والحاجات دي كلها. بس الكابتن حسام بدري لما طلع واعلن جزء من الكلام حضرتك بتقوله الدنيا اتقلبت عليه. قال ساعتها الدوري لا يفرز عناصر مميزه مبشره للمنتخب في مراكز ممكن يكون فيها نقص او عدم تاثير في المنتخب الفتره الجايه او مش موجودين الفتره الجايه. الناس استقبلت كلامه ده ب كلامه واضح وكلام سليم. شايفه كلام سليم؟ طبعا كلام سليم وانا اتفق معاه. انا الحمد لله ما بخافش. كلام سليم لان انا مريت بالتجربه دي قبله وشايف ان فعلا في نقص. احنا عندناش سردباكات في مصر. مع احترامي للجميع ما عندناش سردباكات في مصر. طب خلال عام 2019 مفيش مدافع لفت انتباهك؟ كلهم زي بعض. كلهم اخطاء دفاعيه قاتله. على مستوى الدوري المحلي على مستوى افريقيا على مستوى البطوله العربيه اخطاء قاتله ما كناش بنشوفها زمان. كان في وحوش في السردباكات يطلع كور العاليه كلها كانت بتاعه طلع ضرب الكره بدماغه. لكن مفيش حتى لو محترفين بره مصر ما فيش. يمكن احسنهم احمد حجازي وبرده ليه ديفوهات برده كره على الارض بالسرعه برده بتلاقي ديفوه. لكن على مستوى الدوري لا ما فيش. هات لي باك ليفت في مصر هات لي اتنين في مستوى يعني بينافسوا بعض ثابت. ما فيش يعني عندنا في بعض الاماكن فيها عندنا عجز زي راس حربه. يعني مصطفى محمد انا السنه اللي فاتت لما راجل عن الاسماء قلت ازاي مصطفى محمد كان بيلعب بس ساعتها في طلع الجيش فكانت النظره بعيده شويه. تمام. مظبوط. لما راح نادي الزمالك ومنتخب مصر واول حاجات دي كلها طب ما كان موجود عندك سالفه. النهارده محمد مصطفى محمد بسم الله ما شاء الله تقدر تقول عليه راس حربه مميز. تمام. فاحنا عندنا بعض الاماكن في 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 في, في الجيل الحالي فيها ثغرات. يعني بامانه يعني بردك السردباك ده بالذات لما تيجي تفكر بقى للناس اللي كانوا موجودين في الاماكن دي لا كان في ناس عتاوله.
من ايام الله يرحمه ابراهيم يوسف، كابتن ماهر همام من احسن سردوجات كانت مصر، وائل جمعه، كان هشام يكن، كان عبد الظاهر السقا، كان وجيه سمير كان مونا في فتره، عماد النحاس، عماد النحاس، محمد يوسف، لا كانت كان اسماء تقيله. حتى هاني رمزي لما كان بيلعب سرد باك جه فتره معانا لعب سرد باك مظبوط تمام، فكان عندنا اسماء تقيله جدا في الامام، عبد الظاهر السقا وابراهيم سعيد، ما انا بقول لك حتى في الاجيال القريبه ابراهيم سعيد ما كل دول كانوا معانا، عبد الظاهر السقا وكمونه وابراهيم سعيد ويوسف وكان معانا كمان مدحت عبد الهادي، كان في اسماء تقيله. لكن انت النهارده صعب صعب، ديفوهات وكور بينهم جون وما بيعرفوش يغطوا، ما بيعرفوش يلعبوا كوره بدماغه، واخطاء قاتله ومست باص في لا 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 صعب. فده ده الوضع الطبيعي. يبقى احنا نقول ايه؟ نبص بصه على الناس الصغيره ونقول لمصر يا جماعه اصبروا على الناس دي، احنا بنعمل حاجه لبلدنا الجيل ده، وحظنا حلو هم خدوا البطوله. ليه بقى؟ لان البطوله دي هتعليهم كثقه وكحسوا بنفسهم والحاجات دي كلها، فالموضوع محتاج. لكن الله يكون في عون طبعا كابتن حسام، لان الموضوع صعب. وانا قلت يا جماعه اللي يجي يمسك منتخب مصر يفكر اللي جاي عايزين ايه. مش مجرد ان انا اجي امسك منتخب مصر وابقى يعني يبقى عنده خطه او يحدد اولوياته، والاتحاد يقعد معاه والاتحاد هو اللي يعرض يقول احنا شايفين كذا 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 كذا، هتشتغل على هذا الخط ولا مش هتشتغل، يبقى في اتفاق وتنسيق مع كلهم مع بعض يعني. طيب نبدا باول انجاز، اهو الانجاز الوحيد اللي حضرتك ذكرته في 2019، انجاز المنتخب الاولمبي في التصفيات المؤهله لطوكيو وتاهله الى طوكيو. المنتخب ده ازاي يقدر يستعد لطوكيو خلال الفتره اللي جايه لغايه 23/7 اول مباريات رسميه في طوكيو؟ هل ممكن يعمل معسكرات؟ هل ممكن يبقى في توقف للدوري؟ ازاي الانجاز اللي حصل وده الانجاز الوحيد في 2019 على مستوى الكوره، على مستوى الكوره ازاي يحافظوا عليه عشان يعملوا انجاز افضل في 2020؟ لابد من وضع خطه اعداد قويه، عشان هو رايح هناك لمدارس مختلفه بقى، مدارس اوروبيه، مدارس امريكا الجنوبيه، مدارس مش هيلاقي يعني مش هيلاقي المدارس اللي هو لعبها في بطوله افريقيا، هيلاقي مدارس اعلى. فلابد من ان هو يبقى يتحط خطه اعداد على مستوى عالي ويقعد بالتنسيق مع اتحاد الكوره. ومش عيب ابدا ان انا افضي كل شهر اربع خمس ايام للمنتخب الاولمبي يعملوا تمرينتين بمحاضرات بي 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 بماتش ودي ويرجعوا انديتهم تاني. مش عيب، وضع طبيعي ان انا اعمل اعداد دي فرقه انا شايف اللي هي مستقبل مصر، فيتحط اعداد كويس. ما نجيش بقى نعمل زي الفريق الاول ونيجي قبل بطوله الامم الافريقيه عملنا ماتشين يعني حاجه في يعني. بس ده لو حصل هيبقى مشكله في الدوري. الله، ما انت وقفت، عايز توقف، ما انت وقفت الدوري الفتره اللي فاتت دي كان لازمتها ايه بقى الدوري لما وقف المره اللي فاتت؟ ما هو وقف ساعه ماتش الاهلي والزمالك، ما هو وقف 55 يوم وفي الاخر المنتخب ما استفادش. صح ولا غلط؟ مش عايزين نرجع لقديم. يعني بس عايزين نقول ان كل الانديه لازم تساعد الاتحاد، والاتحاد يساعد المنتخب الاولمبي، لان فعلا انا متفائل خير جدا بالمنتخب الاولمبي. طيب لو المنتخب بيستعد لطوكيو، عندك استراتيجيه في اختيار الثلاث اسامي من دلوقتي ولا تستنى لغايه الدوره ما يخلص والموسم ينتهي؟ لا واضحين. واضحين حتى لو الموسم لسه شغال وما تعرفش المتغيرات اللي هتحصل. واضحين. زي مين؟ نمره لو وجهه نظرك كابتن علاء يعني. نمره واحد محمد الشناوي في حراسه المرمى. حارس مرمى؟ نمرة واحد. نمرة اتنين محمد صلاح. نمرة ثلاثة بقى أنا في تقديري الشخصي أحمد حجازي، لأن أنا يعني السردباجات في مصر مشكلة. تمام؟ نمرة يا إما هو يا إما حمدي فتحي في نص الملعب. إن شاء الله بإذن الله يكون موجود وجاهز. يبقى الحتة اللي هي العمود الفقري بتاع المنتخب. المنتخب. آه. بس اختياراتك رايحه اكتر للمنطقه الدفاعيه سواء حارس المرمى او الدفاع. لا طبعا، من الاخطاء اللي بشوفها في الدوري العام وبشوفها في الفرق، لا لازم ابقى حذرين جدا. ومش عيب ان انا ابقى حذر جدا في دفاعاتي وعندي قوه دفاعيه كويسه، لان انا عندي ناس بتعرف تجيب جوان. رمضان بيعرف يجيب جون، مصطفى محمد بيعرف يجيب جون، عبد الرحمن بيك بيعرف يجيب جون، ناس كتيره بتعرف تجيب جون. فايه المشكله؟ محمد صلاح كمان هيبقى موجود معاهم، اضافه قويه، طاهر محمد طاهر هيخش معاهم. فانا عندي قوه هجوميه كويسه. صلاح بس كاضافه. مش معنى كده بقى مش معنى كده بقى ان انا اسيبه ورا، لا ما ورا برده لازم يبقى فيه اهتمام بيها. طيب الكابتن شوقي ليه استراتيجيه في اداء الفريق او التكتيك بتاعه 3-4-3؟ حتى الدفاع عنده مش بيلعب على نظام التشتيت، لا بيبدا الهجمه من ورا. هل حجازي هيكون مناسب لطريقه اللعب ديت؟ اكيد بقى مع المعسكر معاهم وطريقه اللعب، وبعدين ده راجل محترف، هتقول له يعمل كذا حاضر، يعمل كذا حاضر. زي محمد صلاح، اعمل العب هنا حاضر، العب هنا حاضر، عندك امكانيات بتقدر تادي. بس اساس الـ الموهبه موجود. واحنا النهارده طب دجله
مش كلها بتلعب من ورا والناس كلها انبهرت. هو طب دخل فيها كام جون من السنه اللي فاتت لغايه النهارده؟ جوان كتير وبيخسر ومتمسك برايه. ما انا بقول لك يعني ايه، لازم يبقى في عقلانيه شويه في الفكر يعني. طيب 2019 بالنسبه للمنتخب الاول كان في اختلاف ما بين اجيري وحسام البدري. بدايات اجيري وتحديدا في 2019 هو كان داخل على بطوله الامم بتفكير مختلف عن الطريقه اللي لعب بيها البطوله، لان البطوله بقت في مصر عكس البطوله كانت بره مصر. البطوله خدنا قرار بان هي تيجي في مصر امتى؟ شهر واحد او شهر اثنين؟ كان شهر واحد او اثنين في الحته ده كابوس بالنسبه له. واخد بقى هيلعب بره ولا حاجات كلها. اول ما عارف البطوله في مصر فكره غير كله فكره كله. بالظبط، ودي مشكله. بص يا محمد، من اول ما اعلن اسماء المنتخب وانا فقدت الامل، لان الاسماء اللي اتحطت يا محمد فعلا تدل على ان هو راجل فاشل. ولا تغيير تفكيره نفسه هو اللي خلاه عنده دربكه تفكير؟ ما هو يعني ادم وصل للمرحله اللي حضرتك بتقول عليها دي، يبقى هو مش كويس. اصل فيش مدير فني بيرتبك. بترتبك ليه؟ ما انت هتلعب الماتشات، هتلعب الماتشات. النهارده قلب به في كره القدم، اللي انا بحط على انا عندي 18 فرقه في الدوري الممتاز، شوف بقى بكام لعيب، بكام لعيب محترف. ده انت عندك كنز، طب ما تقدر تاخد ده وده وده. الاسماء تبص على الدكه، واحد ينزل يغير نتيجه ولا واحد ينزل يسد لك مفيش حاجه خالص. انت اخترت على اساس. فانا لما شفت الاسماء وتوقيتها والحاجات دي كلها قلت لا، ما كل سنه طيبين بقى صعب. طيب. وقلت هذا الكلام يعني. بعد تغيير اجيري وجي كابتن حسام بدري بعد بطوله الامم بس بحوالي شهرين ثلاثه، يعني البطوله خلصانه، احنا خرجنا شهر من سبعة. اول سبعه شهر سبعه الصيف. كابتن حسام تم تعيينه في شهر 10 تمام، بعدها بثلاث شهور. هل اختيارات كابتن حسام في بدايه معسكر المنتخب الاول شبيهه باختيارات اجيري، ولا حسيت ان في فلسفه ثانيه؟ هيزعل منه حسام؟ حسام اخويا وحبيبي يعني. لا، اختيارات وحشه. ليه بقى؟ لازم انا لما اجي اعرف انا جاي ليه؟ وايه سلبيات الفتره اللي فاتت؟ هو حسام بدري جه منتخب مصر ليه؟ عشان الجهاز اللي قبله مشي. الجهاز اللي قبله مشي ليه؟ عشان فشل في الفوز بالبطوله الافريقيه. بسبب ايه؟ واحد اثنين ثلاثه تمام؟ النهارده الجمهور المصري خرج من بطوله امم افريقيا كله يقول لك بلاش النني، عبد الله السعيد لا، سعيد عبد الله ما كانش موفق بصراحه يعني. مين احمد حسن كوكا؟ هو جايب فتره كبيره ومش عارف يجيب جون وبتاع. فانت النهارده انت بتبتدي المشوار بتاعك بنفس الاسماء وبتلعبهم في اول ماتش ودي والنتيجه كانت سلبيه، فانت النهارده فقدت كتير تعاطف الناس على الاقل في البدايه. ايوه، هنا بقى كان لازم حسام يلعبها احسن من كده. كان لازم هو حتى لو في دماغه الناس دي ما كانش في الاول. طب كان هيجيب مين؟ ان في نفس الوقت مع العناصر الواعده اللي في المنتخب الاولمبي موجودين مع الكابتن شوقي غريب. في كان اسماء يقول لك انا بجرب، او كان في اسماء كتير. في مش خد حمدي فتحي، وجهه النظر الاخرى مش هو في مش خد حمدي فتحي، وكان عنده عمرو السوليه، وكان عنده دونجا بتاع بيراميدز، وعنده تمام. طيب ما كنت ابتديت بيهم على الاقل، لو كنت عايز تلعب الناس يلعبهم اخر 10 دقايق اخر ربع ساعه، لكن ابتديت بيهم، دي اللي عملت الدروب. فدي كانت برضو حته يعني مش مظبوطه يعني. بس على الله كابتن حسام اكيد الفتره اللي فاتت يعني كلنا بنتعلم، يكون خد الدرس من هذا الكلام، ولازم يعرف ان النتائج بالنسبه لجمهور مصر مهمه، لان احنا ما قلناش لجمهور مصر احنا بنعمل فرقه جديده. لو كانت قالت الجمله دي من الاول كانت الناس صبرت، لكن انت دخلت بنفس الفكر ونفس البتاع ومطالب بنتائج ومطالب ومطالب ومطالب. طيب على مدار عام 2019 لو بنبص في القوام الاساسي لمنتخب مصر ما اختلفش كتير. مجموعه بندور في فلكها بقالنا فتره كبيره جدا، وحضرتك ذكرت حتى جيل 2013. طيب مين ابرز اللاعبين اللي فرض نفسه على منتخب مصر خلال هذا العام بخلاف محمد صلاح؟ انا شايف سيبك من منتخب اولمبيا، يعني بنتكلم على الكبار. المنتخب الاول انا شايف حمدي فتحي، رغم ان هو جاي في المتر الاخير، بس حمدي فتحي هو وعمر جابر كانوا نجوم بدايه الدوري. كانوا عاملين بدايه الدوري في اول خمس ست ماتشات بصراحه، يعني كانوا هم النجوم بتاعت الدوري. تمام، فده كان فرص كويس. انا شايف ان محمد فاروق بتاع بيراميدز ماشي كويس قوي. عبد الله جمعه كان ماشي كويس قوي، ومعرفش، انا شايف ان الموضوع بيهرب منه في المنتخب بقى. كان مشكله في المركز الظهير الايسر. تمام، كان ماشي كويس.
يعني دول انا في اعتقادي ان هم دول كانوا الابرز في الدوري المصري. ومش عايزين، مهم جدا محمد، ان احنا مش عايزين نرجع لورا. النهارده عبد الله السعيد من ماشي كويس قوي قوي، بس لازم نعرف ان عبد الله السعيد هو نجم، النجم المحلي خلاص حاليا، النجم المحلي هو ادى رسالته تماما على المستوى الدولي وعمل اللي محدش عمله ولعب وكسب وكل حاجه. بس اخر حدثين ساب انطباع سلبي. خلاص كاس عالم وام افريقيا في مصر. وام افريقيا، فلازم نبص عن اني برضو ما نخدعش في الدوري. انا معجب جدا بعبد الله سعيد وبحب ستايل لعبه، وهو لعيب عالي جدا، لكن انا ببص لان انا اشتغلت على مستوى الدولي واشتغلت على مستوى المحلي بالزبط. فعارف يعني ايه. تمام، لا اشتغل، اعمل صغر نزل انزل بمتوسط الاعمار واعمل فرقه بحيث اللي هي تساعدك، وان شاء الله بعد منتخب الاولمبي يخلص المهمه بتاعته هيبقى الامور في شهر 7 الجاي. هتبقى الامور بالنسبه لك متاحه. طيب، من الامور السلبيه وده نتيجه اداء المنتخب الاول او حتى الاولمبي في الفتره السابقه، التصنيف. يعني التصنيف في بدايه 2019 كان تصنيف جيد نوعا ما، بلسه يعني بنستثمر انجازات كوبر مع منتخب مصر على 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 قصه النتائج، فكان التصنيف متقدم. واحنا بنختم عام 2019 تراجع التصنيف بنسبه كبيره جدا، بين حتى في المركز السابع افريقيا، المركز الثالث او الرابع عربيا. حاجه و60 او حاجه و50 على التصنيف الدولي. التصنيف تراجع كثيرا. هل في 2020 مع الماتشات الرسميه مع تصفيات كاس العالم تتوقع بقى بالشكل الجديد للكابتن حسام مع المنتخب الفتره الجايه؟ اتوقع ممكن نتقدم في التصنيف ولا التصنيف هيفضل متراجع؟ لان التصنيف ده تاثيره هيبقى علينا اكتر في 2022 في المرحله الاخيره. لا لا، اتوقع اللي هو هيزيد في 2020. بص كابتن حسام بالصغير، حسام شاف السلبيات الفتره اللي فاتت وشاف وحس وقرا وفي انتقادات، وفي لازم يتقبل الانتقادات لان الانتقادات ممكن تبقى في صالحه. تمام، تصريحاته كانت سريعه في التوقيت الحالي، وبيتكلم عن الدوري ومفيش نجوم بيتم افرازهم من الدوري بشكل كويس او في مراكز فيها نقص. هي فيها شيء من العصبيه شويه، لكن انا بتفق معاه. انا قلت لك اول ده بتفق معاه، شيء من العصبيه. شيء من العصبيه كان ممكن يعني ايه تتقال واحده واحده، بس هو تك 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 حسام. لا احنا كلنا معاه، وان شاء الله ان شاء الله يتدارك الفتره اللي فاتت دي، و 2020 ان شاء الله. ان انا بقول لك 2020 اصلا ساعتين ثلاثه وتمشي، ساعتين ثلاثه 2019 تعال حتى اختصرنا الاسم هنا 2020 2020. احنا اجدع ناس 2020 2020 السنه تخلص بسرعه. طيب، المنتخب الاولمبي في 2019 التركيز عليه في الاستعدادات ما كانش واضح قوي. هل شفته قبل التصفيات الافريقيه المؤهله لطوكيو ولا فوجئت باداء الفريق؟ لا ما فوجئتش، لان انا بص الكلام بيعيد نفسه. في مصر حاجتين، منتخب والدوري الممتاز. تمام، تقول لي بقى منتخب اولمبي، تقول لي منتخب شباب، تقول لي مش عارف منتخب شاطئيه، مش عارف ايه. هو فيه هو التركيز كله التركيز على المنتخب كله. الاول والدوري الممتاز. تمام، فالمنتخب الاولمبي شغال وعمل ماتشات وديه كتير وعمل تجمعات وعمل وعمل، وفي اختياراتهم حسيت ان اولا هم كانوا مش هقول محظوظين، لكن كان موفقين في اختياراتهم. الجهاز كله كان موفق في اختيار للعيبة، لان يعني اللعيبه كلها بتلعب فريق اول في انديتها، كل اللعيبه وده حظ، يعني حظ كويس للجهاز الفني كمان. بالظبط، تمام، فحظ وحظ كويس. وهم دي كانت في صالحهم، اللي هم خدوا اللعيبه دي لعبوا اللي لعب تحت ضغط افريقي وضغط عصبي والحاجات دي كلها. فاعتقد ان هم الظروف ساعدتهم في، وهم كانوا موفقين في الاختيارات. احنا زي ما قلت الاجيري ما كانش موفق في اختياراته نهائيا. مظبوط، ما هو ده بقى فرق بين واحد واحد. وفي واحد زي كبشه وغريب كان موفق في اختياراته للجهاز بتاعه، للعيبه بتاعته، في البطوله يعني. في البطوله. طيب، ننتقل للحديث عن النادي الاهلي. والاهلي في 2019 ما بين ايجابيات وسلبيات واداء مميز جدا في مرحله معينه، ثم تراجع، ثم جهاز فني جديد عامل اداء مختلف خلال الثلاث شهور منذ سبتمبر حتى شهر ديسمبر. النهارده بنختتموا اليوم الاخير النهارده في 2019. شايف الاهلي حصاده في 2019 كان ازاي؟ النادي الاهلي حصاده بطولتين، الدوري والسوبر في 2019. مظبوط، تمام. النادي الاهلي وسوبر 2017 2018. بس اتلعب فين؟ في 2019 بس كده. مظبوط. النادي الاهلي لو جينا اتكلمنا على 2019، نتكلم من اول يناير، من اول 1/1 يعني 2019،
النادي الاهلي اداؤه ما كانش مقنع لجماهيره، وكان في دروبات كتير، و يعني برضو كان في غلطه اعلاميه كبيره جدا، ان كان بينه وبين نادي الزمالك بنات كتير، بس ما حدش عايز يبص على الخانه، ده لعب قد ايه وده لعب قد ايه. كان النقط لصالح الزمالك بس عدد اللعب الاهلي كان اقل من الزمالك كتير. بكتير. لما تيجي تحسبها بالورقه والقلم، عدد الماتشات لو النادي الاهلي كسبها يعدي وعدى. لا بقى بكلمك في الاول، في الاول في الاول تمام. دي تيجي تحسبها، النادي الزمالك ما لعبش النادي الاهلي لماتشين في 2019، الماتشين دول بسته بونت، لما انت بتوقف المنافس بتاعك وانت بتقطع عليه بسته بونت، واخد بالك، ولسه عدد الماتشات. بس الناس راحت في اتجاه ان ده في اسبوع من الدوري كان النادي الاهلي قبل الاخير باين، ولا قبل الاخر باثنين ما لعبش. واصلا الاهلي ما لعبش، يعني الفرقه كلها كانت لعبت حوالي 8 9 مباريات في الدوري، والاهلي ما لعبش غير مباراتين ثلاثه. بقول لك نتيجه البطوله الافريقيه. وانا بقول لك يعني ايه، دخلنا ده برده كانت غلطه كبيره جدا، كان ما تعملش الدوري، ما تعملش الجدول. بس كانت غلطه مقصوده من البعض، ما اعرفش بقى. ما لكن انا كنت اصلا ساعتها كنت ماسك المولين. انا كنت ساعتها كان معايا فرقه المولين، وكنت بعاني من هذا الموضوع. انا كان لسه لي 3 مباريات والمولين والموقف ومش موقف، وكنت بلعب عشان فكرت فيها بشكل موضوعي. عشان المولين بقى، وكنت بلعب بناشئين، وكنت بلعب بلعيبه جايه الدرجه الثانيه، قلت وهياخدوا وقت لغايه لما يقفوا على حيلهم ونبتدي نشق طريقنا. فحسيت يا جماعه طب فما لسه 3 ماتشات 9 بونت، يعني 3 بونت خلوني اعدي فوق. ده المراكز وقتها انا فاكر لو انت كسبت بدل ما تبقى في ال 15 تبقى في السابع والثامن. بلا بقول لك ماتش واحد. فالاهلي عاش في صراع البناط والدوري بيروح مش عارف وهيفضل ايه في الدرجه الاولى، والحاجات حاجات صعبه شويه. فلكن نقدر نقول في الفتره اللي كان فيها دروب في اداء النادي الاهلي، الظروف كانت بتضغط عليك جامد، زي مثلا خروجه من البطوله الافريقيه تمام. وكان قبليها طلع من الادوار الاولانيه في النسخه بتاعت البطوله العربيه كانت 18 19 مزبوط. بس هو الاهلي خرج من 2018 ما في ماتش الوصل تمام. خروجه من البطوله العربيه، خروجه من الامم افريقيا، فالظروف دي خلاص في تقديري انا ما فيش غير بطوله الدوري العام، وده كان التحدي. هي دي بقى كانت التحدي فعلا، لانها كانت بطوله كبيره. فاعتقد ان بطولة الدوري العام كانت أكبر مصالحة لجماهير الكرة الأهلوية في مصر. ونهاية وأخذ النادي الأهلي الدوري في 2019 وتغيير الجهاز الفني كان له دور كبير جدا جدا في اللي الأهلي وصله دلوقتي. إن هو ابتدى الموسم بثقة كبيرة جدا للاعيبته، خدت الدوري، زي تغيير فكر الجهاز الفني. وأنا بنتهز الفرصة إن أنا يعني الجهاز الفني ده له دور كبير جدا، لان انا قلتها قبل كده برضو بس احب اقولها في البرنامج، ان بقياده فايلر. لان لما تيجي تبص لفرقه النادي الاهلي دلوقتي، لما تيجي تتكلم على الفرقه، هنقول الشناوي، هنقول احمد فتحي ومحمد هاني، هتقول ايمن اشرف، هتقول معما سعد سمير، هتقول رامي ربيع، هتقول تمام. مين الوحيد اللي دخل جديد؟ افشه. برافو عليك. تمام، لو بنبص على التشكيله لا افشه الوحيد اللي دخل تمام. طب الفرقه دي كلهم كانوا حتى جايه كان بيلعب السنه اللي فاتت، والناس كانت في زياده تمام، كلهم كانوا بيلعبوا. طب ايه الفرق ما بين اداء النادي الاهلي الفتره اللي فاتت واول ما الراجل ده جه؟ لا، في اختلاف. معنى كده ان انت لازم تقف هنا تقول ايه، لا في حاجه اتعملت، في فكر وصل للعيبه، في لعيبه، في اضافه دخلت. ايوه، في اضافه دخلت، ما تعديش مرور الكرام، لان انا بقيس اللعيبه دي هي اللعيبه اللي لعبت بالظبط. طب ايه اللي حصل تمام؟ لا، في حاجه طورت ادائهم. والنهارده لما تيجي تقول النادي الاهلي، انا بقولها لك بصراحه، النادي الاهلي الوحيد السنه دي تقدر تقول عليه اداء زائد نتيجه. يعني في انديه يقول لك ايه، انا يهمني بس احصد نقاط. فالكلام ده بيفقد او بيسلب منك متعه كره القدم. متعه كره القدم في الاداء وفي النتائج. النادي الاهلي ممكن يكون وقع منه مثلا اشواط معينه، ربع ساعه، تلت ساعه، لكن في المجمل طبيعي، في المجمل لا، الاداء موازي للنتيجه. فعشان كده انا بقول لك يعني
انا طول عمري بقول كده، بقول انا احب اتمتع بكره القدم. طيب انا معايا تليفون حد قريب منك وحبيبك قوي. مين؟ نجرب الصوت. يلا ماشي. احنا هو في الساعات الاخيره من 2019 اختبار. يلا لسه ساعتين. لسه ساعتين. قول الو يا كابتن علاء. الو. الو. ايوه حبيبي يا علاء. هو مش بعيد قوي. اه كابتن ماري همام، انت سامعني بقى؟ حماده صدقي يا حبيبي. حماده صدقي معايا. حماده صدقي. اه احمد، ازيك يا حماده؟ ازيك على اخبارك يا حبيبي؟ ازيك يا حماده، الف الف مبروك يا حماده. الله يبارك فيك. و محمد كابتن حماده ازيك ومنور الدنيا وسعداء بجد بتجربتك مع الهلال وعامل مفاجاه جميله في ملعب رادس. ولعت المجموعه حماده. ايه يا حبيبي؟ بقول لك كابتن علاء ولعت المجموعه. يعني طب ما كل واحد بيجتهد يعني عشان يوصل لاي حاجه ان شاء الله، ربنا يكرمنا باذن الله ونصعد باذن الله ان شاء الله. لا والله حماده انا سعيد جدا، وكنت سعيد لان يعني كنت مصمم ان انا اتكلم معاك فعلا، لان انا سعدت باداء الفرقه جدا الماتش اللي فات، اللي انت كنت لسيرك وفكرك في مع الفرقه، ودي حاجه بتسعدني لان انت من جيلي ودايما طول عمرك يعني راجل جميل ومدرب جميل، ودي بدايه حلوه قوي يا حماده، وان شاء الله يا رب تكمل على خير وعندك ماتشين. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يوفقك يا حماده ونسمع عنك كل خير يا رب ان شاء الله. يا رب يا كابتن، ربنا يخليك على اسلام يا حبيبي. الله يخليك. كابتن حماده يعني 2019 بالنسبه لك هي كانت في الرمق الاخير في اللحظه الاخيره، مباراه النجم الساحلي، انطلاقه مختلفه وتعويض لك حتى على المستوى التدريبي لما حدث خلال هذا العام. ما فيش حاجه الحمد لله، الامور كلها عندي يعني كان بالنسبه لي عام 2019 كان عندي هدف في الجونه والحمد لله اتحقق بنسبه 100% اللي هو البقاء في الدوري، واصعب دوري اتعمل، مش اقوى دوري، بقول اصعب دوري. اصعب دوري يعني في حياتي اللي انا شفتها في الدوري المصري ده كان اصعب دوري. يعني انت لغايه قبل انتهاء اخر اسبوعين في حوالي 12 فرقه مش عارفين مين هيهبط. حقيقي فعلا كان دوري صعب جدا بمعنى الكلمه، ودوري طويل ودوري صعب. فاللي كان بيقعد من الفرقه الصغيره قدر يقعد حقق انجاز كتير، وكان المطلوب مني ان انا اقعد في الدوري والحمد لله تحقق قبل ما ينتهي باسبوعين، فده كان بالنسبه لي تحقيق هدف كويس جدا. فما فيش حاجه تعويض عن حاجه يعني الحمد لله، دي مرحله وانتهت، وكنت عامل قعدة دكتور مع الجونه، وبشكر الناس كلها طبعا على المجهود اللي عملوه معانا عشان الفرقه تقعد. وطبعا مش المجهود حماده لوحديه، حماده والجهاز الفني واللاعبين والاداره اكيد ليهم دور كبير في بقاء الجونه، وده اتحقق الهدف بنسبه 100%. انتهى العقد، جالي حاجه ثاني الحمد لله، تحد جديد بقى، الواحد بيحاول يجتهد ويشتغل في مكان في تحدي جديد، يعني انت في الدوري خلاص، وجالي الحمد لله جالي اكثر من فرقه في الدوري ممتاز، ولكن لما جالي التحدي الخارجي دوت مع فريق كبير زي الهلال طبعا لا رحت هناك على طول، وربنا يوفقنا في التحدي الجديد يا رب ان شاء الله. طيب ايه اللي عملته في المده القليله دي مع الهلال السوداني عشان يلعب مباراه كبيره مع النجم الساحلي، وده تفوق لاول مره للهلال على الاراضي التونسيه مع النجم الساحلي في رادس، بس هو مش تفوق للكابتن حماده يعني مش اول تفوق ليك على جريده، دايما في المواجهات المباشره ما بينك وبين جريده دايما متفوق على جريده في كل المباريات. يعني الحمد لله، مع اني انا يعني ما بصدقش قوي في الحاجات دي، لكن التجربه مع الهلال يعني خلال الاسبوعين في فرقه تخشها كده تحس انت في قبول بينك وبين اللعيبه، بيفهموك بسرعه، بيسمعوا الكلام، ده ساعدني بشكل كبير جدا. ربنا وفقني ان انا قدرت اعرف قدرات اللعيبه بسرعه، ولعبت على الحته دي على الواقعيه شويه معاهم يمكن، والتوفيق من عند ربنا طبعا، ربنا وفقني في بعض حاجات في التشكيل في الاختيارات في طريقه اللعب موجود. طريقه اللعب كمان قويه جدا، النجم عندها اكثر من حل في كل مناطق الملعب، فريق قوي جدا، وكان التوفيق معانا ازاي وقفوا كويس، دافعنا طريقه دفاعيه بحته طبعا في الاول، وبلعب على فرصه واحده يعني طول المباراه عايز استغل حته واحده بس اهم حاجه ما يبقاش عندي مساحات اشتغل فيها. اكيد ربنا وفقنا الحمد لله. ولعبت النجم بنفس طريقه اداء النجم على فكره لما بيلعب خارج تونس. والله انا بص انا جبت ماتشاته كلها، الماتش اللي لعبه في بلاتينيوم لعب ضغط من قدام، ما لعبش زون ديفنس تمام، بس هو بيغير في طريقه لعبه في اكثر من سيناريو بيعمله اثناء المباراه، يعني لما بيجي في جوان بيرجع يلعب ديفنس، لما عايز يكسب بيلعب ضغط من قدام، فالضغط من قدام بيعمل مساحات كبيره في فضاء
ظهر في المنطقه الخلفيه ورا. بالظبط كده. فانا والتوفيق من عند ربنا، اللعيبه نفذت بشكل كويس ومعاهم التوفيق الحمد لله. لا وروح كمان يعني، طريقه لعب وروح فريق الهلال، انا شفت روح غير طبيعيه للعيبه بصراحه طول ال 90 دقيقه. جيد المباراه، التحضير كان جيد جدا للمباراه. تحضير نفسي كمان. طيب حسابات كابتن حماده، لان دلوقتي المجموعه اصبحت متشابكه، وحتى موقع الاتحاد الافريقي وصف المجموعه بانها المجموعه الاشرس والاصعب، رغم ان الكل كان بيتوقع انها مجموعه في المتناول بالنسبه على الاقل حتى للاهلي والنجم، لكن بعد الثلاث مباريات لا، المجموعه بقت متشابكه والحسابات بقت معقده ما بين الثلاث فرق. تمام، يعني كل واحد عنده طموح زي ما قلت من الثلاث فرق، يعني كان الاول الناس كلها مرشحه الاهلي، لكن النتيجه المفاجاه اللي حصلت دي غيرت الحسابات كلها. اكيد كل واحد يجتهد ويسعى الهدف، انا عايز اوصل لاخر مشوار في البطوله، ده اجتهاد بنسعى فيه، يعني ربنا وفقنا فيه وفقنا وفقناش برضه الحمد لله، ادينا بنسعى مع نادي كبير مش صغير، عنده جماهيريه كبيره، قاعده كبيره جدا في السودان، نادي كبير في قوه جماهيريه معانا، هنستلم ده ان شاء الله في ماتشات اللي في ملعبنا، ماتش النجم ماتش الاهلي عندنا بره بلاتينيوم، فان شاء الله نقدر نوصل لابعد مكان باذن الله بالمجموعه. كابتن علاء يعني محتاجين نروح لكابتن حماده اخر جوله، احنا مخلصين وهو مخلص. وهو بص انا 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 في التقدير الشخصي يا حماده ان النادي الاهلي والهلال ان شاء الله اللي هم اللي هيوصلوا. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، وموفق يا حماده دايما ان شاء الله، لانك انت بتستاهل كل خير بجد يعني. كابتن حماده الله يخليك، كابتن حماده صدقي انا بشكرك، وان شاء الله سنه 2020 تكون انطلاقه مختلفه بقى على المستوى الافريقي وعلى المستوى التدريبي ان شاء الله. حقق نجاحات مع الهلال شبيهه حتى بالنجاحات اللي حققتها في الجهاز الفني لمنتخب مصر في وجود الكابتن حسن كمدير فني في فترات سابقه ان شاء الله. ربنا يخليك يا عم، نستاهل ذوقك. شكرا جزيلا كابتن حماده صدقي المدير الفني لنادي الهلال السوداني وابن النادي الاهلي، اللي بالتاكيد ان شاء الله تجربه تكون قويه مع الهلال في البطوله الافريقيه القادمه. دي من الانجازات الطيبه بصراحه، يعني اسم مصري موجود في البطوله الافريقيه. اي حد بيشتغل بره وبيعمل اي انجاز بيبقى كويس قوي، بالذات اللي شغال بره، يعني لما تيجي تحسب الناس اللي شغلت بره قليله في مصر. حقيقي. يعني مثلا انا وكابتن جوهري، حسام حسن اشتغل بره مصر، حسام البدري اشتغل بره مصر، حماده صدقي اهو، طارق العشري في ليبيا، في الامارات بقى عندنا تجربتين، يعني في او في دوري في عمان في كابتن عظيمه، محمد عظيمه في مصر، او في ايمن رمادي، ايمن رمادي في الامارات، مع اكتر من نادي حتى الفتره الاخيره. فالواحد بتبسط لما يعني، لان كانت زمان كانت المدربين المصريين متوغلين في، لكن دلوقتي بقت العمليه محدوده اهو. بالظبط كده، وكابتن كشري كمان مع منتخب جيبوتي. لا في حد قال لك في حد غششك؟ حد غششك بالتجارب الافريقيه. وعلى فكره كابتن شريف الخشاب كمان مع منتخب شاد. وشريف الخشاب مع منتخب شاد. وكابتن مين تاني؟ من الزمالك. من النادي اشتغل بره ممكن في السودان؟ كان في مع سيراليون حاجه زي كده. والكابتن طارق عبد العليم مدرب حراس المرمى في تونس، ده مقيم هناك. وفوزي ماير في قطر، ده مقيم بالظبط مع المنتخبات والحاجات دي كلها. بالظبط صح، ربنا يوفقهم ان شاء الله. الجاي يكون احسن حتى لكل المدربين المصريين سواء في مصر او خارج مصر ان شاء الله. طيب مشوار الاهلي، كنا بنتكلم في فكره ان البطوله الافريقيه الدوري العام والتطور اللي حصل في اداء الاهلي يعني مع فايلر. نهايه البطوله اللي خدها بطوله الدوري العام وتغيير الجهاز الفني بالفكر الجهاز الجديد، بالرغم ان حصلت هوجه اعلاميه على مين اللي جاي ده ومش مين، ودخلنا درس احنا دايما عندنا سرعه في الحكم على اي حاجه، وبنحكم بالورقه والقلم، ما بنستناش نشوف الملعب. لا اصل ده ما اشتغلش في افريقيا قبل كده. طب ايه مش ما اشتغلش في افريقيا؟ اصل ده لا، ده كان جاي راكب بيزنس، مش راكب يعني اي حاجه ممكن تطلع لك، واخد بالك؟ تمام واخد بالك يا جماعه، اصبر اصل يعني وضع طبيعي. ما انت جبت مدربين كبار قوي. انا 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 في تقديري الانديه المصريه هي اللي بتعمل مدربين حقيقي، مع احترامي لمانويل جوزيه والسمعه اللي خدها. مين اللي عمل مانويل جوزيه؟ النادي الاهلي صح ولا غلط؟ مين برضو كان من اسماء الكبيره او الاجانب اللي جم وعملوا يعني الانديه المصريه هي اللي بتعمل اسم. وبعدين الراجل يعني عجبني جدا اللي هو ساب كل ده ورا ظهره واشتغل واشتغل واشتغل، واقف على الخط هادي جدا، لا بيتعصب ولا ولا ولا، وواضح جدا
شغله واضح جدا. يعني هيقول لك بس الشوط الثاني بتاع المدربين، اصل الشوط لا الشوط الاولاني بتاع المدربين والشوط الثاني بتاع المدربين وبين الشوط الثاني بتاع الشوط المدربين. يقول لك لا الشوط الثاني بقى ده بتاع المدربين. طب والشوط الاولاني بتاع مين؟ خلاص من الجهاز الفني يجي على الشوط الثاني بقى. الجهاز الفني يجي على الشوط الثاني ما يروحش ده جهاز ده جهاز. ما فيش شويه مصطلحات كده بتطلع. لكن في الاخر لازم تدي العلامه للراجل ده ان الراجل ده فعلا وصل. لان اصل انا ضد بحب قوي اتفرج على ماتش كوره حلو. انا ضد ان انا الثلاث نقاط اهم من الاداء. ثلاث نقاط اهم من الاداء ده مصطلح طلع ايام كوبر. تمام. الثلاث نقاط اهم لغايه لما الواحد زهق. لا انا عايز اتفرج على فرقه كوره بتلعب بتلعب كوره يجي فيها جون مش مشكله بس اجيب جون واثنين وثلاثه طيب. مين المدافع اللي كنت تحب تتفرج عليه وبيلعب كوره كويسه بيبني هجمه هيدرز؟ انا عن نفسي متعاطف جدا مع جيلي. انا جيلي اللي كنت بتمتع بيه الله يرحمه كان احسن اثنين في مصر لعبوا جنب بعض. كان الله يرحمه ابراهيم يوسف وكابتن ماهر همام. كابتن ماهر همام، ماهر همام ده يعني صخره الدفاع في مصر، مش في النادي الاهلي بس في مصر. امنيه ايه واحنا بنختم 2019 معاك على التليفون الكابتن ماهر همام؟ حققت لي كل حاجه. كابتن ماهر كل سنه وانت طيب يا محمد. كل سنه وانت طيب يا كابتن ماهر. تمام الحمد لله بخير. كابتن علاء بيرحب بيك طبعا وقال بالمس على كابتن علاء مسئول. كل سنه وانت طيب علاء. ازيك يا ماهر؟ كل سنه وانت طيب يا كابتن ماهر. كده يا رب في احسن حال 2020 ان شاء الله. ان شاء الله. احنا كنا قاعدين بنتكلم على يعني المدافعين حته السردباكات في مصر، فكنت بتكلم بقول يعني الاجيال القديمه دي كان فعلا مستوى السردباكات على مستوى عالي جدا جدا بصراحه. يعني اخرهم الجيل اللي فات اللي هو كان وائل جمعه بيلعب فيه في الجيل اللي فات. تمام. فانا مقتنع تماما لان انا لعبت معاك كنت بشوف ادائك يا كابتن ماهر. وبعدين في احصائيات لازم الناس تعرفها. على اعتقد ان انت المدافع السردباك الوحيد اللي ما خدتش ولا انذار ولا كارت احمر صح؟ بالظبط. ازاي يا كابتن؟ الناس ما تعرفش الكلام ده. والله سردباك. لا واقول لك على حاجه، وفي افريقيا في وسط التحكيم بقى الافريقي والاحداث اللي بتحصل بره. محمد اولا طبعا بعيد عليكم، وبعدين انت معاك انت 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 معاك هداف المونديال يعني علاء نبيل هو اللي وصلنا مونديال 84 لوس انجلوس. الله يخليك يا كابتن ماهر. الله يخليك. طبعا الهدف الشهير اللي في مصر هنا في مباراه الجزائر على علاء نبيل. الله يخليك يا كابتن ماهر. وبعدين كمان محمد علاء من صاحب فكره الدفع بالناشئين في قطاع الناشئين. اول واحد لما كان ماسك قطاع الناشئين اول واحد كمان دفع بالناشئين. المجموعه اللي انت شايفها اللي هي بتحقق انجازات النهارده مع المولين، يمكن علاء كان صاحب فكره الدفع بالناشئين بشكل جيد ان هو كان رئيس قطاع الناشئين خلال فترة لمدة سنتين. مظبوط. فعلاء من الشخصيات المحترمة جدا وحبيبي واخويا وعشت. الله يخليك يا كابتن. عايزين نستنسخ واحد زي ماهر همام يا كابتن ماهر. عايزين نستنسخ. عايزين نستنسخ واحد زيك يا كابتن ماهر. انا عايز اعمل عادين ثلاثة محمد. انا عايز ارجع العب ثاني اعمل عادين ثلاثة. عايز اعمل عادين ثلاثة. الفرصة اللي موجودة فيها دي. بس على مدار مشوارك دايما مع النادي الاهلي او حتى مع المنتخب ما فيش ولا انذار الحمد لله. لا الحمد لله محمد. يعني الكلام اللي قاله علاء ده حقيقه. يعني انا عايز اقول لك ان انا اللاعب الوحيد اللي في تاريخ الكره المصريه ما خدتش انذار ولا كارت احمر بالنسبه للدوري المحلي او المباريات الافريقيه او المباريات الدوليه. المباريات الدوليه. يعني انا لعبت يمكن اكثر من 10 سنين دولي على مراحل سنيه ومع المنتخب الاول، ولعبت اكثر واحد لعبت في افريقيا مع النادي الاهلي. الحمد لله. وبعدين يمكن بسبب ان انا ما خدتش انذار او كارت احمر كنت بتكرم سنه 80 بجائزه احسن اخلاق، وسنه 81 بجائزه احسن اخلاق، وسنه 82 بجائزه احسن اخلاق. بس رغم الالتحامات وديت كان عن طريق كليه الشرطه رقم واحد، ثم جريده المساء، ثم اخبار اليوم. ده المفروض كمان الاتحاد المصري يعمل جائزه لجائزة اللعب النظيف لأفضل مدافع في تاريخ الكرة المصرية، لأن المركز ده تحديدا حجم الالتحامات والضغوط، وبعدين الجيل بتاعكم كنتوا بتلعبوا لعيبة إفريقية ما كانش فيه احتراف. فأنت بتلعب مع فرق أفضل فرق في إفريقيا سواء أشانتي كوتوكو أو أفريكا سبور أو هارس أوف أوك أو حتى في تونس والمغرب. يعني التحامات قوية ومركز حضرتك تحديدا خط الدفاع ده شيء يحسب لك بصراحة.
لا وكمان محمد خد بالك عايز اقول لك ان عشان كتوك ده كان فيه 8 من اللعيبه الدوليين بالظبط. اه كانت الانديه ساعتها هي الاساس المنتخبات الافريقيه. اه والارت بوكس كان فيه برضك 8 لعيبه دوليين في منتخب غانا. يعني عايز اقول لك ان احنا كمان ونيجيريا والكاميرون وكل اللعيبه كان لسه الاحتراف برضك ما انفتحش بشكل بالظبط زي الايام ديت او العهد ده. فكل الفرق اللي انت كنا بنلعبها كانوا لعيبه دوليين على اعلى مستوى. يعني انا لعبت الحمد لله لعبت على يعني كان في نكون وموجود في الكاميرون، كان في ميلا الهداف طبعا منتخب الكاميرون الشهير، يعني كان لي الشرف نلعب عليه ابيدي بليك غانا بتاع المغرب ماهر اسمه ايه اللي هو كريم وباين كريمو في المغرب بالظبط. بالظبط علاء وكان رب احمد جير في الجزائر. رب احمد جير في الجزائر يا خبر ابيض. دول عمالقه كلهم كانوا اللعيبه كلهم محترفين كمان يمكن خارج بجد والله خارج هو ماهر امام ده عملاق عمالقه يا كابتن ماهر فعلا عمالقه. انا بقول لك عمالقه يعني احنا في الفترات الاخيره مع كابتن وائل جمعه يعني حتى لو بنتكلم في الاجيال كابتن ماهر عايز اقول لك محمد كمان لمره يعني انا خدت كمان احسن ظهير ثالث في افريقيا سنه 84 في المباراه الاولى اللي كانت في الجزائر اللي هي كانت في لوس انجلوس اللي علاء قدر المباراه الثانيه يعني 1-1 1-0 هنا. انا خدت في الفتره ديت 84 جائزه احسن ظهير ثالث في افريقيا. عايزين بس واحد في 2020. شفت انا بقى عايزين بس عشان كده بقول لك عايزين بس اختار الصح قلت لهم عايزين واحد زي ماهر همام. واحد بس. امنياتك واحلامك وطموحاتك في 2020 يا كابتن ماهر بالنسبه للمستوى الشخصي او حتى بالنسبه للكره المصريه. والله طبعا على المستوى الشخصي طبعا اتمنى الموسم الجديد ان شاء الله ربنا يبارك لنا ان شاء الله واخد بالك بالصحه والعافيه والسلامه يا رب. وبالنسبه طبعا لمصر الحبيبه ان ربنا يا رب ان شاء الله نشوف بلدنا باحسن حال. الكره المصريه نتمنى لها للحصول على البطوله الافريقيه، حصول على الدوري العام، وان شاء الله وصول منتخب مصر كاس الامم الافريقيه وكاس العالم ان شاء الله اللي جاي يكون احسن. كابتن ماهر همام نورتنا وشرفتنا وسعيد جدا بالمكالمه دي، ومعايا افضل مدافع في تاريخ مصر بالتاكيد وصاحب الاخلاق الرياضيه وجائزه اللعب النظيف. لو استنسخنا جائزه يا كابتن علاء في بطوله او الاتحاد المصري جائزه اللعب النظيف لافضل مدافع في تاريخ الكره المصريه اكيد هتبقى الكابتن ماهر. اكيد طب اكيد طب. كابتن ماهر بشكرك وكل التوفيق ليك يا رب. شكرا محمد وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا ماهر الله يخليك. كابتن ماهر عايز انسخ واحد بس. لا 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 ده الاسماء اللي قالها على المستوى الفرق الافريقيه والمنتخبات والانديه مفيش منهم دلوقتي حتى موجود واحد او اتنين في مستوى اللعيبه ديت. يا محمد وائل جمعه كان في المحله بالظبط، وعبد الظاهر كان في المنصوره. بعد ربنا سبحانه وتعالى احنا كان لينا دور كبير جدا انا وكابتن جوهري في تطور ادائهم. احنا كنا بناخدهم في التدريب في نادي الشمس في تدريب الخيل الرملة علو كده، كنت بعمل لهم ميدان رشاقه ومرونه لغايه لما كانوا الصبحيه كانوا بيرجعوا من التعب. وكنا بنوديهم يرتاحوا شويه ونعدي عليهم بعد الظهر ناخدهم في الملعب اشتغل معاهم لغايه لما استووا بعد كده. وهم على فكره ما بينسوش هذا الكلام ولا وائل ولا عبد الظاهر بيقعدوا بيقول لك احنا شفنا المر لغايه لما بقوا لعيبه دوليه. وكنا بالاتفاق مع الانديه انتوا الماتش بتاعكم يوم الجمعه احنا هنجيب لكم اللعيبه دي يوم الاربعاء يتمرنوا تمرين خفيف والخميس ويلعبوا معاكم الماتش وناخدهم السبت. كان في تنسيق. الحاجات دي كلها مفقوده تماما تحت بند الايه الاحتراف والاجنده الدوليه. بس فهو طبعا عشان كده انا بحب المدرب اللي يبقى ليه دور في تطور. عشان ليه كده انا معجب بالراجل مدرب نادي الاهلي فايلر. انا ببقى سعيد جدا بان المدرب يبقى ليه دور في تطور اداء اللاعب. ما اجيش انا بقى احط رجل على رجل انا عايز اللاعب الفلاني واللاعب الفلاني واللاعب الفلاني وعشان اكسب. طب انت وظيفتك ايه يعني؟ تمام بس وفي طيب. مدربين كده كتير. طيب كابتن وائل جمعه بيبعت لك التحيات والسلام حبيبي وتمنياته ليك في 2020 ان شاء الله تكون سنه طيبه. متابع الحلقه بس هو عنده دور برد غير طبيعي. اوعى تتكلم عشان ما تتعبنيش. صخره الدفاع كابتن وائل جمعه. كابتن وائل جمعه كان عامل عقده لقيته ودروجبه. انت عارف هقول لك سر وائل جمعه بقى لو سمعنا ايه؟ كابتن جوهري كان معجب بيه جدا. ليه؟ اولا كان على المستوى الفني كان معجب بيه، وبعدين قال لي بص حلوه نفس اللفظ كده صوته لسه في وداني. قال لي عليه تكشيره زي نور الدين نايبت بتاع المغرب.
مدافع المغرب بالظبط. قال لي او كان هو كابتن جواري كان بيحب نور الدين نبيل جدا جدا، هو كان كابتن جواري في التوقيت ده كان بيميل اكتر للكره المغربيه والجيل بتاع المغرب. كان بيقول لك اولا كان كابتن الفرقه بيقول لك بتعجبني شخصيته جدا في الملعب وادائه والحاجات دي كلها، فبيقول لك وقال عليه تكشيره زي نور الدين، بتقول انا هناخد عشان تشبهه كابتن. دايما كان ليه نظره الله يرحمه كابتن جواري، كان ليه نظره الله يرحمه. لا كابتن وائل جمعه انا بتذكر حتى البطولات الافريقيه، لا يعني احنا بنتكلم مع كابتن ماهر همام في فتره السبعينات والثمانينات، لا الكابتن وائل جمعه في الالفيه غير طبيعي. انت بتتكلم في فتره كان افضل اثنين فراوده في العالم كانوا موجودين في افريقيا، الكاميرون وكوت ديفوار، صامويل ايتو وديدي دروجبا، لا 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 تكلفوا بس بالمهام دي معاهم. خلاص ما تنساش هشام ياكل، الكابتن جوهري معاه هشام ياكل، يعني كابتن جوهري صنع هشام ياكل لمنتخب مصر في كاس العالم 90. ما هو هو ده بقى صناعه المدرب للعيب. ده الصنايعي، ده الصنايعي، مش المدرب اللي يعمل اللاعب، لا اللاعب المدرب اللي يعمل اللاعب، المدرب اللي يعمل اللاعب هو ده المدرب، لكن مش اللعيبه تعمل مدرب، اللعيب يبقى عنده موهبه هو يعمل مدرب. طيب وانا بختم معاك الحديث عن الاهلي، واحنا بنختم 2019 الناس بتشوف اكتر الفرق اللي عملت نتائج ايجابيه او خسرت اقل عدد من المباريات. فريق ليفربول الانجليزي 2019 هو افضل فريق في العالم، فاز بدوري ابطال اوروبا، فاز بكاس عالم الانديه، ومرشح للدوري الانجليزي في 2020 الجاي ان شاء الله، وعمل نتائج غير طبيعيه. طيب هو من اقل الفرق اللي تعرضت لخسائر في 2019، حوالي 5 خسائر. ببص على النادي الاهلي بكم المباريات اللي لعبها، الاهلي في 2019 لم يخسر سوى 7 مباريات فقط، فاز في 38 وتعادل في 3 مباريات. ايوه صح، انا معايا الاحصائيه دي موجوده معايا. لا بس برضو ايه البطوله، البطولة والجمهور اللي هو لا يرضيه غير 3 نقاط. يعني جمهور ما ينفعش عايز 3 نقاط، واخد بالك، زائد اداء برضه، لان النادي الاهلي معروف بادائه دايما بيزهق جماهيره والحاجه دي كلها. طب ما النادي الاهلي كسب الماتش اللي فات بلاتينيوم 2-0، بس برضه الناس يعني ايه، لا ممكن نكسب 4-5، وليه ما نكسبش 4-5؟ طب كويس، بمناسبه المباراه دي، هل الفريق تأثر بإصابتين في أول 25 دقيقة فبقى في خوف إن في إصابات تانية، ولا في النهاية أنت مكسب عايز تحقق 3 نقاط نتيجة ضغط ماتشات، فمش محتاج تعمل مباراة كبيرة قوي تجهد نفسك فنيا وبدنيا؟ الاثنين مع بعض. الاثنين؟ الاثنين مع بعض، إصابة الاثنين لعيبة المبكرين، نمرة 2 بعض اللعيبة لعبت على مستوى الفرقة اللي قدامها. يعني أنت 3 أيام عندك ماتش تاني. واخد بالك، فهي لعبت على قد المباراة، جونين، واحد في الدقيقة 8 والماتش سهل وبتاعه، زائد الاصابات، فدي ثقافه اللاعب المصري. فيعني نفسي نوصل زي اوروبا، مفيش رحمه، الثاني والثالث يجي والرابع يجي، واخد بالك يا كابتن، هنلعب البوكسنج داي طول السنه. يعني الدوري الانجليزي البوكسنج داي بالنسبه له بتتكلم في الاسبوع الاخير من 12 في اول يناير. بل بالعكس، باقي الدوريات ريحت، يعني الدوريات كلها واخده اجازه في فتره راس السنه، لكن الدوري الانجليزي لو ناخده بالقياس بالدوري المصري، الدوري المصري بوكسنج داي طول السنه. لا خدمه 24 ساعه غير طبيعي، خدمه 24 ساعه. يعني مانشستر سيتي، او بلاش مانشستر سيتي، فريق ويفر هامبرتون لما لعب مانشستر سيتي الخميس، لعب ليفربول السبت او الحد اعتقد، فبين المباراتين 48 ساعه. الكل في انجلترا وفي الصحافه الانجليزيه ازاي ده انتحار، فريزه ده يلعب مع فرقتين وقوتين في المده الزمنيه القصيره ديت. طيب تعال بص على الدوري المصري، انت الاهلي بيلعب 1 5 9 12 14 16، فلازم اللعيبه، لازم طبعا، قال الله في عونها بصراحه. وبعدين يعني انت شايف الضغط كده، خلاص افتح القيد شويه، يعني بدل ما يبقى مثلا 25 خليه 30، خليه فري. لا مش فري. لا مش فري، بس هي ايه يعني، هو برضو لسه ما زلنا في عقده الموسم الماضي، لسه تاثيره عشان كده الموسم ده مهم جدا يخلص بدري. تاثيره كبير، يعني لا الموسم اللي فات ده يا مليء لا ممكن تعمل عليه كتاب في كل حاجه، مسابقات وتحكيم ونتائج ايه اللي كان بيحصل الموسم اللي فات ده. ما طيب بمناسبه الموسم اللي فات والدوري بشكل عام، لو بنقارن ال 10 جولات اللي اتلعبوا في الدوري بمقارنه موسم 2019 والدوري اللي اتلعب، من لان الدور الاولاني حتى كان مستمر في يناير وفبراير في 2019، المقارنه بين الموسم ده والموسم الماضي. الموسم اللي فات علاء نبيل مع المقاولين العرب لعب اول مباراه في الدوري العام 30/7، المقاولين والاتحاد في استاد اسكندريه 1-1. تمام، الدوري خلص بقى كام؟ بعد الامم الافريقيه 31/7. سنه ميلاديه، سنه. واخد بالك، اصل التاريخ ده في دماغي اصلا. يعني حتى بقول لاصحابي، بقول لهم يعني حتى حظي يجي الدوري
يخلص مش عارف. خلصنا بان في شهر 5 وابتدينا في 30/7 اول مباراه لينا كانت مع الاتحاد في اسكندريه. طب كانوا طولوا شويه، كنت قعدت مع الفرقه بقى وعملنا وسوي ماتشات لكن على طول. ولعبنا كان يعني مثلا انا مشيت في شهر 10 كنت لعب 9 اسابيع معظم الدور الاول. واخد بالك؟ فكان لا الموسم اللي فات كل ما افتكره جسمي بي 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 لا 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 بس نتائج المقاولين يعني ظهرت بعد كده لما خد مساحه وقت الكابتن عماد النحاس مع الفريق طبعاً. وبنى او اشتغل على الشغل حضرتك بنيته. طبعا دي كانت يعني حتى هو ما انكرش هذا الكلام يعني، لكن وضع طبيعي جدا انت لما بتقعد مع فرقتك وتديها فكرك وتديها وقت ومساحه وتشوف الاخطاء والسلبيات اللي حصلت، على اعتقد ان يعني بيبقى ليها دور كبير جدا في النتائج اللي بعد الفتره يعني. على المدى البعيد بتبان طبعا، بتبان طبعا على المدى البعيد. واللعيبه بقى خدت خبره واللعيبه خلاص الدوري ممتاز بالنسبه لها، كان في طبعا في رهبه وفي الحاجات دي كلها، لكن طبعا الامور عدت يعني الحمد لله يعني. طب تجربتك مع مولين وقتها انت بتعتبرها من التجارب الايجابيه ولا تجربه في تجارب ايجابيه كانت افضل او ما خدتش مساحه وقت فانت شايفها مش تجربه ايجابيه؟ لا هي الظروف كلها كانت يعني كانتش مساعدك؟ كانت مش مساعداني بالرغم ان انا كان عندي يقين اللي كانت هتفتح يعني. طبعا انا كنت جايب لعيبه من الدرجه الثانيه وكنت بطلع ناشئين ويعني كان في شبه اتفاق اللي احنا يعني هنكمل بهذا المنطلق يعني، لكن طبعا النتائج هي اللي بتحكم كرة القدم في مصر. النتائج مهما تقول لي النتائج هي اللي بتحكم الكرة، ولا تقول لي بقى مش عارف فرقة بتأدي كويس ولا مش عارف ايه، هي النتائج في مصر. الفكر النادي الوحيد اللي هو مش فارقة معاه هو دجلة. ده حقيقي. هو دجلة هو مقتنع بحاجة معينة، لكن طبعا كانت هناك ضغوط يعني المقاولين، وزي ما قلت لحضرتك برضو كان ايه، كان اصلا مباريات بتاجله، وكنت على سبيل المثال كان الاسماعيلي بيلعب في بطوله العربيه تقريبا كان في الكويت، وخرجوا من هناك كان عندهم حالتين طرد في الدوري الممتاز وعندهم اصابات، وكنت هيجوا يلعبوني بعد 3 ايام، كانت فرصه ليا ان انا طبعا تليفون صغير اجل مظبوط. دي برضو من الحاجات اللي هي نوع الدوري السنه اللي فاتت حصلت فيه حاجات مش طبيعيه. ما انا بقول لحضرتك فيعني برضو ده من حظي لما كان الماتش ده كان رفعني فوق، واخد بالك؟ فهي بتبقى ظروف يعني، لكن في جميع الاحوال ان الفتره ده الموسم اللي فات لا مش ممكن اتفرج. انا فاكر لقطه حصلت مع حضرتك في الموسم اللي فات ماتش المقاولين، انت نزلت المفروض الحكم مصري لقيت الحكم مش مصري، فقلت مين ده؟ مين دول يا جماعه؟ وما اختارش نادي المقاولين الاتحاد وقتها، ما اختارش المقاولين، كان ممكن بتاع الامن بره ما دخلوش. بالظبط، يقول انا حاجه باجنبي، يقول لك ما عنديش خبر بهذا الكلام. من ضمن طرائف الدوري المصري السنه اللي فاتت. لا السنه اللي فاتت كانت مليئه بالمفاجآت. وقلت والله يا محمد قلت الاسعار اللي بنشوفها هنعاني منها، وكانت النهارده الناس كلها بتقول لك الاسعار الجنونيه دي. طب انا قلت، والناس زعلت وناس هجمتني ومطبلطيه كتير بقى، طلعوا قال لك انت ضد وضد وضد وضد. طب ما النهارده بنعاني اهو، النهارده تقدر تنزل سعر؟ لا طبعا للاسف صح، حتى مع سعر السوق والمنتج نفسه منتج الدوري لا فرق شاسع يعني، منتج البطوله نفسه بالمقارنه بالاسعار ما تنفعش. وما عندكش جماهير بتدخل لك ده، ما عندكش جماهير كمان، ولا عندك يعني. طب وبعدين يعني في الدوري الانجليزي لما اشتري لعيب ب 60 مليون يورو مثلا اعرف اجيب انا اعرف اجيب القيمه دي من قبل ما يلعب، لكن في الدوري المصري طب انا لو اشتريت لعيب بالقيمه دي اللي تم رفع سعرها بالشكل ده طب اعوضه ازاي؟ وانت ضد الاستثمار وانت ضد مش عارف ايه وانت ضد طلعونا ابو لهب. طب النهارده ما كل الكلام ده اللي انا قلته طب ما بيتحقق النهارده. طيب الدوري السنه دي شايفه على المستوى الفني هيكون اقوى من السنه اللي فاتت؟ الدوري السنه دي عارف هيكون اقوي ليه او مثير ليه؟ لان معظم الفرق مستوى واحد. لان الكابتن حماده صدقي قال كلمه مهمه قوي، قال الدوري ما كانش قوي بس كان صعب. ما بقول لك مش قوي. مستوى الفرقه كلها واحد، كميه التعادلات اللي موجوده في الماتشات كتيره جدا. قول النهارده انت مين فارق اللي انت تقدر تقول ده هينزل يكسب الدوري، ده هيكسب الماتش ده؟ هيكسب الماتش ده النادي الاهلي، مش انا عشان قاعد، لا النادي الاهلي. تمام، هو اللي عنده القدره اللي هو ينزل يكسب. تمام، المنافس بتاعه يعني لازم نبقى الكره في مصر اهلي وزمالك، مع احترامي لكل الانديه اهلي وزمالك. المنافس بتاعه زي ما حصل للنادي الاهلي السنه اللي فاتت الدروب في الاداء،
السنه دي نفس الظروف بيمر بها نادي الزمالك الدروب. تمام، بتمنى ان نادي الزمالك يعلى، لان لما يعلى نادي الزمالك هتلاقي المنافسه، فيه منافسه، هيبقى فيه منافسه بالظبط. تمام، لكن النهارده فين المقاصه؟ فين المقاصه؟ المقاصه السنه دي نتائجه غريبه جدا، انبي كان غريب الشكل، الفرق 80% من دوري الفرق دوري الممتاز، عشان كده ممكن اقول لك ايه الدوري، لكن لو في فرق قويه هتلاقي المستوى المتعه والاثاره اكتر، لكن عشان مستوى الفرق متقارب هات لي انت فرقه في مصر بتلعب ماتشين ورا بعض كويس نتائجها حتى الثابته على الاقل. الاسماعيلي مش عامل ماتش قدام النادي الاهلي، ماتش كبير جدا مظبوط. تمام، تاني ماتش كان مع مين؟ مع المقاولين. مع المقاولين في الاسماعيلي خسر. تمام، طلع الجيش مش كسب نادي الزمالك. تاني ماتش ما كسبش، من ساعه ما كسب نادي اتعادل اعتقد. اتعادل يعني طيب. نفسي الفرق تنزل تمام. يبقى في ترمومتر ليها مستوى ثابت للفرق، هو ده الدوري. طيب، بمناسبه فوز المقاولين على الاسماعيلي، معانا على التليفون المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكره بنادي المقاولين. باشمهندس محمد، ده برحب بيك وفي ضيافتي الكابتن علاء نبيل. الو، ايوه باشمهندس محمد، ازيك؟ اهلا بيك واهلا بيك كابتن علاء نبيل في ضيافتي وبيرحب بيك. ازيك يا باشمهندس؟ حبيبي، وانا سعيد فعلا اني بشوف كابتن علاء منور الشاشه. الله يخليك يا باشمهندس، ربنا دايما يخليه كده ملعلع ويسمعنا افكاره اللي بتسري الكره المصريه الحقيقة. الله يخليك يا باشمهندس، الله يخليك. انا سعيد جدا جدا بان انا بشوفه على الشاشه دلوقتي وفرحان بوجوده معاكم. الله يخليك. واحنا سعداء بتجربه المقاولين عام 2019 يا باشمهندس محمد، لان مهندس محمد عادل مع المقاولين خلال السنوات الاخيره بالتاكيد يقدر يقيم هذه التجربه في 2019 تحديدا، سواء في ختام الموسم الماضي او حتى بدايات الموسم الحالي. هو طبعا عشان نتكلم على 2019 مفيش شك ان هو الكوره بيبقى فيها حاجات كتير، مطبات يعني، ويمكن في كل سنه كان بتحصل برضه بعض المطبات وبالذات مع المقاولين العرب تحديدا، وبعدين بتفوق تاني. السنة اللي فاتت يعني الحقيقة أولاً بدأت فترة تعداد محترمة جداً وقوية جداً من الراجل اللي قاعد قدامك ده، عمل شغل واختيارات والحقيقة يعني عمل مجهود جامد، ومن يعني مش أنا شفت اللي اتعمل فترة تعداد ما شفتوش خلال فترتي في عالم الكرة الكل يعني. إنما بدأت في بعض المطبات وده شيء وارد في عالم الكرة، ويمكن اصرار كابتن علاء هو حتى يمكن الكلام ده الناس ما تعرفوش، ده اكثر ماتش مصر ان هو يقول لك لا انا ابن نادي يشوفوا حد غيري مش مشكله، يعني ساعات الكوره بتبقى كده واقفه مع مدرب فبيقول لك لا انا لازم استعطي النادي شوفوا اخر يعني. يمكن مش عايز اقول لك كمان ماتش الزمالك يعني هو كان حاسس ان هو لا في حاجه، وده بيحصل كتير مع كل المدربين مع كل، وده عالم الكره بكل اللي فيه من والى. بعد كده استمرينا الكابتن عماد النحاس الحقيقه راجل عمل شغل كويس وكتاب جدا مع مجموعه اللعيبه اللي هم كانوا على مستوى عالي جدا، الكابتن عماد والجهاز المعاون بتاعه، وقدرنا برضه نوصل خامس، وكانت بالنسبه لنا سنه فيها كل يعني حلو، مش عايز كله حلو كله حلو في النهايه هي الكوره واللي حصل كله هي مطبات الكوره او فوائد الكوره، بس اهم حاجه الاصرار الثبات القناعات باللي انت بتاديه، وربنا في الاخر يوصل برضه اهم حاجه التوفيق، والتوفيق بتاع ربنا اكيد طبعا اكيد طبعا. دي الحقيقه اللي حصل معنا السنه اللي فاتت، نستمر السنه دي ان شاء الله يكون فيه. طبعا كان فيه بقى يعني الكابتن علاء قال لك ده بدا، انا سامعه من شويه بقول لك انا بدات في شهر 7 30/7 ونهينا الدوري 25/7 اللي بعديها مظبوط مظبوط سنه كامله المطبات طول السنه بلاش، انا ما اعرفش ماتش الاهلي ده حتى اتاكد ليه، اي ماتش المقاولين اتاكدوا مع الزمالك ليه يعني. مظبوط لا ما هي دي بتظبط الكوره بقى، قالوا ليه هي كده حلوه
كلنا حبيناها كده، ما اقدرش اقول غير كده. اتعودنا على كده. اتعودنا على كده. بالظبط. يعني يا ريت يعني نعود لعبتنا على اللعب 72 ساعة. بس طيب. انا عايز اقول لحضرتك على حاجة. وهقفل بقى. لاعب مش لعبتنا. مسؤولينا في الأندية وفي الاتحادات. يا ريت كلنا نبقى ماشيين في سكة واحدة بس. إنما التوتر الدائم في الكورة صعب. عارف يا باشمهندس، والله يعني حضرتك اتكلمت في جزئيه مهمه جدا، وحضرتك بتختم حتى بموضوع مهم جدا، وموضوع محتاج حلقات. بس لو في سيستم وفي نظام وكل التزم بيه، مش هتلاقي فيه مشكله واحده. طيب بالنسبه للسيستم والنظام، بعتلي النهارده عشان اللوائح. تمام؟ انا كتبت على النهارده في العمود بتاعي، يعني عايز اقول لوائح ايه؟ انا كاتب في الجمهوريه، اذا كنا عندنا لوائح كتير قوي واحنا لا نلتزم. أني لوائح؟ لائحة النظام الأساسي للاتحاد ولا أني لائحة؟ نعم أنا عارف. عايزين نعمل لائحة عشان نخالفها. تمام، ما هي اللائحة موجودة صح، أنا خليفنا اللي كانت موجودة، فهنعمل لائحة جديدة برضه هنخالفها تاني. طب أمال خالف إزاي يعني؟ ما تنكشناش يا باشمهندس. هو عايز يخليني أفتح في موضوعات. وسهل جدا وبسيط جدا، وعندنا ناس في هذا المجال بالذات ناس خبراء وناس محترمه وتقدر تلتزم. بس احنا عايشين في جو من التوتر الدائم. ما ينفعش كره قدم بهذا التوتر، ما ينفعش. وكلها حاجات، ده ماتش 72 ساعه، ده ما لعبش، لا ده اتاكد له ماتش، ده تتأكد. يعني ليه كل ده؟ الكوره ابسط من كده. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة طيبة يا باشمهندس، وان شاء الله نكمل النادي يكمل المسيرة ونفضل في المراكز المتقدمة ان شاء الله. ونشوف كده المقاولين يا رب في المراكز المتقدمة على الأقل، يعني يعود حتى يعود لأفريقيا من تاني. في كلمة لازم أقولها، يعني أنا بتفائل بعلاء لما بيكلمني قبل الماتش، وإحنا عندنا ماتش بكرة إن شاء الله. أهو كلمك. ان شاء الله خير يا باشمهندس، وكل سنه وانت طيب، وكل التوفيق يا رب للمقاولين العرب في المرحله الجايه، والمقاولين يعود تاني للامجاد الافريقيه ان شاء الله باذن الله بعد ما ياخد مركز متقدم في الدوري السنه دي. ان شاء الله. شكرا جزيلا يا باشمهندس. مكالمه جميله، واتكلم معانا في تفاصيل بصراحه مهمه جدا. ده الاول روح للكوره في المقاولين العرب. وفي الكوره في مصر على فكره. يعني انا دايما في الاتحاد لما بروح اتحاد الكوره دايما بلاقيه في الاجتماعات. لا بنسمع لعيبه اشتكت عشان فلوس، ولا اشتكت عشان ايه، ولا ما لعبوش عشان خاطر ما خدوش مستحقات. كل واحد بياخد حقه تماما. و يعني وجوده بجد في منظومه كره القدم في النادي مفيده جدا. بحس ان هو بيدي طمانينه للمقاولين. في طمانينه كده على الدكه. يعني هو بيبقى حريص. بيبقى حريص يقعد على الدكه بس هو تفائل لما انا كلمته لنا. تفائل. نشوف الماتش بكره، فرق سهل في الاخير ان شاء الله. ان شاء الله. كل توفير الفرق المصريه. طيب لو اختم معاك كابتن علاء واتكلم على 2020 هيتلعب فيها السوبر المصري، نهائيات البطوله الافريقيه للانديه سواء دوري ابطال او كونفدراليه، تصفيات كاس عالم، وعندنا قرعه في شهر يناير اللي جاي لسه هنشوف مجموعه مصر هتبقى مين. والاولمبيات ان شاء الله بدايتها في 23/7. الرزنامة والأجندة أو الارتباطات الجاية دي كلها، تتوقع نسبة نجاح الأندية والمنتخبات فيها الفترة الجاية بالمعايير أو بالمقاييس حضرتك شايفها على أرض الواقع، نسبة 100%، نسبة 50%، النتيجة لا قدر الله ممكن تبقى زيرو بالمقارنة ب 2019؟ لا مش عايزين نجيب 2019. ما كل النسب موجودة. لكن أنا في تقديري إن النادي الأهلي هيكمل في بطولة الأبطال إن شاء الله. في تقديري للزمالك يكمل في الكونفدرالية. في بطولة الأبطال، سوري، في دوري الأبطال. أعتقد إن بيراميدز ممكن يكمل في الكونفدرالية، مستوى أقوى من كل الفرق اللي في البطولة على فكرة. تمام. المصري في الدروب خفيف، لكن بيجي وقت اللي هو ممكن يستعيد تاني مع كابتن إيهاب جلال. متوقع المنتخب الأولمبي هيعمل نتائج إيجابية في الـ النتائج. طبعا تصفيات كاس عالم، ماتش في مارس اول ماتش. مع مين؟ لسه القرعه في شهر يناير، لسه حاسب القرعه بقى. لكن برضو عشان ابقى واقعيين، ما
لو استمرنا بهذا الاداء بهذا المستوى هيبقى في صعوبه. هيبقى في صعوبه لكن عندي امل كبير لكابتن حسام وزون ان شاء الله اللي هم يشوفوا الاخطاء دي كلها ان شاء الله وتتعالج والدوري يفرز حاجه كويسه. الاتحاد والاسماعيلي بطوله عربيه وغالبا يعني خلاص فريق منهم في السيمي فاينال. هي دي بقى دي اللعب. لكن هو طبعا الاسماعيلي لعب شوط الاولين شوط عالي قوي وقدر يجيب جون في التوقيت اللي هو فيه كويس. الشوط الثاني كان الاتحاد تماما لكن ما عرفش يسجل. اعتقد برضو ده زي ما قلت لحضرتك الاسماعيلي مع الاهلي ايه وبعدين مع المقاولين ازاي. هل الاسماعيلي هيقدر يكمل بهذا المستوى؟ وهل الاتحاد السكندري هيكمل وعارف ان مفيش لا مفر ان هو لازم يكسب اسماعيليه تمام بالزبط. فممكن تبقى مباراه لا تتوقعها بالمره وعلى الاقل فرقه مصريه هتطلع. يعني طوكيو 2020 ممكن نرجع بميداليه؟ ممكن. طيب اكبر انجاز للكره المصريه بعد كاس العالم للانديه ممكن للأشياء. ممكن وبتمناها من كل قلبي يعني. يعني ان شاء الله خير يعني. ان شاء الله خير. كابتن علاء نبيل نورتني وشرفتني. انا سعيد بيك. حصاد 2019 يعني عملنا اطلاله كده كبيره على كل الاحداث الرياضيه في مصر ومتفائلين بتوقعات حضرتك ان شاء الله في 2020. لا ان شاء الله خير يا رب ان شاء الله الكره المصريه وكل سنه وانتم طيبين جميعا والجمهور المصري كله بخير يا رب. سعيد جدا بالحوار معاك. الله يخليك. وان شاء الله نلتقي بعد سنه ونتكلم على انجازات 2020 ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن علاء وبالتوفيق ليك يا رب. شكرا حبيبي والله. شكرا جزيلا. كانت فقره فنيه مهمه جدا لان احنا خلاص في الساعات الاخيره من 2019 وبنشوف الحصاد في هذا العام ايجابي سلبي المؤشرات والمراحل كانت ماشيه ازاي سواء على مستوى الانديه المنتخبات النادي الاهلي كمان تحديدا لان كمان النادي الاهلي على مستوى الارقام عامل ارقام ايجابيه بالمقارنه بالبطولات دوري وسوبر خسر كاس وبطوله افريقيه لكن بالارقام اكتر من 100 هدف على مدار السنه فحتى في معدل تهديف اكتر من هدفين في المباريات عدد الخسائر اقل من فرق عالميه كثيره جدا في هذا العام لكن النهايه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي هي البطوله وعشان كده 2020 ان شاء الله هيكون افضل بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. الفقره السنه والاخيره فقره مهمه جدا مع الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ احمد عويس وهنتكلم في قضايا مهمه جدا وكواليس واسرار وتفاصيل هتسمعوها لكن مع احمد عويس بعد الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم في الفقره الحواريه الثانيه والاخيره من برنامج الاهلي الليله وفقره مهمه جدا لان بالتاكيد معانا ناقد رياضي وكاتب صحفي عنده اسرار عنده كواليس عنده موضوعات بالتاكيد مهم جدا نسمع رايه في هذه الموضوعات وهذه الكواليس وهذه القضايا الرياضيه منها بيهم النادي الاهلي بشكل مباشر ومنها بيهم الكره المصريه بشكل مباشر او حتى النادي الاهلي بشكل غير مباشر. هنتكلم على البطوله الافريقيه وترتيب المجموعه الثانيه في البطوله الافريقيه في حاله تشابك المجموعه نتيجه فوز الهلال على النجم الساحلي في رادس وبالتالي اصبحت الثلاث فرق بست نقاط بعد بالتاكيد بلاتينيو ما يكون في المؤخره وفي اخر المجموعه بدون رصيد من النقاط. هنتكلم عن التحكيم الافريقي وعندنا النهارده كواليس وموضوعات هنتكلم في هذه القضيه. هنتكلم على موضوع الجماهير لان كمان ده شيء مهم جدا بالنسبه للمرحله الجايه للبطوله الافريقيه وفي تفاصيل ثانيه بالتاكيد لكن ارحب بالكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ احمد عويس واللي بيشرفنا بينورنا كل يوم ثلاث وبنستنى كل يوم ثلاث عشان نسمع اراءه في هذه الموضوع. ابو حميد منور الدنيا. ربنا يخليك يا محمد وسعيدنا انا موجود معاك النهارده واتمنى ان انا اكون عند حسن ظن جميع النادي الاهلي. كل سنه وهم طيبين. سنه سعيده. طيب وسنه سعيده عليك. واتمنى ان شاء الله السنه اللي جايه كل البطولات تبقى في النادي الاهلي ان شاء الله العادي بتاع النادي الاهلي يعني. ان شاء الله. طيب انا طرحت لك الموضوعات تحب تبدا بايه؟ احب ابدا بخبر قد يكون مهم يعني انه رياض محرز اللاعب الجزائري المرشح من ضمن الثلاثه الاوائل لنيل جائزه افضل لاعب قد لا يكون حاضرا في حفل يوم 7/8 يناير اللي هيقام في الغردقه. بنسبه كبيره محرز عارف ان فرصه ضعيفه فقد لا يكون حاضرا الحفل. ولا ممكن يكون عنده خلافات او مشاكل شخصيه؟ ما اعرفش. ما عندي يعني معلومتي اعتقد ان هي ستتاكد خلال ساعات ان محرز لن يكون حاضرا لا يكون حاضر صلاح وماني واعتقد ان المنافسه بينهم اول وتاني يعني. رغم ان محرز مع المنتخب الجزائري احرز كاس الامم ولكن مع السيتي خد الدوري الانجليزي
لا ما خدش الدوري الانجليزي. اه خد الدوري الانجليزي اسف. انما انجازات صلاح وماني دوري الابطال، كاس العالم للانديه، السوبر الاوروبي، تاني الدوري الانجليزي، هدافين الدوري الانجليزي، لان الجائزه جائزه فرديه، هي مش جائزه جماعيه. مش جائزه جماعيه، ما بياخدهاش منتخب الجزائر او فريق مانشستر سيتي، هو بياخدها لاعب على انجازاته الفرديه. فانجازات صلاح وماني الفرديه السنه دي الحقيقه، هو ماني بيتفوق بس نسبيا بوصول منتخب السنغال لنهائي بطوله افريقيا، كاس الامم الافريقيه، فاعتقد فرصه قد تكون اقرب. وممكن زي ما صلاح خد الجائزه السنه اللي فاتت من دكار، ممكن السنه دي ماني ياخدها من الغردقه. عاملين تفاتر. واعتقد انه برضو جائزه افضل لاعب محلي هي بين يوسف بلايلي وطارق حامد وانيس البدري، واعتقد ان يوسف بلايلي هو الاقرب. هو الاقرب فعلا. ده حقيقي، لان كمان انجازاته مع الترجي في البطوله الافريقيه ومع المنتخب الجزائري. بالظبط بالظبط كده. بس ان شاء الله نتمنى يكون رياض محرز موجود في مصر. نتمنى بس يعني نتمنى ان شاء الله. بس هو الفتره الاخيره فعلا من خلال متابعتي حتى للكره في الجزائر، في توقيتات معينه رياض بيستاذن حتى فيها، يعني حتى في المباريات الاخيره مع جمال بالماضي استاذن من احدى المباريات نتيجه مشاكل شخصيه كان بيحلها الفتره الاخيره. اعتقد انه فممكن بالنسبه كبيره ممكن ما يكونش حاضر الحفل. ممكن احنا نشوف حفله. طبعا هو حفله مميزة، حفله مميزه جدا، متوقع ان نشوف حاجه مميزه. طبعا محمد كامل والسادات شاطرين في الحاجات دي قوي، دايما كده بيفاجئونا بحاجات حلوه. محمد شاطر في الحاجات دي بالتاكيد. طيب ايه بقى الموضوع اللي تحب تبدا بيه؟ جمهور. الجمهور طبعا ده الاساس. طبعا يعني خلينا نكون بس مش هندفن دماغنا في الرمله ونقول لا، مشهد ما كانش لطيف. فكره بص، انت دلوقتي عامل نظام حجز ونظام مميز جدا، نظام أكيد. تذكرتي مميز جدا والناس تدخل تحجز التذكره اللي احنا في حاجه كده بتطلع لنا لما بنعمل اي ابلكيشن او اي حاجه، بيطلع لنا كده ايه قواعد كبيره قوي. شروط انت ايه اغلبنا ما بيقراهاش، فبيروح دايس موافق يحط صح وخلاص وما بنقراهاش. فانت وانت بتشتري التذكره بيجي لك شروط كتير قوي. حط كل الشروط اللي انت عايزها، يعني امنع الميه، امنع الاكل، امنع، حط كل ده على التذكره. لو انت شايف انه ارتداء بعض التيشيرتات اللي عليها بعض العلامات او الارقام شايفها ان هي هتبقى فيها ازمه، قول ده، يعني حط ده على التذكره، عدم ارتداء ملابس بها ايحاءات سياسيه او 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 او، عشان لما المتفرج يدخل الملعب يبقى خلاص، وما دام وصل الملعب هو موافق على كل اللي مكتوب له على ظهر التذكره. عقد بينه وبينك. عقد طالما موافق على اللي مكتوب على ظهر التذكره، انت بتحاسبه على ده. لو قرر التجاوز على اللي مكتوب عليه انت تحاسبه. انما انت الجمهور وصل الاستاد وبقى فيه بعض المناوشات وي وي وي، لدرجه مشهد ان الجمهور خرج ورجع، الحقيقه مشهد مش لطيف، واتمنى انه ما يتكررش، لانه الاهلي الجمهور هو ظهره، هو سنده طبعا. وفكره ان الجمهور بيبقى فيه تجاوز او برضه ده غلط. فالحقيقه لازم الناس تبقى عارفه ان الجمهور هو اساس كره القدم. يعني الجمهور هو اساس كره القدم في مصر او في العالم. يعني انت ديربي المغرب اتلعب 3 مرات تقريبا في شهر. هل المشهد ممتع؟ ما تبقاش احنا اصل كره القدم في الوطن العربي وفي الشرق الاوسط، ما تبقاش الكوره بدات من عندنا وكل حاجه بدات من عندنا، ويبقى بنلعب الماتشات بالمنظر ده والمدرجات فاضيه والحقيقه لا. يعني الحقيقه اتمنى انه المشهد ما يحصلش. انت عملت نظام للدخول، الناس التزمت بيه وبتدخل تحجز اونلاين وبتدخل تعمل التذاكر حجزها اونلاين، خلاص حط لهم قواعد واسس للي انت عايزه عشان هو يلتزم بيها وتقدر تحاسبه ويقدر يحاسبك. انما انت عملت نظام تذاكر والناس دخلت حجزت وي وي وي، وبرده لسه في يعني شد وجذب. فالحقيقه اتمنى انه ده ما يحصلش تاني، لان مشهد الجمهور ما كانش لطيف، مشهد الهتافات ما كانش لطيف. الحقيقه ما ينفعش تجاوز، وما ينفعش التجاوز مع الجمهور. يعني المشهد مرتبك، يعني مش عارف ليه احنا الارتباك ده مش في صالح حد. طبعا مش صالح المنظومه كلها. يعني انتوا عايزين نرجع نلعب الماتشات من غير الجمهور تاني؟ ما اعتقدش ان ده يبقى في صالحه حد. يعني لان انا لو عرضت لك فيديوهات او لقطات من الجوله السابقه، مش بعرض فيديوهات قديمه مثلا، لا من الجوله السابقه في بطوله افريقيا، ماتش الوداد وماتش الرجاء، مركب محمد الخامس، ماتش الترجي وماتش الرجاء وماتشات الترجي، ماتشات اللي بتتلعب في افريقيا، ماتش اول اغسطس ومازيمبي، ماتش في انجولا، الحقيقه ماتش الزمالك وزيسكو، يعني الماتشات كلها بتلعب بجمهور، جمهور حضوره عادي. اتمنى ان ده ما يتكررش، واتمنى انه احنا عندنا ماتش النجم الساحلي هنا، هو الماتش بعد ماتشين بلاتينيوم، اتمنى تكون الازمه اتحلت، لان ماتش النجم الاهلي محتاج جمهور، والمجموعه تعربت وبقت صعبه جدا. فاعتقد انه لا بديل عن الفوز في مباراه النجم، لا بديل عن الفوز في ماتش بلاتينيوم، واتمنى ازمه الجمهور تتحل بقى عشان
القطر يمشي. اتمنى ان في 2020 نشوف كوره بجمهور تاني، نشوف كوره بجمهور الكوره الحقيقي مالين الملاعب، وما نشوفش المشهد اللي حصل. انا عايز اروح بيك بقى الابعد من كده. حصر المنافسه على الملعب اللي هيستضيف النهائي بتقترب ما بين استاد القاهره الدولي ومركب محمد الخامس. اه بالظبط. بعد ما كان في خمس ملاعب، ملعب سوكر سيتي في جنوب افريقيا، ملعب العاصمه الجابونيه للبروفيل، ملعب الخرطوم في السودان، المنافسه محتدمه جوه المكتب التنفيذي ما بين استاد القاهره الدولي ومركب محمد الخامس. والاتحاد الافريقي بالتاكيد عايز ينجح مباراه الفاينل، لان هي فكرته عايز يعمل نهائي طبعاً. من مباراه واحده، مباراه واحده وحضور جماهيري زي دوري ابطال اوروبا او زي كوبا ليبرتادورز. دلوقتي بقى مباراه واحده يعني عشان المباراه تنجح. بس هل بقى هم هياخدوا القرار وايا كان مين طرفي النهائي، ولا هيستنى؟ هو القرار هيتاخد الفتره الجايه خلاص قبل دور المجموعات. يبقى هيتاخد زي اوروبا، هيتاخد زي اوروبا ايا كان طرفي النهائي. مش هيبقى يستنوا مين هيلعب في النهائي عشان يبقى الملعب محايد. يعني هل هيستنى انا ما عنديش معلومه الحقيقه، هل هيستنى المكتب التنفيذي لما يعني هيختار كذا ملعب ويجي في الاخر يختار منهم عشان طرفي النهائي يبقوا يبقى الملعب محايد، ولا هيختار الملعب وخلاص وايا كان طرفي النهائي؟ لو اختار مصر او المغرب، لو في طرف مصري او طرف مغربي هتفرق هيعملها ازاي؟ فالاتحاد الافريقي هل عنده الجراءه انه يعمل ده؟ يعني هل عنده الجراءه انه يختار ملعب وخلاص زي ما الاتحاد الاوروبي بيعمل، ولا هيخاف من التوازنات؟ لان انت لو اختار استاد القاهره وصل الفريق مصر للنهائي هيبقى عنده افضليه بجمهوره عدد كبير، لو اختار المغرب وصل فريق مغربي عنده افضليه بجمهوره. هل هم عندهم اوروبا مختلفه، لان اوروبا ترس قبل انطلاق البطوله، والسفر هناك عكس السفر هناك سهل جدا. مفيش تاشيره، مفيش، وفي وسائل مواصلات كبيره جدا، وممكن تلاقي 20,000 بيتنقلوا في يوم ويرجعوا تاني. سهل جدا. ففي كل فريق هيلعب في بلد تانية، هو بيلعب في بلده. هو عنده الساعه المحدده، هو عنده العدد المحدد بتاعه في الاستاد، فهيروح يحضر. احنا شفنا النهائي ليفربول وتوتنهام، الفرقتين كل واحد ليه جمهوره، وماتش عادي جدا كان مفيش حاجه حصلت. يعني هل افريقيا ينفع فيها النظام ده؟ مع انطلاق دور الثمانيه او بعد قرعه دور الثمانيه هيتم تحديد الملعب بشكل مباشر. من غير ما مش هيستنوا المراحل النهائيه. مش هيستنوا المراحل النهائيه. مع انطلاق مباريات دور الثمانيه وعمل القرعه ان شاء الله يوم 6/2 بعد نهايه دور المجموعات هيتم تحديد الملعب وحصر المنافسه بين الملعبين. بس هي الفكره بقى اللي عايز اوصلها للناس، طالما الجمهور بيحضر في مصر والامور ماشيه بشكل ايجابي، فكره استضافه استاد القاهره هتبقى اكبر. تمام. الاتحاد الافريقي شاف ان نهائي بطوله افريقيا للكبار كان في مصر، 23 سنه كان في مصر وفي حضور 70,000-80,000. يعني عايز يعمل ان 2019-2020 موسم الكره الافريقيه في مصر، وعدد الحضور الجماهيري، يعني عدد الحضور الجماهيري بدون مشاكل ومفيش حاجه خالص. يعني في اندر 23 او بطوله الكبار حضور جماهيري جبار، غير طبيعي، غير طبيعي، ومفيش حد اتكلم. يعني مفيش حد قال حاجه. اتمنى الناس هي اللي ممكن، بس اتمنى ان يعني موضوع الجمهور يخلص عشان الحياه بقى ماسخ. يعني بقى مزعج، واحنا بنتكلم 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 وما بنتقدمش خطوه لقدام. يعني احنا قلنا انه بطوله كاس الامم هتعدينا خطوه، ما عدتناش. قلنا بطوله 23 سنه هتعدينا خطوه، ما عدتناش. طب نعمل ايه؟ يعني هنروح فين تاني؟ يعني ما فيش. والاتحاد الافريقي عنده اجبار على مباريات دور المجموعات وكل مباريات البطوله انه لازم حضور جماهيري. ده النسب هتزيد. النسب هتزيد طبعا. توصل لدور الثمانيه بدل ما يقول لك 10 15 هيبقى يوصل 20 25. بالظبط. فاتمنى ان احنا نلعب كمان. يعني نلعب الاهلي والزمالك، ليه ما نلعبوش على استاد القاهره؟ يعني ليه ما نلعبش استاد القاهره؟ ليه الحصر في استاد السلام؟ يعني ليه بتروح لملعب صغير؟ يعني مش عايز اتكلم. ممكن يبقى في مواجهه بينهم في دور الثمانيه. طبعا. لو الاهلي تصدر والزمالك خد مركز ثاني ممكن يكون في مواجهه. على فكره الاهلي والزمالك لعبوا اكتر من مره في دوري الابطال في افريقيا. لعبوا في الغردقه مره، ولعبوا في برج العرب مره، كلية الحربيه، ولعبوا في كلية الحربيه مره، ولعبوا في استاد القاهره مرتين. لا، لعبوا كتير في افريقيا دور المجموعات، ولعبوا مره في سيمي فاينل، كان ماتشين في كلية الحربيه. اتمنى ان يعني الازمه دي تعدي، لان كتير يعني كتير. انت كويس انك اتكلمت فيها، لان انت يعني انت قلت حل. يعني ممكن الناس تتكلم في قضايا بشكل عام بدون ما تضع حلول، لكن انت دخلت في قضيه مهمه جدا وقلت الحل بتاعها اللي هو التذكره. اصل احنا مش بنخترع العجله يا محمد، يعني ده احنا ما بنخترعش العجله، ده موجود في العالم كله. يعني انت احنا حتى كصحفيين، انت لما بتاخد الميديا تيكتنج وانت بتحضر اي ماتش في كاس عالم انديه او دوري ابطال او دوري او بطوله امم افريقيا او امم اسيا، بيديك الميديا تيكتنج وعلى ظهره ارشادات كتير قوي. انت يعني انت صحفي، بيقول لك انت ممنوع تستخدم الكاميرا، وممنوع تعمل كذا، وممنوع تعمل كذا، وممنوع في الميكس زون تقف مع لعيب تتصور معاه، وممنوع في المؤتمر الصحفي تسال اسئله بره. يعني بيديك ليست كبيره كده. انا لو
يعني ممكن المره الجايه اجيب لك التذاكر اللي انا بحضر بيها الماتشات بتاعت الصحفيين وهتشوف على ظهرها الارشادات دي. ده حقيقي ممنوع ان انت تاخد حاجه كذا، يعني حقيقه احنا ما بنخترعش العجله، العالم كله كده. انت بتاخد التذكره هي العقد اللي بينك وبين الجهه المنظمه للمباراه او الجهاز الامني اللي هو المسؤول عن تامين المباراه. ده انت دلوقتي ممنوع ان انت تستخدم الزماره، فانت استخدمت الزماره، ادي عقد وانت التذكره هي مكتوب عليها الشروط. خلفت الشروط تعالى هحاسبك، يا اما هخرجك يا اما همنعك من حضور المباريات تاني يا اما ما بنختار. هو ده يعني هو ده الحل. انت انا بشتري التذكره من تذكرتي، عليها بحط الاول كل الحاجات دي على الموقع نفسه وانا بقول موافق فانا وافقت، بطبعها له تاني على ظهر التذكره عشان لما يجي يخالف وهو في الملعب اعرف احاسبه اقول له اهو انت مكتوب لك 1 2 3 على التذكره وانت جيت في بند رقم 3 عملت اللي انا بقول لك ما تعملوش، فتعالى لو سمحت اتفضل بره المباراه. بص الصوره دي في مباراه الوداد الاخيره برج العرب. يعني لو في الصوت معانا كمان ده الوداد في المغرب ولا ماتش الاهلي والوداد؟ ده مركب محمد الخامس. طبعا الجوله السابقه وقبله كان ماتش الرجاء سامع قبله بيوم. صوت الاهازيج، صوت الجماهير. طبعا 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 طبعا. على فكره ده ليه تاثير ايجابي جدا على كل فرقه، يعني انت هتوصل لمرحله هتلاعب فرق بالشكل ده، وده حصل في مباراه الاهلي والترجي. حتى كان معايا كذا صحفي وكان زميل عزيز علاء عزت قال لما الاهلي راح تونس لعيبه الاهلي مشهد الجماهير في ملعب رادس خض معظم اللعيبه، لان كمان اللعيبه ما لعبتش في الاجواء دي. لا كمان انت لعبتك هنا لما بتلعب في وسط العدد ده في مباراه النهائي بتتخض. يعني لما بيجي لك هنا في 80-90 ألف مشجع بيشجعوك انت بتتخض. بص يعني الصوره الجميله دي. طبعا ده سيمفونيه 2011 2011 ده سيمفونيه الجماهير وكان السوق. على فكره انا اتذكر في مره يا ابو حميد بالمناسبه المغرب كان عندهم ازمه كبيره حصلت، يعني كان عندهم حادثه كبيره جدا ما بين الوداد والرجاء. الجمهور وجمهور راح عمل حاجه في محطه القطر كان حاجه كبيره جدا، ورجعوا تاني وعملوا تنظيم وسجلوا الناس بالبطاقات وعملوا الاهلي بدا النظام ده على فكره وعمل بطاقه الجماهير بطاقه المشجع وعمل ده. فالحقيقه يعني الكلام في موضوع الجماهير مش هيخلص، حله ان احنا نحط اسس وقواعد للاثنين للمشجع واللي بيدير الموضوع عشان يبقى ده عارف هو مطلوب منه ايه وده عارف هو مطلوب منه ايه، وده الحل السهل. يعني ده الحل السهل ان انت تحط لهم اللي ينفع يحصل. انما طول ما احنا بندخل الجمهور واحنا مطلوب او لا ما اعتقدش انه ده حل. يعني انت عندك خراج افتحه ونضفه واخلص، انت طول الوقت قلقان ليه؟ ما انت فتحت ودخلت الناس في البطولات الكبيره بالظبط. ماتشات الاهلي والزمالك اللي في دوري الابطال النهائي سواء هنا او هنا حضروا 70-80 ألف. وفي نقطه مهمه جدا كمان، انت الملاعب كلها دلوقتي اصبحت مطابقه لمواصفات الفيفا كمان. طبعا يعني انت الملاعب كلها فيها مراقبه بالكاميرات. يعني اي ماتش الاهلي، يعني اخر ماتش الاهلي لعبه بعدد كبير من الجمهور كان ماتش سان داونز والاهلي خسران 5 في سان داونز، وجه حضر هنا اكتر من 60 ألف حضروا الماتش في برج العرب والاهلي وجمهوره وخسران 5 والجمهور جه حضر ما حصلش مشكله والاهلي كسب 1-0 ما حصلش مشكله خرج من البطوله وما حصلش مشكله واحده وبرج العرب الجمهور خرج ومشي وعادي جدا مش حاجه. فليه يعني اللي يغلط يتعاقب، انما نبقاش طول الوقت واقفين على الواحده. يعني خلينا الموضوع نحل الموضوع لانه حله مع ان الموضوع يمشي، مش حله ان احنا كل شويه مش هينفع نسكنه. لان عايز اقول لك على حاجه اهو كلامك مظبوط، لان المراحل الجايه مش محتاجه ان احنا لسه نتكلم في القضيه، لازم الموضوع يتحل. لان انت هتوصل عندك مباراه النجم الساحلي، عندك مباراه دوري الثمانيه ان شاء الله توصل سيمي فاينال، عندك فاينال لو استاد القاهره هيستضيف النهائي والاهلي ان شاء الله يكون في الفاينال، عندك احداث اكبر. لا انا بقول يعني احنا انت الامن المصري قادر تماما على تامين كل المباريات 100%، لانه امن بطوله كبيره جدا زي كاس الامم كان فيها منتخبات كتير 24 منتخب للمره الاولى امنها وما حصلش ما فيش اثنين حادثه شغب واحده حصلت وانت المنتخب المصري خرج من دور ال 16 بطوله 23 سنه المنتخب المصري ما شاء الله كمل وحقق البطوله. وانت حضور جماهيري مرعب، حضور جماهيري مرعب في كل الماتشات حقيقي في كل المحافظات. فليه احنا كل ما نتقدم خطوه نرجع تاني 5 نتقدم خطوه؟ يعني اتمنى ان موضوع الجمهور يتحل عشان انا نفسي زهقت من الكلام فيه، انا بتكلم فيه من زمان من زمان كتير. لا بس هو احنا عرضنا لقطات من بطوله افريقيا جمهور الوداد، واحنا عايزين الفتره الجايه جمهور الاهلي وجمهور الزمالك الجماهير المصريه كلها تحضر بنفس الشكل، يكون في الحماس، يكون في الكرنفالات، يكون في مهرجانات. الجو الجميل ده هيسري الملاعب المصريه، هيكون ليه تاثير ايجابي حتى على الانديه في البطوله الافريقيه. والقواعد اللي قالها احمد زي هي مش قواعد جديده،
قواعد عامه ومحطوط على كل التذاكر في اي دوريات في العالم، والقواعد دي هو الحكم او العادل ما بيني انا كمشجع صحيح. مع المسؤول عن تنظيم المباراه او حتى الجهه الامنيه اللي بتنظم هذه المباراه. حتى كمان بيبقى مكتوب بوابات الدخول، ترتيب التحركات، ترتيب شكل الاستاد ازاي، انت الكرسي بتاعك فين، مكانك فين، يعني زي مباراه السوبر كانت في هزاع بن زايد. اي ماتش يعني، انت لو بتروح ماتش ودي احنا مباراه الاهلي واس روما اللي كانت في هزاع، او مباراه الاهلي واكس في اعتزال حسام غالي اللي كانت في هزاع برضو، هي ماتشات وديه برضو بنفس النظام. انت يعني مفيش، يعني انا حضرت في هزاع حضرت في هزاع بن زايد ماتشات وديه وحضرت ماتشات رسميه محليه اللي هو ماتش السوبر، وحضرت ماتشات كاس العالم للانديه، وحضرت ماتشات في امم اسيا. هو النظام ما بيتغيرش، يعني هو النظام، هي نفس التذكره، هو نفس الارشادات، هي نفس طريقه الدخول، هي بوابات الدخول، انت بتدخل من نفس البوابه وتحرك نفس التحركات. فليه ما بنعملش ده؟ يعني هو الاستادات عندنا واحده ما بتتغيرش صح. يعني مكان الصحفيين اللي موجود في استاد القاهره هو ما بيتغيرش، مكان الدرجه الثالثه ما بتتغيرش، الدرجه الثالثه. طب ليه يا جماعه؟ يعني ليه الموضوع صعب؟ يعني الموضوع سهل جدا. بس اتمنى ان ما نقعدش تاني نفس القعده بتاعت الثلاثه الجايه نتكلم فيه. بالثلاثه الجايه ايه؟ 2038 هنقعد في نفس الحصان. طيب 2020 طيب دي كانت جزئيه مهمه جدا زميل العزيز احمد عويس بدا بيها، والحديث عن الجمهور، وان شاء الله اللي جاي هيكون افضل، لان احنا يهمنا كمان جمهور الاهلي يحضر كل المباريات ويكون مستمتع بتشجيع النادي الاهلي، وتتهيئ للظروف ان يحضر ويشجع، وفي نفس الوقت كمان الجمهور يكون ملتزم بالتعليمات اللي تكون مطروحه وموجوده لاقامه هذه المباراه. طيب ملف ثاني ومحور ثاني، وقبل ما اتكلم فيه اطلع لتقرير بيتكلم عن ازمه التحكيم في افريقيا. التحكيم مشاكله فين؟ حلها ازاي؟ مين الحكام اللي بيسببوا ازمات؟ مشوار الاهلي مع التحكيم اللي في البطوله الافريقيه اكيد في تفاصيل كتير. نخرج نشوف التقرير بيقدم بيقول ايه، وبعد كده نرجع نتكلم في هذا الموضوع وفي هذا التقرير بعد ما نسمع التقرير، لان كلام مهم جدا بيضع حد فاصل للتحكيم في افريقيا بالنسبه للفتره الجايه. نتابع في هذا التقرير ثم نواصل حديث مع الزميل العزيز احمد عويس بعد هذا التقرير. مع انطلاق بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2019-2020 عاد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للمعاناة مع الظلم التحكيمي في إفريقيا من جديد، ليعود إلى سطح الأحداث مجددا الحديث عن التاريخ الأسود للحكام الأفارقة مع القلعة الحمراء. الأهلي تعرض لظلم كبير في مباراته الأولى بدور المجموعات أمام فريق النجم الساحلي على ملعب رادس، وذلك من الحكم البوتسواني جوشوا بوندو الذي وقف سببا رئيسا أمام فوز أصحاب الأرض بهدف للا شيء. المباراة باختصار شديد كانت فصلا جديدا من فصول القرارات التحكيمية الموجهة والمثيرة للجدل. بعدما قام الحكم البوتسواني بتقليم أظافر الأهلي مبكرا بطرد مدافعه أيمن أشرف في الدقيقة 12 من المباراة، على الرغم من عدم حدوث احتكاك وعدم استحواذ مهاجم النجم الساحلي على الكرة، كما أنه لم يكن في انفراد كامل مع حارس المرمى. لم تتوقف قرارات البوتسواني جوشوا عند هذا الحد، لكنه كبل لاعب الأهلي قيدهم تماما بالقرارات العكسية الغريبة، كما سمح للاعب النجم الساحلي بالاعتداء على نجوم الأهلي في الكثير من اللعبات المشتركة سواء أكانت الكرة معهم أم لا. في المقابل كان أي تدخل من لاعب الأهلي على لاعب النجم الساحلي تنطلق صافرته بالإشارة لمخالفة. وما زاد الطين بلة، عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي في الشوط الأول، عدم احتساب مخالفة صريحة في الوقت الضائع على خط منطقة الجزاء لصالح رمضان صبحي. لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تواصل تخبطها واختياراتها العشوائية لحكام دون المستوى في مباريات الأهلي، هو ما كلف الفريق خسارة بطولتين متتاليتين وصل فيهما المارد الأحمر للمباراة النهائية أمام الوداد البيضاوي المغربي ثم الترجي التونسي على الترتيب. هذه الواقعة المؤسفة لم تكن الأولى وأعادت للأذهان معاناة الأهلي مع الحكام الأفارقة. لا ينسى أحد لمسة اليد الفضيحة من إنرامو مهاجم النجم الساحلي في مرمى الأهلي أمام أعين الحكم لامبيتي، ما تسبب في وداع الأهلي للبطولة الإفريقية من الدور النصف النهائي.
قبلها ارتكب الحكم الجزائري كريم داحو خطأ قانونيا فادحا ضد الأهلي بعدما ترك فريق الرجاء المغربي يلعب 5 دقائق في الشوط الثاني ب12 لاعبا في لقائه مع الأهلي في ختام دور المجموعات للبطولة عام 99. كما كان الأهلي على موعد مع جريمة جديدة من الحكم المغربي عبد الرحيم العرجون في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والنجم الساحلي عام 2007 عندما تسبب بقراراته الظالمة في حرمان الأهلي من اللقب القاري الهام. إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فاض بها الكيل، لم تقف صامتة إزاء محاولات حرمان المارد الأحمر من حلمه بمعانقة الأميرة الإفريقية من جديد. فصعد عقب مباراة النجم الساحلي ضد التحكيم الإفريقي بشكواه للكاف والفيفا محذرا من تكرار هذه التجاوزات والظلم الواضح بحق الفريق. اهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا التقرير، والاستاذ احمد عويس كان ليه كلمه مهمه جدا عايز يقولها واحنا لسه بنعرض التقرير، بس اتمنى يعني ما يكونش عدم احساس بالفتره الجايه، لا ان شاء الله في تطور او في جديد هيحصل، يعني ما يكونش مثلا عنده ايه احساس ان الفتره الجايه هتبقى وحشه، ان شاء الله يبقى في تطوير في التحكيم الافريقي. انا بحاول الحقك، انا ما عنديش امل خالص في التحكيم الافريقي. ما عندكش امل؟ لا خالص ما يعني بيعملوا جرائم، يعني الحكم بتاع ماتش ترجي وفيتا كلاب الراجل رايح انفراد والحكم يعني بيصفر مصنف. طبعا حكم مصنف الحكم الحكم يعني الحكام الكبار، الراجل رايح هو يعني رايح انفراد من نص الملعب زي بالظبط عامله زي كره محمد صلاح كده لما كنا بنلعب نيجيريا هناك، بس الحكم سابها. لا ما سابهاش، احنا جبنا جول التعادل والكره الثانيه صلاح كان رايح صفر لوحده صفر. وقال للعيبه يعني ما يعني كنا هنموت لانه لو تفتكر الملعب كان هناك في نيجيريا في نيجيريا الجمهور كان في يعني كان في حوالي 40,000 في المدرجات وفي حوالي 85,000 على التراك. فطبعا الحكم انقذ نفسه وانقذنا والمباراه كانت بتلعب ما كانتش بتلعب في العاصمه، كانت بتلعب في مدينه نائيه فالحقيقه الموضوع كان صعب يعني. فهو نفس المشهد بالظبط، الراجل رايح انفراد هيضيع بقى هيجيب لي حاجه ثانيه يعني. هو حتى كان بيشاور لعيبه فيتا كلاب على الساعه انه الماتش خلص، ولكن هو العشر ثواني دول يعني كان في ضايع اكتر منهم يعني. لو الهجمه دي للترجي يعني، لو الترجي رايح الانفراد ده والماتش 0-0 والكره دي الترجي كان هيصفر يعني. لو الترجي رايح هو جول وانفراد بالمنظر ده اعتقد انه لو صفر ما كانش روح، ما كانش خرج من الملعب. فالحقيقه لا، التحكيم الافريقي مفيش منه امل الحقيقه، حتى لو في كلام محتاج زي ما انفنتينو قال كده ان احنا ناخد مجموعه ننفصل بيها عن الواقع ونشتغل عليها لوحدها عشان مجموعه جديده. هو قال انه هناخد 20 حكم من المميزين ونبدا نعمل لهم دورات تدريبيه عشان نحل ازمات التحكيم، لان ازمات بلا يعني ازمات طول الوقت ما لهاش حل يعني. وبعدين واضح المجاملات لشمال افريقيا بقت فجاه يعني، وعشان واضح انه يعني احنا بنتكلم وبنقول وبنهاجم وبتاع، واضح انه افريقيا السمراء ناس طيبين ما بيتكلموش، بيتظلموا طول الوقت محدش فيهم بيتكلم. فاعتقد من رئيس اللجنه جيبوتي ربنا يوفقه ليه دور ولا بعيد؟ ما اعتقدش انه ليه دور. اللي بيحصل في تعيينات التحكيم بيقول انه ملوش دور يعني. واضح ان لسه السيطره التونسيه على الموضوع لسه موجوده، ولكن اتمنى ان الموضوع يتحل يعني، لانه الكلام كتر يعني. يعني حتى زي ما قالوا الترجي لما راح كاس العالم الانديه اول ماتشين خسرهم عشان التحكيم اتمنى ان الموضوع يتحل يعني. بس شيء طيب ان احنا لقينا حكم مصنف يعني. انت شايف ان ايريك اوتوجو الحكم الجابوني ظلم فريق فيتا وكان المفروض اقرب من ان هو يسيب له الفرصه الاخيره حتى لو في الثواني الاخيره، لان هو رايح انفراد بالمرمى، لكن حكم مصنف راح تونس ما كانش بيحصل ده حتى في الادوار الاولى. ما حصلش خالص في الادوار الاولى بعد شكوى الاهلي. انت في الماتشات اللي راحت في الاول اللي كانوا بيروحوا يلعبوا في تونس كانوا حكام غير مصنفين درجه 5 يعني. الحكام اللي حكم ماتش الاهلي والنجم الساحلي ده حقيقه حاجه خيال يعني. ما ينفعش يلعب دوري مجموعات خالص حكم بكير يعني. انا الرشيق عنه. قصدك على جوشوا بوندو؟ طبعا كان بعيد تماما عن الجوله اللي فاتت، ما حكمش ولا مباراه في دوري الابطال ولا الكونفدراليه. ما اعتقدش هيحكم تاني. اتمنى يعني اعتقد مش هيحكم تاني بعد الجرائم اللي عملها في ماتش النجم، ولكن عدينا يعني الموضوع. والحقيقه النجم مش هو الفريق اللي يخوف، رغم انه كسب بلاتينيوم في زيمبابوي 3-0، ولكن في ماتش الاهلي كان مستوى ضعيف جدا وكسبان بكارثه الحكم اللي في الدقيقه 10،
وفي ماتش الهلال لا الهلال ما فيش هجمه يعني. جاله حكم مغربي الجعفري الحكم المغربي اللي ادار مباراه الهلال او النجم الساحلي الهلال رائع ده من الحكام المصنفين برضه طبعا ما فيش الهوى. انا شفت الماتش ما فيش الهوى الحقيقه كان حكم رائع. واعتقد انه الحكم اللي هيجي الماتش الاهلي والنجم هنا اعتقد انه ممكن يبقى فيكتور جوميز يعني اعتقد. بس هل لو جالك فيكتور جوميز او جالك حكم مصنف مباراه الاهلي والنجم في القاهره ده مقياس انك رميت حجر في المياه الراقده او نورت لمبه حمراء على فكره الحكام المصنفين، ولا هيبان اكتر لما اطلع العب بره ويجي لي حكم مصنف بره؟ ما انت رايح بلاتينيوم هنشوف هيبقى اصل ماتش بره الاهلي مش مقياس هيتعاملوا على ماتش بلاتينيوم. ما انت فاضل لك الماتشين بره الهلال والنجم فاضل لك الهلال بس اللي بره ماتش بلاتينيوم بالظبط. فماتش الهلال حسب على فكره منافسه حسب الموقف لو الماتش بقى مؤثر في الصعود. واعتقد ان شاء الله ان احنا مش هنستنى الماتش الهلال باذن الله هنكون حسمنا الصعود قبلها مش هيجيب حكم يعني حكم عليه العين يعني انما لو الموضوع مقفول ووصلنا لانه الماتشات هتبقى حاسمه لانه خلاص الصعود اتحسم بين الاهلي والهلال والنجم حقيقي. فلو الماتش هيبقى فريق محتاجه اعتقد انه هيجيبوا حكم مصنف واعتقد الاهلي في اخر ماتشين في الجولتين هيبقى عنده حكام مصنفين. بس انا يهمني انا طبعا يجي لي حكم مصنف عشان يدي الحق للفرقتين بس انا بره مصر محتاج اشوف بقى الحكم المصنف ده يجي لي بره. ما هو ماتش الهلال القياس بقى ماتش الهلال وبعد كده انت ماتشات دور الثمانيه كده كده هيبقوا حكام مصنفين. هو خلاص مش اي مصنفين هو خسرك الاول يعني هو ضربك اول ماتش وخلاص يعني الموضوع عدى يعني. فاتمنى ان الحكام يعني ما نشوفش الجرائم يعني اصل في حاجات بتبقى ممكن تعدي انما في وقائع بتبقى جرائم. التقرير عرض طبعا مشوار لا لا غير جيد يعني احنا عندنا في ماتش النجم اللي الاهلي رجع وخسر هنا في 3-1 بتاع العرجون كان في كميه جرائم هناك كان في ضربه جزاء لبركات وبركات خد الانذار الثاني وتوقف عن مباراه العوده وكانت يعني هو ما ادكش ضربه جزاء الماتش ده كان 0-0 ما ادكش ضربه جزاء وبعدين تلاقي الاهلي طول الوقت بيتظلم وماسكين مثلا في حالتين في ماتش الصفاقسي اللي هو اتحسب واللي كان كورتين تسلل في كوجا يعني تلاقي مثلا انت تقعد تتظلم 34 سنه ويجي في كورنر يقول لك انت كان ليك كورنر يا جماعه الاهلي جامل في كورنر يعني فيبقى العرجون ظلم وفلان ظلم ولامبتي ونيلامبتي في كره يعني بالايد وحاجه يعني ده يضربه بيعمل ارسال طايره جرائم وتيجي تقول لك اصله الاهلي كوفي كوجا كان في ما هو حامل راي يا جماعه حامل راي كورة ما كانش تسلل بس حامل راي. والحقيقه انه الماتش ده الاهلي مسيطر عليهم ضيع فرص 50 فرصه يعني مش الكره دي اللي كسبته البطوله او اللي اديت له الماتش طبعا كلام كتير قوي ولكن الاهلي طول الوقت في افريقيا بيتذبح من الحكام ماتش طول الوقت انا بقول الكلام ده ماتش الازمه الكبيره ماتش سان داونز الحكم بيدي ضربه جزاء في الدقيقه الاولى من الشوط الثاني اللي خلت الماتش بقى 4 وقلبت الماتش الجول الخامس اللاعب بيريح الكره بايده وبيدخل بقى 18 بيجيب الجول الخامس هدفين الحقيقه اللي بوظوا الدنيا يعني انت الكوره الشناوي شايل الكوره والكوره ما فيهاش حاجه خالص حسب ضربه الجزاء انت بتحاول ترجع في بدايه الشوط الثاني من اول لحظه الحكم بيدي عليك ضربه جزاء بيقفل الماتش تماما الجول الخامس الكوره الراجل شايلها على ايده وداخل بيها يعني شايلها كده وداخل بيها ولكن الحقيقه برضو عشان الناس تبقى فاهمه جمهور الاهلي ما اتكلمش ليه على ده وعلى ان التحكيم ظلم الاهلي ما جاش في الماتش ده فالحقيقه ما وقفناش عندها قوي ما وقفناش عندها بالظبط انما لما تيجي تقف عندها تحكيم لا الاهلي ظلم تحكيميا في المباراه دي انما مش هتقفش عندها ليه لان الاهلي كان وحش لان انت لما تخسر ويبقى نجم المباراه محمد الشناوي لا كان لازم عندك اخطاء لازم تتصلح فعشان كده ما حدش وقف عند التحكيم انما لما تيجي عند التحكيم في مباريات كتير قوي بتتظلم لازم تتكلم مباراه النجم هناك ظلم باين يجي برضه يقول لك ايه مباراه النجم الساحلي مباراه اسف الترجي اللي كانت هنا في النهائي اصل الحكم جامل الاهلي طب ما هو ده في فار يعني في فار ورجع للفار مهدي عبيد الجزائري ده اختفى ما هو في فار والحكم رجع للفار وحسب انا مالي يعني الحكم رجع للفار وحسب فانت بتجي تحاسبني على حكم رجع للفار وحسب ضربه جزاء في كوره كان فيها شد وجذب يعني فانت بدات تتكلم على لقطه بليد ازار كلام كتير قوي ملوش معنى بيقعد يتردد وبيبقى وكانه يعني عارف انت المظلوميات اللي هو البكائيات الناس تقعد تمسك في حاجه وتقعد تعيط فيجي يقول لك ايه اصله هدف حسن شحاته سنه 84 ضيع الدوري والزمالك الماتش اللي بعده خسر يعني
يعني ذلك الماتش اللي بعده خسر، يعني الدوري ده منتهي تقريبا فرق 6 نقط. يا جماعه مش النقطه، مش النقطه دي، لان الدوري ساعتها كان بنقطتين والماتش خلص تعادل. مش النقطه دي على فكره اديت لكم الدوري، يعني 6 نقط دي 3 ماتشات. يعني يا جماعه يعني افهموا يا جماعه الموضوع مش للدرجه دي. يعني انا مش فاكر 6 نقط قوي، بس هو ما انتهاش بسبب المباراه، بسبب المباراه دي، بسبب مباراه واحده. فطبعا يعني طول الوقت ما هو الاهلي في ماتش، في مره كان الاهلي الماتش انتهى تعادل، الكابتن ربيع ياسين جاب جون بالهيد واتلغى، كان جون صحيح 100%. ليه لما بفتكرش ده؟ لان انت مش هنقعد واقفين، ولكن الاهلي في افريقيا الظلم بيبقى واضح طول الوقت، الاهلي بيعدي الكلام ده. فاتمنى ان التحكيم يتحسن يعني في الفتره القادمه. الفار في التحكيم في افريقيا هيبقى ايجابي ولا سلبي؟ ايجابي طبعا، بس ننسى اللي حصل في النهائي اللي فات، لان النهائي اللي فات ده كل السلبيات حصلت. لا ده ما كانش فار. لا 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 ده كان فار. ما كانش فار يعني. لا والغريبه انه الفار يعني مباراتين نهائي على التوالي، على التوالي مش موجود في ملعب الترجي. يعني الحقيقه يعني القطعه اللي تاهت دي تاهت في 2018 وتاهت في 2019. انت مش ملاحظ حاجه؟ ايه انت مش ملاحظ حاجه؟ ان احنا بنتكلم على الملاعب المرشحه لاستضافه النهائي، ما اتذكرش من ضمنها ملعب رادس. ما اعرفش هل ممكن يطلعوا بيه في الاخر ويفاجئونا ولا بعد موضوع الفار. اصل موضوع الفار ده كان حاجه مزعجه جدا يعني. يعني موضوع الفار ده حاجه مزعجه جدا. انت يعني ماتش الاهلي حصل ما فيش فار، ماتش الوداد ما فيش فار. يعني اشمعنى الملعب ده؟ يعني اشمعنى الملعب ده اللي الفار ما بيوصلوش؟ يعني ما فيش كهرباء، ما فيش فيش شغلوا بيه الشاشه ولا ايه؟ شاشات صغيره، ما عندهمش شاشات يشغلوا بيها الفار. الحقيقه صعبه جدا. وبعدين في سبب، يعني في سبب، يعني طول الوقت في سبب. يعني انت اصل قطعه كانت جايه من جزر تيمور الشرقيه، مشحونه مش عارف منين جايه، فين فراحت الارجنتين بدل ما توصل اسبانيا. حاجه طبعا هزار يعني بالزبط. يعني هزار. انت بتتكلم على بطوله هي تقريبا الثانيه. لا هو ما بيتقالش في الاجتماع الفني كمان. انا اتذكر كابتن محمد يوسف لما كان بيتكلم على القصه دي قال لك انا ببدا الماتش الحكم بيصفر، فقمت ببص على الشاشه لقيت الشاشه مش شغاله، فبسال الحكم الرابع قال له اقعد. لا ما هو وقبلها بيوم بيكلمونا في التعليمات والمعايير والفار بيطبق ازاي وايه الحاجات اللي تطلب فيها الفار والحاجات اللي ما تطلبش فيها الفار. في الاخر الفار اصلا ما كانش موجود. لا ما هو واضح ان الـ 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 الموضوع في تونس لطيف يعني. فاعتقد انه الفار وبرده السنه دي اعتقد انه هيتطبق من دور الثمانيه تقريبا. من دور الثمانيه؟ اعتقد يعني بتهيألي. ده يبقى شيء عظيم لو حصل. البطوله العربيه طبقت من دور الثمانيه. البطوله العربيه لها وضع ثاني خالص. ماتش الاتحاد والاسماعيلي كان فيه فار. كان فيه فار بتاعنا يعني بلدي كده جميل لطيف جدا. شفت فيه حاجه، شفت فيه عجب. يعني شفت فيه لقطه فار فيها مدير فني، يعني ما اعرفش ازاي. يعني لقطه فار بتتعاد كوره كان في شكل ضربه جزاء للاتحاد تقريبا، وكان طالع فيها المدير الفني، ما اعرفش طالع فيها المدير الفني ليه. يعني فيها كادرات كتير. فيها كادرات كتير، فيها مدير فني بيوجه تعليمات. معرفش هل كان في مشكله مع المدير الفني في الفار ولا ايه. ما حصلت حاجه مهمه قوي في الدوري الانجليزي. المجلس الاتحاد الدولي اعترض على طريقه استخدام الفي ار في الدوري الانجليزي، وقال ان الفي ار له شروط معينه لكن مش بالشكل اللي اتطبق بيه الدوري الانجليزي. اصل الدوري الانجليزي وعمل تحذير للموضوع ده. اصل الدوري الانجليزي بيشتغل بالسنتيمتر بيحسب بالمكعبات، بيحسب بالملي، واللعيب لو حواجبه طويله ممكن ما يبقى تسلل بحواجبه. لا حاجه غريبه جدا ده. لو مقاس الشوز بتاعه اكبر شويه ومعدي يقول لك اوفسايد. شفت في ماتش ولفرهامبتون الكوره ما فيهاش حاجه خالص، يعني ما يعني بملي. فطبعا هو الفار مش معمول، هو اصل هو كده بيقتل تماما متعه الكوره، المتعه بتاعت الكوره. الموضوع مش كده يعني، مش بالملي والسنتي لا. فواضح انه الموضوع. وبعدين فكره انه حكم الفار هو صاحب القرار النهائي، اعتقد ان هي مش صحيحه. لازم الحكم، مفيش شاشه في الملعب، هو حكم اللي بيديله القرار. حكم بيدي الغرفه، بيدي الحكم الغرفه القرار للحكم، والحكم هل يقول ولا ما يقولوش. يعني هل يقرروا ولا ما يقرروش، دي حاجه ترجع له. يعني هو الحكم صاحب القرار، لكن الحكم ما بيشوفش. يعني الحكم ما بيشوفش الحاله انه يديها ولا ما يديهاش. معرفش ليه، يعني ليه مفيش شاشه في الملعب. انا مش عارف ايه الحكمه عند الاتحاد الانجليزي انه يعمل ده. هي 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 يعني هل هم ليهم حكمه او حاجه في الموضوع؟ انا ما اعرفش. يعني انا ما شفتش في العالم كله حد بيطبق الفار كده. هو الحكم بيدي الاشاره بيروح يشوف عشان ياخد قراره. هم بيقولوا لا فيها شك كذا كذا كذا، فتعالى شوف، فبيروح يشوف. هم لا، الحكم في الدوري الانجليزي ما بيروحش، رغم انه بياخدوا وقت اطول. يعني بيقعدوا يفكروا اسبوع لحد ما ياخدوا قرار. يعني هل هم عاملينها توفيرا للوقت والنفقات عشان ما يروحش لغايه عشان يوفروا يوفروا شاشه في الملعب، ما يجيبوش شاشه؟ ما اعرفش.
ولكن وياخدوا وقت اطول ويقعدوا يدردشوا ويتكلموا وبتاع ويشربوا يعني ويشربوا شاي يقعدوا يعني يرغوا كتير وفي الاخر تلاقي قرار في ازمه يعني. فاعتقد انه كلام الاتحاد الدولي طبعا صح واتمنى انه ما يبقاش الدوري الانجليزي هو الحقيقه متعه كره القدم في العالم. متعه كره القدم في العالم طبعا طبعا لكن طبعاً. الفار هناك بالمقارنه بالفار في افريقيا انت تتوقع لو اتطبق مبكرا يبقى من دور الثمانيه لكن هي المباراه النهائيه اكيد لا لا في البطولتين مؤكد في البطولتين مؤكد واتمنى ان الاتحاد الافريقي يطبق الفار من بدري في البطوله لانه عنده الامكانيات وعنده بس في هتبقى ازمه ماليه عند الاتحاد الافريقي هتبقى محتاجه مصاريف ماليه كبيره اتمنى انه يقدروا خاصه يعني. في ظل الحوكمه والهيكله اللي بتحصل الفتره الحاليه على في التدخل مع تعديل موضوع الرعايه والبس الفضائي قله الايرادات بالظبط كده بالظبط كده مش البث الفضائي لسه القنوات النقل هي محتفظه بيها زي ما هي ما حصلش تغيير مش لحين اجراء اعتقد انه العقود مكمله حسب معلوماتي لان العقود اللي بيعملها الكاف في العقود الرعايه بتبقى عقود ثلاثيه فهو غالبا خرج الشركه الراعيه من الموضوع وهيبقى يعمل تفاوض ثنائي بينه وبين الناس لان لسه الرعاه موجودين لسه الشركات الموجوده للراعيه للبطولات موجوده زي ما هي في الملاعب هتلاقي في الـ في الـ في اعلانات الملعب هتلاقي الشركات موجوده زي ما هي. طيب الفار ممكن يطبق في الدوري المصري؟ بيقولوا انه هيطبق من الدور الثاني بعد ما قالوا ان احنا هنتكفل الاستاذ عمرو الجنايني قال ان دي هديتنا للكره المصريه وبعدين قال لا دي نص هديتنا للكره المصريه وبعدين قال لا احنا عايزين هديه من الانديه عشان هم يعملوا الفار فما اعرفش هل الهديه هتبقى يعني هتطلع امتى بس قانونا الانديه مالهاش علاقه بالتنفيذ التقنيه ولا بدفع مصاريفها لان بروتوكول تطبيق التقنيه هي اولا التقنيه اصلا كل 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 الدخل بيدخل للاتحاد المصري كره القدم هو من الانديه مظبوط هو الاتحاد يملك ايه مش منتخب بس بيلعب كام ماتش في السنه المنتخب ان بطوله الدوري دي مش الانديه اللي تلعبها حقيقي الحقوق اللي بس بياخد نسبه منها تسويق اسم البطوله وبيعها ده مش الانديه مزبوط. يعني لو الانديه مش تلعب الدوري الاتحاد هيجي له فلوس رعايه لو الانديه مش تلعب كاس مصر الاتحاد هيجي له عقود رعايه فالحقيقه فكره ان انا والنبي الدنيا عشان اعمل لكم الفار الحقيقه ده مش حقيقي يعني ده غلط انت عندك فلوس وعندك ايرادات للاتحاد هو انا عايز افهم هو هل الاتحاد بياخد عقود الرعايه عشان المنتخبات بس وعشان المنتخبات والبطولات المحليه بياخد منتخبات البطولات المحليه في جزء من عقد الرعايه اللي داخل له خاص بالبطولات المحليه فلازم يصرف منه على البطولات المحليه ويصرف من الجزء الباقي على المنتخبات مظبوط خلينا كمان نسبه العقود خلينا نروح المنتخبات بقى احنا عندنا فين المنتخبات هو اول واولمبي ومرتبات يعني الأجهزة. لو مرتبات الاجهزه بس وهي الحقيقه لا وفي دعم من الاتحاد الدولي وفي دعم الاتحاد الدولي فالحقيقه انت وفي دعم وفي بس فضائي للماتشات والمنتخب الاولمبي هيجي له دعم اساسا من الاولمبيات عشان المشاركه عشان المشاركه فالحقيقه لا يعني الحقيقه انه عنده دخل وعنده دخل يغطي لانه اعتقد ان عقد رعايه الاتحاد المصري لكره القدم كان 450 مليون جنيه رقم كبير جدا في خمس سنين فاعتقد انه سهل جدا يطبق الفار لانه هو اساس دخله هي البطوله المحليه لو البطولات المحليه دي ما انتظمتش وعملت مباريات كويسه ما فيش دخل يا ابو حميد ده هو كمان زود موارده بعد ما قال لك 3% على عقود اللعيبه ده قال لك كمان 3% على عقود المدربين بياخد من عقود اللعيبه وبياخد من عقود المدربين وبياخد من البث الفضائي وبياخد من البوفيه بتاع الاتحاد يعني بياخد من كل حاجه فالحقيقه انا ما اعرفش يعني هو كان الاستاذ عمرو الجنايني هو راجل فاضل يعني بعد ما الاول قال ان احنا هنعمل وبعدين رجع في كلامه وبعدين الحقيقه يعني انا عندي برضو ازمه كبيره جدا كل ما تسال على حاجه فيقول لك الملف في ايد محمد فضل كابتن محمد فضل فملف الاستبدال في ايد محمد فضل ملف الفار في ايد محمد فضل ملف السوبر في ايد محمد فضل ملف الشيبسي في ايد محمد فضل ملف الامن في يا جماعه ما استاذ عمرو حضرتك بتعمل ايه يعني حضرتك يعني هل هو يعني هل احنا نتعامل مع محمد فضل ان هو رئيس اللجنه الخماسيه للاتحاد المصري لكره القدم بصفته لاعب كره سابق طب انت كلمت محمد فضل سالته في الملفات دي لا الحقيقه ما كلمتوش بس هو الحقيقه ده اصل ده كلام الاستاذ عمرو يعني هو يعني مش كلامنا احنا يعني كل ما حد يساله الملف يعني في ملف السوبر مع فضل هو حتى امبارح رئيس لجنه المسابقات او مدير اداره المسابقات لما اتسال على ميعاد السوبر قال الملف مع كابتن محمد فضل ما هو اي حد يعني هو انت لو دلوقتي رحت عايز تعمل مكالمه في وانت قاعد في الاتحاد تتصل بالتليفون استاذن كابتن محمد فضل الحقيقه مع كل احترام محمد فضل هو بس فكره توزيع الملفات او الاجابات حتى للاعلام هو فضل مجتهد وشاطر وعامل حاجات كتير قوي كويسه وعامل انجازات لطيفه جدا الفتره اللي فاتت ولكن هو الحقيقه ما انتوا جايين ليه؟ ما كنا جبنا محمد فضل وخلاص
يعني كنا جبنا محمد فضل مدير تنفيذي للاتحاد خلص كل ملفاته وخلاص، انما احنا جبنا ما هو احنا جبنا لجنه خماسيه لاداره الكره المصريه في الفتره الانتقاليه لحين اجراء الانتخابات بعد اولمبياد طوكيو. طب احنا ما كنا جبنا لجنه محمد فضل لاداره الانتخابات لحين اجراء الانتخابات بعد اولمبياد طوكيو؟ يعني انتوا يا جماعه جايين تعملوا ايه؟ يعني مع كل الاحترام للخمسه اللي موجودين، فضل في الاخر انسان وبني ادم وكل الملفات دي على كتفه كتير، يعني كتير. هل انتوا مستسهلين الموضوع وسايبين فضل؟ يعني ملف الجهاز الفني المنتخب كان مع فضل، ملف السوبر مع فضل، ملف الاستبدال مع فضل، ملف تاجيل المباريات حسام الزناتي بيقول مع فضل. طب هو فضل مش سوبرمان؟ هو مش يعني مش راجل باربع ايدين وبيطير في الهواء عشان يجيب وقت لكل ده؟ حقيقة يعني اعتقد انه كتير. طيب انت بنسبه كام تتوقع ان الفار هيتطبق في الدور الثاني؟ سالب 5%. سالب 5؟ اه طبعا. ده حقيقي؟ اه طبعا. ما في استحاله يعني انت لا حكام اتدربوا ولا اتفقوا مع شركات ولا خدت اصلا موافقة. ولا خدت موافقه الاتحاد الدولي البدايه، ولا ده احنا عشان نعمل ماتش الاتحاد الماتش الاتحاد والاسماعيلي فار رحنا عملنا ماتش 45 دقيقه على استاد اسكندريه والفار طلع زي ما شفنا. يعني ما عرفناش نعمله اصلا. فانت بتتكلم في ايه؟ صعبه. يعني وقالوا كمان قالوا شق غير قانوني لما قال لك الانديه تساعد معانا وتساهم. انت الفار جزء من قانون اللعبه. يعني هنعمل جمعيه؟ يعملوا جمعيه مثلا؟ كل واحد يدخل باسم مش يعني فاهم يعني. هقول لك على جزئيه ثانيه كمان هم اهم، يعني هم لو سالوا كابتن جمال غندور، كابتن جمال غندور قال لهم لا ما ينفعش. ايوه انا ليه ما ينفعش؟ ادفع فلوس ليه في الفار ولا هبقى يعني؟ لا انا مش مسؤول، مسؤول عنه طبعا، مش مسؤول عن قانون اللعبه طبعا. ما هو الفار ده جزء من قانون اللعبه، من تطبيق قانون اللعبه. انا كنادي ادفع في حاجه لها علاقه بقانون اللعبه؟ لو انت الاتحاد المنظم بتعمل ايه؟ ده بروتوكول. بالظبط. الفار ده بروتوكول، الفي ار التقنيه ده بروتوكول. البروتوكول ده انت كاتحاد منظم انت المسؤول عن تنفيذ قانون اللعبه. صحيح. مش انا كنادي. صحيح. ولو دفعت ده انت هتدخلني في قصه تانية. طبعا. لا موضوع صعب جدا، واتمنى ان هم يقرروا يعملوه، ولكن ما عنديش امل انه يتطبق يعني. وفعلا انت مثلا دلوقتي دفعت في موضوع الفار وفي ملاعب ما ينفعش تستضيف الفار، هروح العب فيها ازاي؟ بالظبط. يعني وبعدين انت هل هتقرر بعد كده؟ اولا الفار ده ليه مكان محدد؟ هو طبعا كان في فكره انه تبقى عربيه اذاعه خارجيه زي ما اتعمل في كاس الامم. كاس الامم كان عربيه اذاعه خارجيه وبتاع، وكانت حاجه بتتعمل كده، اتعملت كويس بس اتلحقت يعني. تمام. مفيش الحكام نفسهم ما تدربوش على الاتصال، ما جاش اصلا محاضرين يدربوه. يعني اصله الفار ده ليه طريقه بتتدرب، هو 5 شهور يعني، حتى الحكام ما تقلهمش طريقه عمل الفار خالص. يعني وما عندكش العدد اللي يسمح بتطبيق التقنيه اصلا. بالظبط. انت بتتكلم في 2-3. طيب ده ملف كان مهم جدا، هو ارتبط اصلا كمان بالتحكيم الافريقي، لان الاثنين مرتبطين ببعض. لان كمان عندنا في مصر موضوع التقنيه مع الاتحاد الافريقي مع الاتحاد المصري لسه الامور فيها تشابك كبير. طيب دوري ابطال افريقيا مين اول المجموعه؟ انا وجهه نظري الاهلي ولا النجم ولا الهلال؟ بص هو في الاخر هتبقى المواجهات المباشره، ولو تساوي الثلاثه يبقى المواجهات المباشره بين الثلاثه. في الاخر ازاي؟ اللي هو ايه؟ بعد 6 ماتشات. بعد 6 ماتشات. انما دلوقتي دلوقتي ما تقدرش تحسمها غير بالاهداف، مين جاب اهداف اكتر، فيبقى النجم الاول، الاهلي الثاني، الهلال الثالث. بس اللائحه بتقول المواجهات المباشره ثم فرق الاهداف. ايوه لائحه، ما هو فين التكافؤ في المواجهات المباشره؟ هل الاهلي لعب النجم في تونس ولعبه في القاهره، ولا الهلال لعب الاهلي في الخرطوم ولعبه هنا؟ مفيش. انت كل فريق لعب ماتش بره وماتش جوه. بس ماتش بره وماتش جوه ضد فرق مختلفه. يعني الاهلي لعب النجم في تونس ولعب الهلال هنا، الهلال لعب الاهلي هنا، ده بالعكس، ده الهلال لعب ماتشين بره. الهلال لعب مع الاهلي هنا ولعب مع النجم في تونس. يعني الهلال، يعني لو انت هتقيسها، الهلال لعب ماتشين بره، فالهلال هو الاول. يعني لعب ماتشين بره ارضه، لو حسبتها فرق الهدف بهدفين فالحقيقه ما ينفعش تتحكم. يعني ما ينفعش تحكمها. دلوقتي ما ينفعش تحكمها وانت بتلعب في نص جوله. في نص الدور المجموعات. 3 ماتشات بس. 3 ماتشات بس، لانك الاهلي لعب ماتش وماتش، النجم لعب ماتش وماتش، الهلال لعب الماتشين اللي بره، يعني الهلال عنده ماتشين على ارضه. الهلال كسب ماتش وخسر ماتش، الماتشين اللي بره ارضه. عنده 2 في 2، يعني 2 جاب هدفين ودخل عليه هدفين. فانت لما يلعب على ارضه هو ليه افضليه لما يلعب على ارضه. طيب. سواء مع الاهلي سواء مع النجم. موقع الكاف هو اللي خلق الازمه، لانه وهو بيكتب او بيعمل تصور لترتيب الفرق، جه عند المجموعه الثانيه في الجدول حط الاهلي ثاني. في تقرير المباراه حط الاهلي ثالث. هنا ابتدت في اجتهادات، يعني الناس مش اجتهادات، في مواقع خدت كوبي من الاتحاد الافريقي، قال لك الاتحاد الافريقي اللي حاطط كده. اصل محمد لحد دلوقتي يعني كل ده مش مؤثر في حاجه.
انت تبدا تتكلم على ترتيب المجموعه لما يعني هل الاهلي دلوقتي هيفرق معاه انه بقى تاني او ثالث او رابع؟ هو الاهلي عارف انه عنده 6 نقط زيه زي النجم والهلال، الهلال عارف انه عنده 6 نقط زيه زي الاهلي والنجم، النجم نفس الموضوع. فمش فارق معاهم الترتيب دلوقتي، الترتيب هيفرق لما في الجوله السادسه، لما نرجع في الجوله السادسه نبقى عارفين. بس طبعا لازم من دلوقتي يبقى كله عامل حساباته انه الجون هيفرق، الجون هيفرق، المكسب بره هيفرق. عشان كده قلنا الهدف اللي جابه النجم في اخر دقيقه واحنا نايمين ده يعني كان مزعج جدا، اللي جابه الهلال اسف كان مزعج جدا، ممكن يلخبط لنا الحسابات، يبقى نبقى محتاجينه في الجوله الاخيره. بدل يعني الهلال كده لما تدخل في مواجهات مباشره مع الهلال بدل ما كان محتاج يكسبك 3-0 عشان يتفوق عليك في المواجهات المباشره، يكسبك 1-0 بقى تفوق عليك في المواجهات المباشره. مظبوط. فجول فوتيس ملوش لازمه، عمل لك ازمه، ولكن ان شاء الله مش هنوصل لده. انا يعني عندي يقين ان شاء الله ان احنا هنحسم الموضوع ده في مباراه البلاتينيوم، ده مهمه جدا لازم تكسب طبعا الأول. ما ملهاش لا لازم تكسب الأول. ما ملهاش يعني انت لو كسبت بلاتينيوم ان شاء الله يوم 10 وكسبت النجم يوم 20 تقريبا 25 كسبت النجم بقيت 12 نقطه اعتقد الموضوع اتحسم تماما قبل ما تذهب للهلال في الجوله الاخيره. الهلال والنجم اصلا هي يعني برده تتوقع مباراتهم مع بعض في السودان تبقى ايه؟ تعادل، ودي افضل نتيجه للاهلي طبعا. طبعا هنا يبقوا سبعات، انت هتبقى 9 تكسب النجم، هنا بقيت 12 خلصت الموضوع. يعني خلصت الموضوع. اذا القول الفصل في التاهل تكسب بلاتينيوم في زيمبابوي باذن الله ثم تفوز على النجم في القاهره. بقيت 12 نقطه خلاص ما حدش هيجي لك يعني لان الصداره مهمه. طبعا الصداره مهمه برضو يعني الصداره مهمه. احنا تصدرنا في البطوله اللي فاتت ولعبنا المباراه الاولى بره وما كناش موفقين، ففكره اللعب بره وجوه بقت مش بالعكس. انا عندي نلعب اول ماتش على ارضي احسن بنتيجه كبيره واريح نفسي قبل ما اخرج، اريح كتير ما تروح ولا قدر تتعرض لنتيجه مش لطيفه ترجع هنا وما تعرفش تحسم ويبقى اللي عليك ضغوط. فكره الحسابات مظبوط. يعني انا طول الوقت ببقى الا في النهائي بقى، في النهاية انت تلعب النهاية في ارضك هنا حاجة مختلفة. خلاص نأجل الحديث في الجزئية دي لغاية شهر 1/2 ان شاء الله، 1/2 نتكلم فيها لما تخلص الجولات بإذن الله. بس هي مهمة جدا الموضوع، اللائحة ده مهم طبعا عشان تبقى عارف ترتيبك وعارف وضعك في اللائحة. لائحة مواجهات مباشرة مواجهات مباشرة، ولو ثلاث فرق تساوي بيجنبوا الفريق الثالث الأخير لو تساوي بقى بياخدوا فرق الأهداف في المجموعة كلها. اللائحة واضحة يعني الناس كلها عارفاها، المصريين ما شاء الله عليهم في الموضوع ده ما بيعدوش خلاص. احسن مننا يعني. بكره 1 يناير طبعا كل سنه طيب وسنه جديده، لكن الاستبدال والقيد، وبكره ان شاء الله هيتم اجراءات القيد بالنسبه لمحمود عبد المنعم كهربا. وانا قلت حتى في الانترو كهربا لاعب حر، ولو ما كانش الاهلي قائمته كامله كان يقدر يعيد كهربا يوم 10/12 صحيح، لكن عشان القائمه كامله وبالتالي لازم يستبدل فهينتظر الانتقالات يناير. فمن بكره ان شاء الله يتم هذا الموضوع. شايف الاستبدال هل في كلام جديد؟ هل ممكن يحصل لا قدر الله تعديل؟ وانا بقول لا قدر الله ده نظام لازم نحافظ عليه. معلوماتك في هذا الموضوع وكمان دخول كهرباء الفتره الجايه بقى في الماتشات والمنافسات المحليه. خلينا نتكلم على الموضوع بشقين، شق كهرباء وشق الاستبدال. نتكلم على كهرباء الاول. كهرباء لعيب لا بقى لاعب في النادي الاهلي زيه زي اي لاعب، بلاش نحمله اكتر من طاقته، لازم نهدى عليه شويه. هو مش هو جاي الاهلي بيكسب، فهو هيبقى هيدخل ترس زيه زي اي لاعب في الفريق. كلام مهم جدا اللي انت قلته ده. طبعا كلام مهم طبعا جداً. لان احنا الناس بتحمل كهربا انه هيجي بقى ما الاهلي بيكسب يا جماعه، الاهلي واخد 24 من 8 يعني من 8 ترس هيخش جديد، ترس هيخش جديد هيبقى بالزبط. فعال مع زمايله زيه زي زمايله، هو مش هو زيه زي رمضان، زيه زي حسين، زيه زي قفشه، زيه زي كابتن وليد، زيه زي ازارو، زيه زي اجايي، زيه زي جيرالدو. فريق جماعي، فريق جماعي، فريق جماعي. فمش عايزين نحمل كهربا ضغوط اكتر ما هو عليه ضغوط يعني. مزبوط. هو الولد مضغوط اصلا، فخلينا نفك كهربا من ده ونستنى عليه شويه، وهو هيدخل في التوقيت اللي فايلر عايزه يدخل. يعني طبعا الناس كانت مستنيه كهربا يدخل بكره ال 20 وكهربا هيظهر. كلام كتير على السوشيال ميديا وناس بتسال. طبعا بالزبط. اعتقد انه خروجه من القائمه امر جيد جدا. صح. لان لسه بدري، انت لسه بكره هيتأيد، مش عارفين الاتحاد هيأيد ولا مش هيأيد، هل هيرجع الاتحاد الدولي عشان يطلب بيقول انه استفسار عن الموقف، ولا هيأيد، ولا هيطلب البطاقه من الفريق البرتغالي. فالدنيا تبقى دربكه، فما ينفعش تستنى الماتش الساعه 7:30 تقعد في دخل نفسك دي. في موضوع مش موضوع محتاجه اصلا. فما تضغطش على الولد في اول مباراه ليه، لسه عند ماتش اف سي مصر يوم الاثنين، فممكن يدخل ماتش اف سي مصر ياخد 10 دقائق في ربع ساعه زيه زي زمايله. يعني فكره ان انت تشيل كهربا، فكره انه جاي بقى هيصنع الفارق وجاي هيعوض غياب فلان وهيعمل فلان وهيطير في الهواء، لا يعني الحقيقه كهربا
لعيب زيه زي كل اللعيبه، هو لعيب مميز واضافه للنادي الاهلي واضافه لهجوم النادي الاهلي واضافه زيه زي كل زمايله اللي عاملين اداء رائع جدا السنه دي. فخلينا نفك كهربا من الضغوط دي عشان ما نقعدش كل شويه مستنيين كهربا ينزل يتشقلب في الملعب. لا كهربا، ودي رساله منك للجماهير كمان، انت قلت ده مهم جدا طبعًا. لان طبعًا. دايما النهارده ناس كتيره بتسال، رسائل بتجينا، تعليقات حتى على السوشيال طبعًا. ميديا طبعا، فلازم نهدى شويه على الولد ونهدى شويه على زمايله ونهدى شويه على الفرقه. هو كهربا زيه زي كل زمايله، بالعكس هو جاي في الدور الثاني، جاي في فتره القيد الثانيه، في اللعيبه اللي بدات الموسم قدمت بدايات رائعه، حققوا السوبر اول بطوله، ماشيين كويس قوي، متصدرين الدوري بفرق كبير عن اللي بعدهم، عاملين 8 من 24 من 8، جايبين 23 هدف وداخل فيهم هدف، اداء رائع. دوري ابطال افريقيا ماشيين طبعا لولا الدروب اللي حصل والخطا التحكيمي في مباراه النجم، كان يعني انا كنت متوقع ان احنا نكسب بسهوله، يعني كنا بين 9 من 9. فاعتقد انه اللعيبه مش مقصرين. كهربا اضافه، اضافه، ولكن اضافه زيه زي كل زمايله، عشان نقفل موضوع كهربا والناس تهدى شويه على كهربا وتهدى شويه على زمايل كهربا. يعني خلينا نكون واضحين عشان الموضوع يبقى الاستبدال، لا الاستبدال قولا واحدا، المجلس اداره الاتحاد المصري او اللجنه الخماسيه، استاذ عمرو الجنايني وكابتن محمد فضل والمجموعه اللي موجوده حطت الملف في ايد محمد فضل، قالوا لا مفيش استبدال، لان البطوله بدات وهتنتهي بنفس النظام، مفيش حاجه اسمها لعيب حصلت له اصابه قهريه هنستبدله، لان ده يعني البطولات الكبرى مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها ظرف قهري. احنا 17 في الجابون، في الجابون لعبنا الماتش الاخير ب 13 لعيب، خسرنا الشناوي وخسرنا كوكا وخسرنا الشناوي لعب 20 دقيقه ورجع، رجع ما قعدش، ما استبدلناهوش مظبوط. فانت مفيش حاجه اسمها ظرف قهري، انت طالما بدات البطوله بنظام تنهيها بنظام. في حاجه بقى تحصل وفي لعبه يحصل، اعتقد انه النادي الاهلي مش هيعدي الموضوع استحالة. ده استحاله، والموضوع مش هينفع. البطوله بدات بنظام وهتنتهي بنظام، اخلال ما بدا تكافؤ الفرص وغيرت في نظام المسابقه بالظبط كده، وهتعدل في المسابقه يبقى كده غلط غير قانوني، فاعتقد ان ده مش هيحصل. الا بقى لو الانديه، يعني هو كان بيحصل ايه، انه الانديه بتقعد، ال 18 نادي بيقعدوا، وال 18 نادي اللي بيلعبوا المسابقه بيوافقوا على تعديل النظام، بقت تعديل النظام في المسابقات، لكن في شؤون اللاعبين ما هو ما هو ما هو رولز عامه حطوا الاتحاد الدولي، ما هو اعتقد انه السنه اللي فاتت حصل ده، يعني حصل الكلام ده ان الانديه اتفقت في نص في قبل فتره الانتقالات، قعدوا ال 18 نادي واتفقوا على تغيير النظام وتعديل، كان في تقدير من استبدال فعملوا حاجه ثانيه مش متذكر بالظبط ايه. بس ده انه يعني ال 18 لو واحد فيهم اعترض خلاص. انا مش هقول لك الاهلي، انا امبارح سمعت المهندس محمد فرج عامر قال لك سموحه بيعترض على ده، في نظام اتحط في بدايه المسابقه لازم نلتزم بيه. كل الانديه، انا بقول لك انا بقول لك بس مثال واحد سمعته بس امبارح، كل الانديه. يعني انا ليه اوافق على تعديل النظام ممكن يضرني؟ يعني في انديه ممكن تجيب 7-8 لعيبه جديده وتغير شكلها وهي تبقى بتنافس على الهبوط، تلاقيها فجاه بقت بتنافس على البطوله وهي اخرها في الموسم ده ممكن تبقى 7-8 يعني. ليه؟ لا انت خلاص بدات البطوله بنظام لازم تنهيها بنظام، واعتقد انه انديه المسابقه كلها مش هتوافق على ده. يعني مش راي نادي او اتنين هو اللي هيغير الموضوع. كلمه اخيره تحب تختم بيها كلامك او موضوع عايز تختم بيه الحلقه؟ كل سنه وانتم طيبين ويا رب السنه اللي جايه موعدة كده. اتمنى ان النادي الاهلي اللي حقق دوري ابطال افريقيا بقى له كتير، بقى لنا من 2013، ونتمنى الشفاء والسلامه ان شاء الله لسعد سمير. ونتمنى لسعد سمير، رمضان، حمدي فتحي، كل اللعيبه، محمد محمود ولادنا، واتمنى طبعا سعد لانه اخر رجال المصابين، فنتمنى له السلامه. احنا معدل اصاباتنا يعني ان شاء الله باذن الله ما يكونش في اصابات ثانيه، بس احنا معدل اصاباتنا بالمقارنه بالوداد والترجي ده حسنيه اغادير غير في اول 25 دقيقه في ماتش اول امبارح 3 لعيبه بسبب الاصابات. ما هو الضغط، ضغط 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 شمال افريقيا، عشان الجمهور بس يبقى عارف ضغط شمال افريقيا، ضغط شمال افريقيا كله كده غير طبيعي. غير طبيعي. فيا رب البطوله دوري ابطال افريقيا طبعا الدوري، يعني انا طول الوقت بقول حاجه جميله جدا، يعني أيوة. ان احنا خدنا الدوري برمضان صبحي وفي ثانيه ثانوي، ف الدوري صبحي وكريم بامبو الدوري بالنسبه لنا مش يعني مش امل، يعني الدوري بناخده، ممكن انا واصحابي نلعب وناخد الدوري بالاهلي، فعادي جدا يعني. فاتمنى دوري ابطال افريقيا ان شاء الله باذن الله يبقى ان شاء الله في النادي الاهلي السنه دي، ونروح بقى كاس العالم للانديه في نسختها اللي جايه باذن الله. باذن الله. ابو حميد شرفتني ونورتني وسعيد جدا بالحوار معاك، واتمنى نكون غطينا كل الموضوعات اللي حابين نتكلم فيها او مطروح على الصحه في التوقيت الحالي. شكرا يا محمد، وبيبقى سعيد ان انا موجود معاك والحوار بيبقى شيق وبنتكلم براحتنا يعني. اكيد طبعا، وفي النهايه احنا عايزين نوصل المعلومه الحقيقيه للمشاهد الاهلاوي، لان حق الجمهور علينا
يسمع المعلومة الصح وفي نفس الوقت نكون في ظهره عشان المرحلة الجاية محتاجين تكاتف كل المنظومة بعضها. بالظبط. شكرا جزيلا يا ابو حميد. شكرا. وكل سنة وانت طيب. وانت طيب. طبعا مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان, قدر الامكان في هذه الحلقه واحنا في الساعات الاخيره خلاص من عام 2019, يعني خلاص بقى حوالي ساعتين وربع ونستقبل عام جديد, عام 2020 او 2020 ان شاء الله, سنه جديده يا رب باذن الله على الشعب المصري تكون كلها باذن الله انتصارات وبطولات, وكل مواطن مصري يحقق كل طموحاته في السنه الجديده يا رب ان شاء الله. وعلى المستوى القاري وعلى المستوى الرياضي جماهير النادي الاهلي ان شاء الله السنه الجايه تشوف كل الانتصارات وكل البطولات وتحقق كل اهدافها مع النادي الاهلي في كل المباريات, تشجع تحضر تساند تدعم كل الحاجات الحلوه اللي شفناها في فترات سابقه, ان شاء الله اللي جاي يكون مع النادي الاهلي ومع جماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي بيستحق دايما يكون موجود في مكان افضل من اي مكان موجود فيها في الفتره السابقه. مستنيين ان شاء الله في 2020 زي ما قال احمد الدوري العام ده شيء طبيعي, لكن ان شاء الله البطوله الافريقيه الهدف والغايه في الفتره الجايه, وباذن الله اللي جاي ان شاء الله سواء على المستوى الانشاء على المستوى الرياضي على المستوى القروي اللي جاي باذن الله النادي الاهلي هيكون فيه انتصارات وفي بطولات وفي انجازات طيبه جدا في عهد مجلس اداره حالي برئاسه الكابتن محمود الخطيب, اللي النهارده بالتاكيد بنقول له يعني الف سلامه عليك ومتوجه الى السعوديه لاداء فريضه العمره. بشكر مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان, وباذن الله التقي بكم على خير باذن الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله. شكرا والى اللقاء.